شريهان، يلا يا شريهان. انتي لسه ما جهزتيش؟ سيف مستنينا تحت. ما انا جهزت اهو. فين حاجتك اللي هتسافري بيها؟ ما هي يا بنتي، ما عندكيش شنطه سفر؟ لا عندي الشنطه بتاعت المدرسه، هاند باك حلوه كده، بس لقيتها مش مستاهله يعني. وريني الكيس اللي في ايدك ده. فرن طيبه من الفينو للجاتو. انت عمرك ما رحتي الغردقه دي قبل كده؟ لا طبعا رحتها كتير. مش دي اللي بعد شاطئ البترول اللي في فايد؟ انا كنت متاكده انك هتفضحيني. بس يا نيلي بقى، عشان انا بصراحه قلقانه وخايفه من الراجل اللي اسمه عم دهب ده، لو عرف ان احنا قرطسناه يا خرابي هيبهدلنا. ده راجل شراني ونابو ازرق. نابو ازرق؟ ما خدتش بالي. ما بيغسلش سنانه يعني؟ بلاش غباء يا نيلي، انا اقصد يعني ايده طايله. طايله ازرق؟ شريهان انا مش بفهم الكلام بتاعكوا ده، حبيبتي كلميني عادي. ماشي شرير يعني، شرير يعني باد جاي. لا باد جاي على نفسه، المهم نوصل الفلوس قبله. انا خلاص لميت حاجتي، ادخل بس اعمل لكم شويه سندوتشات عشان الطريق. سندوتشات ايه يا خالتي؟ يا بنت السكه طويله، ناخد معانا شويه سندوتشات علشان نتوتد بيهم نتسلى. هي الغردقه دي يا نيلي مش بعد شاطئ البترول اللي عند فايد؟ اولا مفيش حاجه في الغردقه اسمها شاطئ البترول. تاني حاجه انت جايه معانا ليه اصلا؟ بقالي 12 سنه بحالهم ما صيفتش، نفسي صيف، نفسي بقى اقعد على الشط كده وادلدل رجلي في الميه المالحه واتسمس. هي دي فكرتك عن المصيف؟ طب ما تدخلي تجيبي تشت وتحطي فيه ميه ملح وتحطي رجلك فيها. خالتي احنا مش رايحين نصيف يا خالتي، وبعدين مالكيش مكان في العربيه. ليه يا اختي؟ ما هو سيف ونيلي قاعدين قدام، وانا وانتي والمتنيل هاني نقعد ورا. طب وماما ميمي؟ هنسيبها عند مشمش بتاع السوبر ماركت، بيفضل فاتح 24 ساعة، والعيال اللي عنده ولاد حلال يعني هياخدوا بالهم منها. اهو بقى يدوها حتة جبنة رومي، شندوتش لانشون، حتة جبنة اسطنبولي كده وزيتونة خضرة، باكو حلاوة، هيظبطوها يعني. لا طبعا انا مش هينفع اسيب ماما ميمي، وانتي اصلا مش هينفع اخدك معايا عند مو. انتوا كلكم مش هينفع اوريكوا لاصحابي، بالذات انتي بالكيس البلاستيك اللي انتي ماسكاه في ايدك ده. انتوا ممكن تفضحوني فضحت المتظاهر وتطلعوا على المعاش. متطهر whatever. وسيمو بتاعك ده يطلع ايه يعني عشان هنفتحك قدام الاكس بوي فريند بتاعي؟ قرايبكوا يعني؟ طب ومال، ما هو كده يبقى قريبنا احنا كمان. مش قريبها يا خالتي، الاكس ده يعني كانت ماشيه معاه. يا لهوي، استغفر الله العظيم يا رب. صباح الفل، يلا بينا يا جماعه، انا جاهز اهو. ان شاء الله رحله ميمونه وهنحكي لاحفادنا عليها. عايزين تسيبوني انا السبوحه وتاخدوا معاكوا لهبل الاراجوز ده؟ عجبي جرى يا خالتي، هو انا يعني في الهم مدعيه وفي الفرح منسيه، ولا انتوا فالحين بس تاخدوني الحطابه وبورسعيد واللوكيشنات الزباله بتاعتكم دي، ويوم لما تيجوا تصيفوا مش عايزين تاخدوني معاكم؟ ما تعلي صوتك اكتر وتسيح لنا في العماره، ولا اقول لك خد كلم عم دهب اقول له انت الكلام ده بنفسك. انت شايفه شوشو خالتك بتتكلم ازاي؟ هو ايه اللي انت لابسه ده؟ احنا رايحين مكان نظيف، مش هيرضوا يدخلوك كده اصلا. ليه ان شاء الله؟ وبعدين يعني هيكون انضف من شاطئ البترول بتاع فايد. بليز محدش تاني يقول لي شاطئ البترول بتاع فايد، احنا مش رايحين نصيف، احنا رايحين نتنايل نشوف الراجل عنده الفلوس ولا لا. انت هتقعدي هنا مع ماما ميمي، وانت هتدخلي تغيري الكيس القرف اللي انت ماسكاه في ايدك ده، وانت هتنزل الشنط لسيف لانه مستنينا تحت. اند اوف ديسكشن. ايوه كده كربجيهم عشان نلحق البحر. ومش هنلحق البحر، وسيب الزفته اللي انت ماسكاها في ايدك دي. كره الماء حرام عليكي. فضحتوني. يا رب ما تلحقوا توصلوا ولا تتهنوا، عشان انا بصلكوا في السفريه دي. يا رب شاطئ البترول اللي فايد يولع بيكوا يا رب. قادر يا كريم. الحمد لله انها عطلت بينا هنا لما وصلنا، كان زماننا اتبهدلنا في الطريق. يا بنتي احنا ما وصلناش، ما وصلناش، احنا وصلنا شاطئ الزفت البترول بتاعكوا ده، الغردقه لسه كتير جدا. ها يا سيف ايه الاخبار؟ تقريبا المشكله يا في حساس الكرنك يا في السربنتينا. الترنك ده في التليفون، والترابنتينا دي في ال... مفيش حاجة اسمها ترابنتينا أصلا. أيوة مفيش حاجة اسمها ترابنتينا، اسمها السربنتينا. ها يا جماعة خلصت فاتي خلاص؟ ممكن لوستا بقى يشوف العربية؟ اتفضل.
انت رايح فين بالسيجاره ديت؟ انت عايز تولع فينا؟ في انا ما اعرفش اشتغل غير والسيجاره في ايدي. لا لازم ترميها. اهي السيجاره اهي. يخرب بيتك هتولع فينا، احنا في شاطئ البترول. اهدى اهدى يا حبيبي ما تخافش، شاطئ البترول يعني زي ما في بترول في ميه برضه. اتفضل يا استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ الجنود كلها متقطعه يا ابني. الجنود يا هاني اللي في الكبوت يا هاني. ايه؟ وبعدين ميه الكركتير عايزه تتزود. ميه الكركتير؟ اه. يا جماعة العربية دي شكلها سخنت. لا والله ما هي بتولع قدامك اهي. ما هو انت السبب، انت السبب عشان انا ما بحبش حد يسوق عربيتي وانت صممتي تسويها. ايوه ولعت. سيف اولا ما تزعقش، تاني حاجة انا عربيتي لما بتسخن بيكون فيها لمبة بتنور. طب ما هي نورت وقلت لك ثلاث مرات. لا اللمبة اللي في عربيتي غير، انا لمبتي لونها احمر انت لمبتك لونها اصفر. ما بس بقى يا ده سفروت انت والبنت الصفرة بتاعتك دي، خلينا نخلص. انت تخرسي خالص، انت السبب في اللي احنا فيه، انت وخالتك اللي نقرت لنا في السفريه. نبرت لنا خالتي ما بتنقرش بتنبر. Whatever. يا جماعه خلاص بما اننا جينا شاطئ البترول يلا بينا بقى ونلحق البحر. انت مجنون يالا، انت متخلف. انتوا مش عارفين تاخدوا قرار، احنا نوقف اي عربيه دلوقتي توصلنا وعربيه سيفنا بنتصرف فيها بعدين. يلا وقف لنا عربيه. في عربيه جايه هناك يا وقف. اولاد يلا يلا. معلش معلش يا عم الحاج، عربيتنا عطلت، ممكن تاخدونا معاكم؟ على فين؟ احنا رايحين الغردقه. يا راجل احنا كمان رايحين الغردقه، هاتهم وركبوا ورا. يلا سبحان الله، يلا بينا. يلا بينا ايه، هنركب فين؟ انت مش شايف العربيه؟ والنبي ما يغرك شكلها، تعالي انت اقعدي على حجري واصحابك دول يتزنقوا مع العيال ورا. لا شكرا حضرتك، انا مش بعرف اركب على رجل حد. خلاص مش مشكله، انا هقعد على حجر طنط، انا حبيتها وانت تزني مع العيال ورا. يا جماعة مش هينفع، علميا احنا الاربعة لو ركبنا العربية دي مع الاسرة الجميلة المدورة دي العربية دي مش هتمشي. والنبي لا تيجي تتسامي الحبايب الف. يا ماما انا عارف ان احنا الاربعة ممكن نقعد على حجرك عادي، بس مش هينفع. عموما احنا حبينا نخدم، كان غرضنا نخدم وخلاص. سلام عليكم. معلش يا حاج كان نفسنا نتقلب معاكم، بس معلش معلش. بتسقف على ايه؟ سبحان الله، العربية ماشية زي الحلاوة، عربيتنا احنا اللي تعطل. يبقوا اختاروا كويس العربية اللي هنركب فيها. مش عجباني. اتفضل اتفضل. شكرا. ايه مالها؟ مش عجباني. كانت كويسه يا نيلي. لا لا انا مش بحب اللون ده في الموديل ده، عندي باد اكسبيرينس معاه. لا اتفضل حضرتك، خلاص شكرا. اوبا. لا طبعا عربيه مبقلظه قوي. شكرا شكرا. اوه 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 يا مجنون. اوه انا مش هركب هنا، ما تصلحها ولا ايه اللي انت عامله ده؟ ايه اتفضل حضرتك، روح سمكرها ولا سنقرها. استغفر الله العظيم يا رب. اوكي انا هركب دي. لا بقى خلاص دي مش عجباني، اتفضل حضرتك، باي باي. ايه ده ليه يا سوسو؟ اصلها حلوه اوفر فجايبه لي بوزيتيف انرجي. اه جدع يا سوسو. امال ايه، وانا هسيبها يعني تستغلنا كده وتبهدلنا؟ صح زي ما ليها ليكي. طبعا امال ايه. ايوه عشان بقى كل واحد يعرف تمامه. كفايه بقى، مش هينفع الشغل دوت. اي عربيه هتيجي، اي عربيه هتيجي وتقف لنا هنركبها ان شاء الله، لو عربيه ميز. سيبها واحنا. انا مش عايز واحده فيكم تتكلم، اللي هتتكلم هتكلمها تبني. سيب النهج يا خروف. ايه هتعمل ايه هتعمل ايه؟ اتفضل حاسب انت. لا لو هتزعل حاسب خلاص. لا 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 ما تقوليش ان هو ده البيت. ايوه هو ده بيت ماما. اقسمي بالله كده ان احنا هنبات في الفيلا دي؟ ايوه هنبات في الفيلا يا شريهان، ايه المشكله يعني؟ لا قولي اقسم بالله هنبات في الفيلا دي. على فكره فيلا عاديه جدا، يعني ممكن نخش جوه نلاقي كراسي بلاستيك وكنب اسيوطي عادي جدا. اسيوطي ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ يا ابني فيلا بالجمال دي اكيد هنخش هنلاقي البحر جوه على طول. بحر يا متخلف انت، ممكن تيجي تتنيل تساعدني وتشيل الشنط. نيلي بقولك ايه؟ ها. انت مش قلتي ان مو ده الاكس مين بتاعك؟ الاكس بوي فريند بتاعي. فوريفر يعني الاتنين واحد مرتبطين وخلاص. ما اتجوزتوش ليه ده؟ هو اللي ما اتجوزتوش ليه؟ هي حرة، احنا جايين نشتغل وجايين نخطب. الله بسأل.
بعد اذنك. يعني فرقت ايه انت ما انا قاعده برن من الصبح؟ نيلي انت ما اتجوزتهوش ليه؟ عشان مو ويردو شويه غريب يعني. ايوه غريب ازاي؟ لا هو غريب فعلا. ده مش مو اصلا، ما اعرفش مين ده. ازاي ما تعرفيهوش؟ ده الكابتن ديفيد بيكهام. ولا هاني اتصور مع بيكهام؟ ماشي بس اركب وشي على دماغه. ماشي قصدي على جسمه. ماشي. مو هير اكسكيوز مي. هلو شيتوس ابو الكباتن. هاني الشنط تعال شيل معايا الشنط. طب على فكره مش هشيل غير شنطتي وشنطكم بقى ان شاء الله تتحرق، انا ماليش دعوه. ده ايه الروقان ده؟ ايه ده؟ يا الناس دي رامي العفش في المايه ليه؟ بنت يا نيلي هما العيال دي مسمومه ولا ايه؟ مالهم كلهم دايخين وعاملين كده؟ عادي يعني يا شرهين، كانوا سهرانين امبارح وشربوا فنايمين. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم، ان شاء الله في جهنم الحمراء، بالذات البنات المقفعه دي. شرهين بليز انا مش عايزه فضايح قدام ماي اكس. هو فين اصلا؟ في الضياع. ما الاب مسافر والام مفيش، يبقى ازاي الواد هيعيش؟ هو في احلى من كده عيشه يا مغفل انت؟ انت بتعمل ايه هاني؟ في ايه؟ بشرب عطشان. بتشرب الكحول الصبح؟ بشرب ايه يا اختي؟ خمره. خمره ايه دي؟ ميه. في ميه لونها كده يا متخلف؟ ميه السلطه وميه الصرف. ما تلم نفسك بقى يا هاني وتسكت بقى. طعمها حلو قوي. خد ديفينتلي ماما افور في حته هنا. بقول لكم ايه يا جماعه، الراجل اللي هناك ده مكفي على وشه كده من ساعه ما دخلنا الفيلا. ده جثه ده ولا ايه بقى؟ جثه تاني؟ انا كده مش عارف اسوق، مش عارف اسوق. سوق ايه يا متخلف؟ انت معاك عربيتك اصلا؟ قول مش عارف اعوم. جايز ده مو. مو مو ار يو اوكي؟ مو انا نيلي، انا جيت. مو ار يو اوكي؟ انت كويس؟ انت عايش؟ عايش بس كنت مريح شويه. ايه ده نيلي؟ هاي هاي. سوري ما خدتش بالي، بس انت اللي اخرت كده. اتاخرت ايه؟ الساعه 11. يا نهار ابيض. ايه كان وراك حاجه كده؟ مش هنلحق البحر. لا ما تقولش كده يا مو، هنلحق البحر. معلم هو انت مش كنت مقفور من شويه؟ لا دي حاجه بسيطه بس كده عشان اصحصح. حد بيسموك يا جماعه؟ ايوه يا نجم انا. باي مو. باي، اشوفكم على البحر. باي بنات، انا هبقى معاه، ما تتاخروش بقى عشان تلحقوا البحر. مو ودي بليز دو مي ا فيفر، كان في واحد هنا في الغردقه كنت عايزه اوصل له، قلت ما فيش حد غيرك هيوصلني بيه. واحد مين؟ واحد اسمه محفوظ. محفوظ بتاع مطعم محظوظ؟ في واحد فعلا هنا اسمه محفوظ وعنده مطعم اسمه محظوظ؟ ده اكيد راجل نرفوز. لا ده اكيد شخص مهزوز، كان كلبوز وبقى لزوز. ايه يا جماعه القرف ده؟ كابتن مو هو احنا ينفع نروح له على طول؟ تعرف كعبول الاكول؟ يبقى انت اكيد مسطول، بقلول في اسطنبول. ايه يا مو دول ايديتس، انت هتزيد معاهم؟ بصي في واحد اسمه محفوظ وعنده مطعم على المارينا اسمه محظوظ. نحلب بسبوز. لا 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 يا جماعه كده كتير والله العظيم، هيجي لي كرشه نفس. انا هروح للراجل ده ولا انتوا هتقضوها بقى عزوز واحنا عندنا لغوز عايزين نحلوز؟ خلاص يا شريهان جايين. طب رايحين على فين يا جماعه؟ انتوا مش هتنزلوا البحر معانا ولا ايه؟ ايوه يلا بينا، انا منت وابقى جاهز. وانت مالك انت؟ احنا مش عندنا مشوار نروحه. روحوا انتوا وابقوا احكوا لي. هتيجي معانا يا هاني؟ لا مش هاجي. انت عايزاه معاكي ليه اصلا؟ ده ملوش لازمه. امال ايه يعني نروح احنا كده من غير رجاله؟ ده على اساس ايه؟ ان انا كنزايه؟ انا عارفه كويس هاني عايز يروح البحر ليه. هكون عايز اروح البحر ليه؟ هضرب لي غطس في الميه، الم ودع، ادفن نفسي في الرمله، اجر بدال، اي حاجه من الانشطه بتاعت البحر دي. ده واضح انه ما راحش البحر من زمان يا جماعه. سيبهولي وروحوا انتوا مشواركوا، على ما ترجعوا تلاقوني ايه وضبت الاوض كلها. انتوا هتبيتوا هنا كام يوم؟ احنا هنبيت عندك هنا يعني فور لايك 2 اور 3 دايز. لا نبات، احنا مش هنبات هنا. ليه يا برو؟ البيت هنا كبير وفي اوض كتيره جدا، اطلعوا نقوا الاوض اللي تعجبكم. انا عموما ما بنامش في اوض خالص، انا بنام على الكنبه تحت. لا احنا هننزل في نزل الشباب او بيت الطلبه. ليه يا سيف؟ ما الراجل متبت فينا وحات امك لمبات يا شيخ. متبت ايه؟ دي عزومه مراكبيه، ده لينا ترموا في اي حته. يا سيدي انا عايزه انا اقعد كده ترمي في. لا سيف ايه؟
انا ما صدقت ان انا انام على سرير نظيف واكل اكل كويس. ده غير ان اصلا هو مش فاهم المصيبه اللي هتحصل له. شريهان وهاني دول هيملوا له البيت حشرات. الحمد لله انه وافق. اسكت بقى. خلاص يا ماما احنا هنروح ونرجع لك. اوكي سلام. سلام. وعقبال لما تيجي وهنكون جهزنا البحر. صباح الفل يا معلم. صباح الفل. بقول لك ايه، ايه اكتر حاجه حرام ممكن نعملها دلوقتي؟ تاكل فستق؟ لا اعوذ بالله، مش للدرجات يعني. Bonita we we, bonita cinturita, bonita we we, bonita cinturita, bonita we we, bonita cinturita, bonita we we, bonita. Fuego. Get what to get what that fuego. Get what to get what that fuego. BPM, fuego. Come on, get, let's go. Hay fuego en la disco, síguelo. Que con arretumbar todo ese bum bum, porque ese cuerpo tiembla como sismo. La zona se calienta, demasiado violenta. Acelera rápido, dale muévelo rápido. Acelera más rápido, dale muévelo rápido. Quiere, quiere más, te lo doy, doy. Si pide más trabajo es que me voy, voy. Soy dinamita para ti, si lo soy, soy que yeah. Eléctrica, magnética. الخير. لو سمحت مستر محظوظ موجود؟ محظوظ. تمام يا فندم، هو موجود في ميعاد. ممكن تقول له نيلي وشريهان احفاد مكاوي؟ تمام، لحظات وهبلغه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا بنات، ازيكم؟ هاي. معقوله كبرتوا وحلويتوا قوي كده؟ اهلا اهلا اهلا، اتفضلوا. ميرسي. ثانك يو. ده من ذوقك يا حاج. حاج اكيد انت بنت عبد الحليم صح؟ صح. وانت بنت عبد الله؟ ايوه. وانت ابن مين يا حبيبي؟ انا ابن صادق جد الحق. مين صادق جد الحق؟ ابويا. هذا سيف، هيز ا فريند اوف ماين، هو مش قريبنا خالص. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انكل احنا كنا عايزين حضرتك في موضوع. انت تأمري بس مش نشرب حاجه تطري على قلبنا في الاول. عندنا هنا مخيتو يجنن. بدر تحت امرك يا استاذ محفوظ. اربعه مخيتو بسرعه لو سمحت. اكسترا ليمون، اكسترا مينت، اكسترا اي. اكسترا جبنه رومي وحياه ابوك وسيحها. اكيد اكيد انت بنت عبد الحليم. اهلا وسهلا. اهلا. هو ده بقى. اتفضل. شكرا يا ابني، متشكر جدا. تشيز. ها وانتي ابوكي عامل ايه؟ لا انا ابويا الله يرحمه مات يا حاج. الله يرحمه ويحسن اليه يا رب. وانتي باباكي عامل ايه؟ أنا بابي في السجن. أنا مكرم. أهلا وسهلا. أنا وأنت برضو بابا في السجن؟ لا أنا بابا في السعودية. معلش معلش يا بنات، أنتوا لازم تعذروني. أنا بقالي 10 سنين من ساعة ما عملت المكان ده هنا في الغردقة وأنا ما بنزلش القاهرة، لا أعرف فيها إيه ولا دس فيها بيعملوا إيه. حلو أوي الملوخيتو ده، بس أنت ليه مش بتخرطوا الملوخيتو وبتحطوها زي ما هي؟ لا 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 وحش، ما عجبنيش، بيلسع كده، بينك في حاجه مصننه. ده حلو قوي الدوله ده يا تاشا. الملوخيتو ده. ايوه. انكل احنا كنا عايزين حضرتك في خدمه كده. تحت امرك يا حبيبتي، بس مش الاول تشربي الدرينك بتاعك علشان تبلي ريقك وبعد كده نتكلم. والله انا مش قادره خالص، اصل احنا جايين من السفر على حضرتك على طول. مش عايزه الملوخيتو بتاعك الدولي. اتفضل. انتوا جايين من السفر على هنا على طول؟ مش معقول، يبقى انتوا بقى على لحم بطنكم.
لازم تاكله. عندنا هنا فيل يجنن، بنجيبه من المزارع بتاعتنا في نيوزيلندا. انا اول مره اسمع ان الفيل بيتاكل. طب لو امكن بقى يبقى حته من الزلومه عشان تبقى مقرمشه. فيل ايه متخلفه؟ بيقولك فيل، فيل يعني لحمه عادي. يعني اكل ايه؟ طب لو اكل بقى، لا مش عايزه لحمه، ممكن بقى شويه فراخ كده محمره على رز ملوك او حواوشي. عندك حواوشي يا حاج؟ فعلا فعلا بنت عبد الحليم. على العموم انا تحت امرك في اي حاجه انت عايزه تاكليها، اما الحلو بقى فسيبيه عليا. عندنا كريم بيوليه يهبل. ايه البراولي ده يا حاج؟ مش بقول لك فعلا بنت عبد الحليم. هو ليه كل ما اقول لحضرتك حاجه ده؟ فعلا بنت عبد الحليم. هو ابويا ده كان بكابورت وانا مش عارفه. مستر حنتوس، هتشرب الملوخيتو بتاعك؟ لا لا اتفضل يا حبيبي. اديني بقى ملوخيتو. انا بقى انا مش شايف ايه كيف. انا ملوخيتو. سيف انت كويس؟ انا كويس، بس الملوخيتو ده بيمشي البطن وانا مش شايف حمام هنا. ولا انتوا بتحفروا في الارض ولا بتعملوا ايه هنا؟ لا لا لا، الحمام هناك على ايدك اليمين. طيب مش هروح انا. اتفضل اتفضل. الحمام انا. مش مهم. انكل احنا كنا عايزين حضرتك في خدمه ضروري قوي. تحت امركم يا حبيبتي. انتوا مش عارفين جدكم كان يعني ايه بالنسبه لي. ده ياما وانا صغير ساعدني ووقف جنبي، ده صديقي الصدوق. حتى بالاماره كمان العربيه اللي اداها لي زمان وانا صغير لسه محتفظ بيها في المكان ده لغايه دلوقتي. كانت وش السعد عليا. عربيه ايه؟ عربية اداها لي زمان قبل ما يموت الله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا بنات، ازيكم؟ هاي. معقوله كبرتوا وحلويتوا قوي كده؟ اهلا اهلا اهلا، اتفضلوا. ميرسي. ثانك يو. ده من ذوقك يا حاج. حاج. اكيد انت بنت عبد الحليم صح؟ صح. وانت بنت عبد الله؟ ايوه. وانت ابن مين يا حبيبي؟ انا ابن صادق جاد الحق. مين صادق جاد الحق؟ ابويا. هذا سيف، هيز ا فريند اوف ماين. هو مش قريبنا خالص. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انكل احنا كنا عايزين حضرتك في موضوع. انت تأمري، بس مش نشرب حاجه تطري على قلبنا في الاول. عندنا هنا مخيتو يجنن. متر. تحت امرك يا استاذ محفوظ. اربعه مخيتو بسرعه لو سمحت. اكسترا ليمون، اكسترا من اكسترا اي، اكسترا جبنه رومي، وحياه ابوك وسيح. اكيد اكيد انت بنت عبد الحليم. اهلا وسهلا. اهلا. هو ده بقى. اتفضل. شكرا يا ابني، متشكر جدا. تشيس. نعم. ها وانت ابوك عامل ايه؟ لا انا ابويا الله يرحمه مات يا حاج. الله يرحمه ويحسن اليه يا رب. وانت باباكي عامل ايه؟ أنا بابي في السجن. أنا مكرم. أهلا وسهلا. أنا وأنت برضو بابا في السجن؟ لا أنا بابا في السعودية. معلش معلش يا بنات، أنتوا لازم تعذروني. أنا بقالي 10 سنين من ساعة ما عملت المكان ده هنا في الغردقة وأنا ما بنزلش القاهرة، لا أعرف فيها إيه ولا ناس فيها بيعملوا إيه. حلو أول ملوخيته ده، بس أنتوا ليه مش بتخرطوا الملوخيته وبتحطوها زي ما هي؟ لا 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 وحش، ما عجبنيش، بيلسع كده، بينك في حاجه مصننه. ده حلو قوي الدوله ناتاشا. الملوخيتو ده. ايوه. انكل احنا كنا عايزين حضرتك في خدمه كده. تحت امرك يا حبيبتي، بس مش الاول تشربي الدرينك بتاعك علشان تبلي ريقك وبعد كده نتكلم. والله انا مش قادره خالص، اصل احنا جايين من السفر على حضرتك على طول. طب مش عايزه الملوخيتو بتاعك الدول. اتفضل. انتوا جايين من السفر على هنا على طول؟ مش معقول. يبقى انتوا بقى على لحم بطنكم، لازم تاكلوا. عندنا هنا فيل يجنن، بنجيبه من المزارع بتاعتنا في نيوزيلندا. انا اول مره اسمع ان الفيل بيتاكل. طب لو امكن بقى يبقى حته من الزلومه عشان تبقى مقرمشه.
فيل ايه متخلفة؟ بيقولك فيل، فيل يعني لحمة عادي. اه يعني اكل. إيه طب لو اكل بقى؟ لا مش عايزة لحمة، ممكن بقى شوية فراخ كده محمرة على رز ملوخية او حواوشي. عندك حواوشي يا حاج؟ فعلا فعلا بنت عبد الحليم. على العموم انا تحت امرك في اي حاجة انت عايزة تاكليها، اما الحلو بقى فسيبيه عليا. عندنا كريم بيوليه يهبل. ايه البراولي ده يا حاج؟ مش بقول لك فعلا بنت عبد الحليم. هو ليه كل ما اقول لحضرتك حاجه فعلا بنت عبد الحليم؟ هو ابويا ده كان بكابورت وانا مش عارفه. مستر حنتوس، هتشرب الملوخيتو بتاعك؟ لا لا اتفضل يا حبيبي. اديني بقى ملوخيتو. انا بقى انا مش شايفه ايه كيف انا ملوخيتو. سيف انت كويس؟ انا كويس، بس الملوخيتو ده بيمشي البطن وانا مش شايف حمام هنا. ولا انتوا بتحفروا في الارض ولا بتعملوا ايه هنا؟ لا 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 الحمام هناك على ايدك اليمين. طيب مش هروح انا بقى. اتفضل اتفضل. اروح الحمام انا. مش مهم انكل، احنا كنا عايزين حضرتك في خدمه ضروري قوي. تحت امركم يا حبيبتي. انتوا مش عارفين جدكم كان يعني ايه بالنسبه لي. ده ياما وانا صغير ساعدني ووقف جنبي، ده صديقي الصدوق. حتى بالاماره كمان العربيه اللي اداها لي زمان وانا صغير لسه محتفظ بيها في المكان ده لغايه دلوقتي، كانت وش السعد عليا. عربيه ايه؟ عربيه اداها لي زمان قبل ما يموت الله يرحمه. طب هي فين العربيه دي؟ موجوده هنا طبعا. طب ممكن نشوفها بعد اذن حضرتك؟ طبعا يا حبيبتي تحت امرك. اتفضلوا اتفضلوا تعالوا. اتفضلوا. لازم اهي هي دي. طب بعد اذن حضرتك احنا عايزينها. ايه عايزينها؟ عايزينها ده ايه؟ روح النونة. هو مش حضرتك قلت لنا ان جدنا اديها لك هديه؟ احنا عايزين نرجعها. في حد بيرجع الهديه برضو؟ معلش يا انكل محفوظ، اصل احنا عندنا شويه ظروف كده وكنا مزنوقين في فلوس، فممكن العربيه دي تحل لنا الازمه. مزنوقين؟ اه. طب حس ان انتوا مزنوقين بقى، انتوا بتعدوا عليا اول كل شهر، اغديكوا ولا اعشيكوا ولا ادوكوا حاجه تطفحوها؟ ايه يا عم انت، واحنا بنطلب منك حسنه؟ احنا بنطلب حقنا. طب ايه رايك بقى يا برنس ان احنا مش هنخرج من هنا الا لما ناخد العربيه دي؟ لا هتخرجوا من هنا ومن غير العربيه دي، وهتخرجوا بالذوق احسن ما اجيب الامن يهزقكوا ويبهدلكوا، مفهوم؟ وهتدفعوا ثمن المخيطو اللي انتوا شربتوه. ها على فكرة أنت اللي عزمت علينا يعني. استنى عشان بيقولك هندفع المخيطو. معاكي فلوس يا نيلي؟ لا طبعا. أنت معاكي؟ أكيد لا، ما كنتش سألتك. طب نشوف سيف، أكيد معايا. أكيد سيف. بيعمل إيه ده؟ هنعمل ايه بقى مع انكل محفوظ ده؟ انت لسه بتقولي عليه انكل؟ ده راجل ما عندوش ضمير. ايه ده؟ نعيم نعيم يا نعيم يا نعيم، وحشتني يا نعيم. سوري هيز درونك، هاف ا نايس داي. انت بتتكلمي انجليزي ليه؟ ده نعيم. اسكت بقى، كفايه فضايح، خليك ماشي ورانا هنا. طب تفتكري العربيه دي هيطلع فيها الفلوس فعلا؟ لا طبعا، ما كانوا لقوها من زمان، اكيد عدد تاني. ايه؟ لا عدد تاني؟ لا انا مش قادره على الفرهده دي بقى بجد. بس يا حبيبي بلا. بقولك ايه يا شريهان، ما تيجي نفكنا بقى من الكنز واللغز والكلام ده ونروح نقضي لنا يومين في الجونه وخلاص. وبابي بقى هارد لك، هو حظه كده. هنعمل ايه؟ انت هبله يا بنت انت، جونه ايه؟ حرام عليكي. بقول لنا بقى فين اليخت بتاع صاحبك مو ده، عشان خلاص رجليا وجعتني. اليخت اهو. ايه ايه انتوا اتأخرتوا كده ليه؟ مفيش اصلا. بس بقى ايه يا دي هاني اللي انت عامله ده يالا؟ انت فاكر نفسك بتنشط السياحه يا روح خالتك؟ سياحه ايه؟ دول زمايلي في المعهد، وجيت هنا سبحان الله لقيتهم صدفه. قولي لها يا سماح.
يا جماعه مالكم قابشين كده ليه؟ يلا اطلعوا بسرعه، ده الست قريبتكم دي طلعت جامده. بس قريبتنا مين دي؟ واو خالته صباح. نهار اسود يا خالتي، انت جيتي مع مين؟ جت معايا. انتوا ما تعرفوش تزوغوا مني. فين ماما ميمي؟ ماما ميمي يا حلوه في الحفظ والصون. خطفتوها يا كلاب؟ لا بنفرجها الشعب المرجانيه. ماما ميمي لو سمحتي اقعدي حبيبتي. حاضر حاضر هركبك باراسيلينج تاني. هي ايه يا اختي المزيكا المسخه اللي حاطينها دي؟ شيش انت بقى ومزاجك عنب ومش همك المصيبه اللي انت دبستينا فيها. مصيبه ايه يا اختي اللي انا دبستك فيها؟ التسليمه السوداء اللي سلمتيها لنا للي اسمه ضاحي ده. انا يا اختي ما سلمتش حد وما اعرفش حاجه. الراجل جالي وقال لي ان هو صاحب وسالني راحوا فين؟ قلت له يا اخويا راحوا الغردقه. قال لي طب انا رايح له. قلت له طب والنبي يا اخويا عشان خاطري تاخدني معاه. خدني معاه. مش انتوا اللي سبتوني وتلميتوا على بعض وما رضيتوش تاخدوني؟ قال ايه مفيش مكان في العربيه، اديني جيت لكم على قلبكم اهو. انت عارفه الراجل اللي انت جبتيه لنا ده مين؟ هيكون مين يعني؟ الزفت المساعد بتاع عم دهب اللي احنا ما صدقنا ان احنا خلصنا منه. تخلصوا من مين يا حلوه؟ اوعوا تتخيلوا انكم تقدروا تخلصوا مننا. اي حاجه بتعملوها بتبقى تحت عينينا، فما تفكروش انكم تقدروا تزوغوا مننا عشان ده مش هيحصل خالص. لا خالص، نزوغ ايه؟ احنا اصلا جايين لغردقه عشان انا اخد تان. وانا كمان حتى اي جوت سان كيست. مش حاسس؟ انا كمان مش حاسس. وبعدين كمان عشان ندور على الكنز واحنا فريش. وكنت رايحين لمحفوظ عشان تبقوا فريش برضو؟ اسكت، ده عندهم بقى كريمة البراوني دي تحفة. بص مزلزة كده. ده انا بحب الزليزة قوي. طب خد امسك يا مزلز انت. بقول لك ايه يا اختي، انا ماليش خلق. انا جاي عشان اصيف وانبسط واشم هوا واشم النسيم كمان معاه. عن اذنكم بقى. براحتك يا بهدورة براحتك. انا رايح اخويا اقعد مع الشباب. بقول لكم ايه، انا مش جاي نهرج، احنا ورانا شغل. ليكوا ايه عند محفوظ؟ لقينا عند محفوظ العربيه اللي كانت في اللغز. حلو، ولقيتوا فيها حاجه؟ ما عرفناش نوصل لها، متعلقه في حته عاليه في المطعم. احيه، وهنعمل ايه؟ ولا حاجه، هنروح بالليل هيكون زحمه ودوشه وكده، فهنتسبسب في وسط. هنتسبسب ايه؟ نتسبسب ايه؟ ما هنتسرسب. اوكي وات ايفر، هنتسرسب في وسط الناس ونوصل لها. طب لو اتقفشنا؟ لا لا لا، ما تقلقوش من الحكايه دي، حتى لو اتقفشتم هخرجكم منها زي الشعر من العجينه. فوتكم بعافيه. بس اوعوا تفتكروا انكم تقدروا تغيبوا عن عينينا. ها؟ هجيبكم هجيبكم. جاب لي نيجاتيف انرجي. الهي يا رب يشبك في هلب كده من سقف حلقه ويخليه يشنج ويموت ونخلص. Starts the same. First we're both down a plate and somehow you go astray. We went from nothing to something, like in a loving. It was us against the world and now we just fucking. It's like I خلت صباح. I need خلت صباح. انت عامله زي الجبنه الاسطنبولي. كل ما تقدم بتقولي. القديمه دي تبقى امك يا رحم. حلوه خالته. اوعى يا واد مساحك انت من وش. بقول لك ايه يا حلو انت، مفيش يا اخويا كده مزيكا تفرفش شويه وترقص بدل الغم اللي احنا سامعينه ده. سوري يا صباح، ما اسمعش غير اجنبي بس.
يا سبوحة عايزه ايه يا مورين؟ عايزه تسمعي ايه؟ عايزه يا اخويا حاجه ترقص كده وتفرفشنا شويه. عايزه حاجه ترقص. والباشا عايز ايه؟ اجنبي. اجنبي. عم سيف عايز ايه؟ عايز تاني. عايز تاني. تمام. يبقى احنا دلوقتي نمسك العصايه من النص علشان نرضي جميع الاطراف اللي بتقرمش. يبقى العبد الله يسمعكم. امسك العصايه من النص. Big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. مجانين ولا ايه؟ رايح فين يا اخويا؟ لا بلاش انت مصر. عايزاك استنى. يا لهوي الحقنا الحقنا. ايه برضو؟ ايه ده؟ يا اهبل منك لو يا برضو. ازيك يا اهبل؟ استنى ما دي اهرب يا ابو. يا نهار اسود سبتوني لوحدي في المايه؟ بس ده ما بيغلبش ابدا. انا هتصرف. 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 ايه المنظر اللي انا شايفاه ده؟ انت جبتي الشيشه دي منين؟ هو انت ليه مصره تفضحيني وتعريني قدام الناس؟ مالك يا شملوله مستعريه من الشيشه ليه؟ دي الشيشه يا اختي حتى بقت عالميه، كل العالم بيشايش زيها زي الشاي. مش شايفه الروسيات اللي هناك دول الامامير دول بيشيشوا، وكابتن ميدو كمان بيشايش، وكيم كارديشيان بتشيش. انا شفتها بعيني وبتشرب سلون كمان. مش مصدقه التخلف اللي انت بتقوليه. انت عارفه انت ناقصك ايه يا صباح وتكملي الفضيحه؟ ايه يا روح؟ ناقصك مفرش وحله محشي. اخسى عليكي، وجه حاجه تفوتني جبتها طبعا، بس دخلتها جوه في المطعم عشان يسخنوك. اصلها ما تتاكلش بارده ابدا. اشيلك صباعين؟ صباح انا كنت ابتديت احبك واشوف فيكي حاجات كويسه، من فضلك ما تلغيهاش بقى بليز. النهارده ما تتكلميش معايا خالص. اوكي اوكي. بس بقولك ايه يا اختي والنبي، وانت رايحه كده بيقولوا الواد بتاع الشيشه يجيلي عشان عايزاه يسلك لي الرفاص. عيب اللي انت بتقوليه ده. انت بتقولي ايه؟ جهله. هو انت فاهمه حاجه؟ هو انت تعرفي انت الشيشه دي؟
ايه شريهان؟ مالك قاعده متضايقه كده؟ اكيد مكسوفه من خالتك والحاجات اللي بتعملها. بقولك ايه يا نيلي، فكك مني عشان انا متضايقه بجد، وممكن اديكي من البوكس عادي. ليه مالك؟ احنا قاعدين على البحر، المفروض تبقي مبسوطه. انت اصلا اول مره تشوفي بحر عجاز صح؟ بلا بحر بلا زفت بقى، ادي اهو اتفضلي، ده اللي خدناه من البحر. اوكي بصي شريهان، هو عنده حق بصراحه. عنده حق ليه بقى؟ ان شاء الله هم احسن مني في ايدي، حتى مسلوعين وقد كده. لا يا شريهان ام سوري، اكيد مش هتدخلي في مقارنه مع دول، عشان لو دخلتي في مقارنه هتبقي خسرانه. خسرانه ليه ان شاء الله؟ عشان دول بنات. بنات؟ امال انا ايه يعني، سوزوكي تمنيه؟ لا حبيبتي، you're beautiful I know، بس انتي عندك سم ايشوز كده. بقولك ايه يا نيلي، بلا سم ايشو ولا بتاع، بقى اسكتي عشان انا ممكن اديكي في وشك. شريهان I'm your cousin فلازم ابقى دايركت معاكي. يا بخت من بكاني وضحك عليا، ولا من بكاني وضحك عليا. ايه اللي انتي بتقوليه؟ ما الاثنين واحد، ضحك عليا دول اثنين حاجه واحده. يا بخت من بكاني وضحك عليا، ولا بكاني وقفل عليا. يا نيلي انتي بتقولي اي كلام، خلاص اسكتي. انا فاهمه انتي تقصدي ايه، انا عارفه ان انا يعني شكلي مبهدل ومش مهتميه بنفسي، بس والله غصب عني يا نيلي. اعمل ايه؟ مش بايدي. لا مش غصب عنك، اهتمي بنفسك شويه. امتى بس يا نيلي؟ ده انا كنت بصحى من النوم انزل على الشغل، ومن شغلانه لشغلانه، وبرجع اخر الليل مهدوده وتعبانه لغايه ما اتعودت على كده. وبعدين يا نيلي انا معيش ولا فلوس ولا وقت عشان اشيك واجيب لبس واحط مكياج زيك كده. انا عارفه حبيبتي ان انت يور فيري بيزي وعندك من شغلانه لشغلانه، وكل ده حاجه كويسه، بس معقوله يعني يومك كله ما عندكيش فيه ساعه واحده حتى تروحي سبا؟ سبا؟ ايه السبا ده؟ استغفر الله العظيم، احنا غلابه يا نيلي، سبا ايه؟ ده مش حاجه حرام على فكره، كل البنات بتروح. قصدي يعني ان انت تروحي تقعدي في جاكوزي، في ساونا، تعملي مراكن باث. اه طب ما عادي، ما انا كل عيد اضحى بروح حمام التلات اتكيس واتكبس وبطلع منه ورده مزنهره. مره واحده بس في السنه بتروحي عشان تطلعي ورده مصنفره؟ صنفره ايه؟ بقولك مزنهره زي الفلاور كده. اوكي طب بلاش سبا، روحي للكوافير. كوافير؟ كوافير ايه يا نيلي؟ هو انا لاقيه الشطف؟ وبعدين انت عارفه الكوافير ده ممكن ياخد مني كام؟ مش اقل من 15 جنيه، يعني هيفرمني. 15 جنيه ليه يا حبيبتي؟ انت رايحه تعملي شعرك في بنزينه؟ بنزينه؟ انت هتقعدي تتريقي في بنزينه يا نيلي؟ انا مخنوقه بجد وتعبانه. شريهان دي حجج هبله قوي. It has nothing to do with الفلوس. البنت لما بتكون عايزه تبقى حلوه بتبقى حلوه. طب ممكن اعرف ازاي حلوه دي؟ مبدئيا شيلي القبعه اللي على دماغك دي، والباقي بقى هوريهولك قدام مرايه، مش هعملك ميك اوفر في البحر يعني. بجد يا نيلي يعني ممكن تخليني شكلي كده يبقى حلو زي كده، او مثلا تخليني ستايل وفاء عامر؟ زي انا كوين ان نو واي، بس ممكن اخليكي تكوني زي وفاء عامر او ايتن. حلو حلو، ايتن برضو بطايه كده. ماشي اوكي، ام سو اكسايتد. جرقنا ايه؟ لفه كمان، يلا تعال انزل. لا لفه كمان. لا حلو قوي كده. يلا يا ابني شوف صاحبك فين. ايه يا ابني اللي بنعيمك فوق كده؟ يا سيف حد يا ابني نام فوق العربيه. انزل انزل يا ابني. معلش اصل انا كنت مدروخ وفي مراجيح في دماغي بتتمرجح كده و... القرف اللي انت عملته ده. قرف ايه يا عم؟ في ايه يا عم انت متضايق كده ليه؟ متضايق عشان العربيه. ايه يا عم انا كنت عملت فيها حمام؟ لا رجعت فيها. خلاص معلش امسحها فيا انا، مش القذاره اللي عملها الموقف يعني. انا معرفش انت متعصب على ايه؟ دي عربيه نص نقل. ايوه بس عزمها شديد برضه يا سيد. نص نقل ايه يا هايف انت وهو؟ انتوا عارفين العربيه دي بكام؟ معلش بقى ما تخلوش يفصل لك، احنا كنا مفرفشين. ايه العربيه دي؟ انت بتوزع بيها جبنه؟ ايه يا واد يا سيد؟ ما تبقاش كلح كده، قول للراجل كلمتين حلوين. وانت يا اخويا اهدى شويه كده، ده انت حلو كده اهدى شويه. هو ايه يا جماعه اللي حصل فيه؟ ايه تعالى يا نيلي شوف اللي انت جايباه ده، رجع في عربيتي. وانت عارفه انا بحب العربيه قد ايه،
لا ومتضايق قوي ان انا زعلان وانا ما اعرفوش اصلا. وانا اصلا ما اعرفكش وما شرفنيش ان انا اعرفك. ولا انا شرفني اعرف واحد لوزر زيك بشكلك ده. يا جماعه استهدوا بالله، ده شيطان ودخل بينكم. ما هو طبعا طبيعي ان الشيطان يبقى قاعد معانا في وسط الخمره والنسوان دي عادي. اسم الله على شكلك انت يا حبيبي. ماله بقى شكلي؟ شكلك حلو وجميل وعضلات وحاجه تقرف وعندك شركه ومعاك فلوس. الرجوله مش بالحاجات دي كلها يا حبيبي. امال بايه؟ ايه يا عمنا ده انت ابو المفهوميه وعارف الرجوله بايه؟ مش بالقذاره اللي في دماغك دي. ما قلتش حاجه. بالعلم اللي قدامك ده وبلا فخر حاصل على الثانويه العامه بمجموع 103.5%، 2 بكالوريوس بامتياز مع مرتبه الشرف، حاصل على الزماله من جامعه السربون كامبريدج وجامعه المنوفيه، ده غير ان انا حاصل على الحزام الاخضر في الكاراتيه وحاصل على لقب بول بول طليعه الكشافه البحريه. احنا قراصنه البحار، احنا ملوك الكشف النار. والنار بتقيد على سقف ايد. بحريه بحريه بحريه. ولا يفرق بالنسبه لي الهبل اللي انت عملته ده. وبعدين ايه اللي انت لابسه ده؟ لابس لي قميص كارو جايب بنطلون قص وعامله شورت وشراب. ايه باش كاتب البحر؟ كاتب البحر. طيب اعالي اوعى يخرب بيتك يا مجنون يا ابن الجزمه. لا 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 فارمل يا نجم، الراجل ده تابع واللي يغلط فيه يبقى بيغلط فيا. انت هتذكر علينا ولا ايه؟ يا نهار اسود، ايه يا عم اللي انت عملته ده؟ اطلعوا بره. نطلع بره فين؟ ده شاطئ وكان شاطئ ابوك. يا مش هتطلعوا بره؟ انا سكران والخمره بتعمل اكتر من كده. طب انت عارف انا ديك النهار كنت مقربعه نص زوتس، فقت منه لقيت نفسي متكلبشه باسم قصر النيل. قال ايه؟ بتحرش بالخواجات في المتحف المصري. خالتي مش ده الراجل الروسي اللي قال ان انت اغتصبتي؟ لا يا بت، ده هو كان الماني. امال الروسي ده نهين فيهم؟ ده بتاع قلعه قطبان. انت هتحجي عليا؟ انت ازاي متجوزه بابي؟ هو يعرف تاريخك القرف ده؟ ما جاتش مناسبه اقول. لما نرجع انا لازم اقول له يطلقك. شفت يا معلم السكر بيعمل ايه؟ على فكره بقى احنا لازم نبطل خمره وش. قوم بقى نشرب لنا سجارتين كده عشان اتاكد ان انت مش زعلان. وانا كنت زعلان بس يعني مفيش مشكله. بس بقول لك ايه، ما عندكش بودره؟ في كل حاجه يا معلم. يلا اوكي اوكي ربنا. سيف، كابتن موسى صلح لك عربيتك وحطيت لك المفتاح هنا على الترابيزه. ايه يا سيف؟ انت لسه سكران؟ انا راجع القاهرة وفتح العربية معاك عشان تقضوا بها مشاوركم، بس انت اللي تسوقي ما تخليش هاني اللي يسوق، وانا هرجع بسوبر جيت. ايه العبط اللي بتقوله ده؟ شغل اطفال قوي، انت لسه قفش؟ عندنا مشاوير كتير قوي. انت اللي عندك مشاوير مش انا. انت اللي عايزة توصلي الفلوس مش انا. أنا مش عبيط يا نيلي، أنا يمكن يكون شكلي كده بس مش عبيط، وعارف أنت محتاجاني ليه، عشان كل الناس بعدت من حواليكي. أنا بساعدك عشان أنا طيب وما بعرفش أقول لأ. أنا طيب آه، بس عندي كرامة، واللي اسمه مو ده بعطر بكرامتي البحر الأحمر كله. خلاص يا سيف، سوري. ما هو ده آخرك. سوري، ويا ريتك بتقوليها من جواكي. انت بتقوليها بس عشان تمشي بيها امورك، تعملي المصيبه سوري، تدوس على الناس وتهنيهم سوري، مع ان الناس اللي انت بتهنيهم دول هم اللي قعدوك عندهم واستحملوا سخافاتك وغلاستك وقرفك. بصي يا نيلي، انا من ساعه ما عرفتك وانا اتبهدلت بهدله ما شفتهاش في حياتي، وقفت جنبك وساعدتك عشان كنت شايف فيك حاجة حلوة، بس انت مصممة تصدري الوحش اللي جواكي، غرور وأنانية وعظمة وقلة ذوق وتكبر، لحد ما بقاش فيك حاجة عدلة أصلا. حتى أقرب الناس ليكي مبقوش طايقينك.
جدع يا واد يا سيف، يسلم في امك. ايه بس يا نيلي، ما انت عارفه الواد سيف زربون وعصبي وفي الاخر بينزل على مفيش. بس تصدقي وتؤمني بالله الواد عنده حق. بتعيطي؟ انت عندك مشاعر زينا كده وبتعيطي عادي؟ ده انا فاكراكي جبله يا بت. طب خلاص خلاص ما تعيطيش، اوعي تكوني صدقتي كلام الواد المتخلف العبيط ده ان احنا ما بنطقكيش. لا طب اقول لك على حاجه، انا عشت طول عمري كان نفسي يبقى ليا اخت او حتى صاحبه قريبه، بس يعني تلاقيت بقى في الشغل وحياتي وكده نيلي انا معرفش اي حد في حياتي غير خالتي صباح والواد هاني، وديك انتي عشرتيهم كام يوم جابولك تخلف، ما بالك انا بقى عايشه معاهم عمري كله. القصد يعني اللي انا عايزه اقوله لك ان اول ما ربنا بلاني بيكي قلت الحمد لله ربنا عوضني وبقى ليا اخت. حتى لو طلع موضوع الكنز اللي سايبه لنا جدنا ده باكل بان، هفضل احبك طول عمري عشان انتي اختي بجد يا بت. انا مش وحشه يا شيرين، اوعي تفتكري ان انا بكون قصدي اضايق الناس او اعملهم وحش، بس انا شخصيتي كده اتولدت كده وعشت طول عمري كده، بالذات بعد ما مامتي ماتت الناس كلها كانت بتدلعني، بس مفيش حاجة بطلبها ما بتجيش، محدش بيقول لي لأ على أي حاجة. أنت عارفة يا شيرين إنه أنا كمان ما عنديش أصحاب، أنا كل أصحابي بيستغلوني وأنا عارفة كده، عشان كده كنت دايما بقول إنه أكيد مفيش حد بيحبني لحد ما جيت لكم وشفت أنتوا إزاي مستحمليني وبتعاملوني إزاي من غير سبب، فعرفت إن أنا عندي مشكلة وعرفت ان انا غلط ولازم اتصلح. بس صدقيني انا مش عارفه اتصلح لان هو مش زرار ادوس عليها ابقى بني ادمه ثانيه. يا ستي ما تشغليش بالك، تتصلحي او ما تتصلحيش احنا بنحبك كده زي ما انت، وبعدين القط ما يحبش الا خناقه. قصدك ان انا بخنقكم يا شيرين؟ طبعا يا نيلي خنيقه جدا بصراحه. يا بت انت بنت عمي يا بت، يعني اختي. I love you so much, Shireen. Me too, my sister. طب أقول لك الدليل إن أنا بحبك قوي. قول. هو إن أنا دلوقتي وأنا حضنوكي ريحة الفسون اللي أنتِ لابساها دي خانقاني قوي. ما خانقتني أنا كمان يا نيلي ومستحملها والله. بس عامل إيه؟ ما أنتِ عارفة يا نيلي الغردقة والعرق مع الفسون بيبقى صعب، وبعدين خلي بالك عرق الغردقة غير عرق بقى بورسعيد مع الفسون بيبقى أقوى. تعيطيش بقى. سيف كده يا سيف كده اللي انت عامله في نيلي ده؟ ما انا جاي عشان كده، انا اسف يا نيلي. طب يا جماعه انا هقوم عشان لحظات الاعتذار دي بتوترني. نيلي انا اسف، انا ما كنتش اقصد. ممكن ما تعيطيش؟ انت عندك حق يا سيف، انا فعلا انانيه وما بفكرش غير في نفسي، وانت طيب جدا، بس انا مش محتاجاك عشان انت طيب، انا محتاجه لك عشان انت راجل. انا بطمن وانت جنبي يا سيف. ممكن في الاول كنت ابقى بستغلك لما الناس كلها بعدت من حواليا، ما كانش عندي حد غيرك اروح له. انت عارف يا سيف ان من ساعه ما بابي اتسجن وانا بحس ان انا ضايعه ومفيش حد جنبي، لان بابي كان دايما بيحسسني ان كل حاجه تمام. زيك كده يا سيف، من ساعه ما عرفتك وكل الحاجات اللي بتعملها معايا ووقفتك جنبي
رجعت احس ان كل حاجه تمام. وانا المفروض اقول ايه دلوقتي؟ قول اللي انت عايزه، اعمل اللي انت عايزه، لو عايز تمشي امشي، انا مش هزعل. انت تعبت معايا جدا وانا اكيد مش هقدر اطلب منك انك تتعب معايا اكتر من كده. لو عايز تمشي امشي يا سيف، عشان ما تقولش ان انا بستغلك، بس انا مش عايزك تمشي. ماشي هتمشي ولا ماشي هتقعد؟ ماشي جدع يا دي يا سيف، والله لو كنت مشيت كنت هقول عليك عيل واطي. هو انت كنت واقفه بتسمعينا؟ بصراحه اصلا انا عارفه الحاجات دي في اخرها بيبقى فيه ايموشن وكده، فقلقت قلت اجي افرملكوا، بس تمام الواد سيف طلع جدع بصراحه. اي بروميس يا جماعه انه من النهارده انتوا هتشوفوا نيلي تانيه خالص. طب يلا بينا بقى نلحق موضوع محفوظ والفلوس دي لانها هتغيرنا كلنا. اوكي يلا نطلع نلبس. لا نلبس ايه، ما انا لابسه اهو. يلا انت هتروحي بالقرف ده؟ هي هتروحي بالفسون ده؟ طب ما الفسون ده كان عاجبك دلوقتي، انا اللي كنت حضناني ومقمط عليكي كنت شماه وتمام. خليه بقى يكمل اليوم عادي، الفسون هي كم. طب تعالي معايا. اي لاف الفسون على فكره والله. بس انت يا سيف طلعت اصلي، عملت ايه بقى؟ انت رفعت حاجه ولا سمعت لطفي بشناك ولا ايه؟ يا اختي طلعت راجل بصحيح، راجل كده خالته صباح. انا الحال المايل ما يعجبنيش. سوري يا سيف، انا مش عارف انا قلت لك كده ازاي بصراحه، يعني حقك عليا. ولا يهمك، مفيش حاجه. يعني بجد مش زعلان؟ عيب عليك. خلاص اعملوا حسابكم بقى ان احنا نخرج مع بعض ونسهر سهره حلوه كده، انا عازمكم عليها عشان اصالحكم. طب معلش يا مومه تاجلها، يعني عشان عندنا مشوار ضروري لازم نروح النهارده. مشوار ايه؟ ايه المشوار؟ ال ايه بقى؟ هنروح مطعم محفوظ اللي على البحر عشان عيد ميلاد سيف النهارده. عيد مين يا متخلف؟ عيد ميلادك انت. وكنت ناسي، شوف كنت ناسي ازاي عيد ميلاد النهارده. كل سنه وانت طيب يا معلم. وانت طيب. خلاص هاجي معاكم، بس انا اللي هعزمكم. ها؟ وهكلم الناس بقى يحصلوها على هناك. طب بقول لك ايه؟ ها. ممكن تكلم ايزابيلا دي تيجي؟ ده انا هكلم لك ايزابيلا وتوتابيلا وهعيصها. وانت عايز ايزابيلا دي تعمل بيها ايه يا روح امك؟ لا يا خالتي ما تفهميش غلط، اصل البت قفشت صاحبها والكلب بتاعها، البت متدمره وعايزين نخرجها من المود ده يعني. وانت بقى اللي هتطلعها من المود يا ابن شاكر بتاع الساكسونيا؟ ايه ده؟ انت اسمك هاني شاكر؟ بقول لك ايه؟ اسمي هاني الدبدوب، هاني شاكر ده اللي في البطاقه. طب ما تقول لهم الاسم الرباعي. هاني شاكر محرم فؤاد. طب ما تغني لنا حاجه. يا ابني الاسم القالش ده. اسم القالش؟ طب معلش ممكن نعرف اسمك ايه؟ اسمي مو، يعني عادي. ايه مو ده بقى؟ ده صيني ولا تايلاندي ولا ايه؟ لا يعني اختصار لاسمي. ايوه ايه بقى الاختصار لايه؟ يعني اللي مؤمن ولا مرقص؟ ايه؟ يعني ما علينا، يعني بحكي لكم بعدين. لا يعني قول دلوقتي. لا لا ما علينا. محسن اسمك محسن. اسمك حلو بس مش. Hey guys, I'd like you to meet someone. القمر ده يا معلم، انت ما عرفتنيش عليها ليه؟ صدق يا لنا الجعر وعمل بصر والبصيره. شو ايه يا بنت ده؟ ايه الحلاوه والطعامه والشياكه دي؟ عادي يعني اقل حاجه عندي، ده انا حتى ما رضيتش افور عشان الخروجه ما تستاهلش. طب يا بنت الحلال ما بتلبسيش ليه اللبس ده؟ عشان ما عنديش منه اصلا، ده فستان نيلي. يلا يا جماعه بقى عشان ما نتاخرش. ليتس جو جايز. من 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 ده اللي ياخدك مني، من 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 مني، من ده اللي ياخدك مني. طيب انا اروح اسلم على الناس وانتوا عيشوا براحتكم بقى. اوكي سي يو اراوند. باي. ايوه بقى ننبسط كده ونسهر ونسكر ونرقص وننبسط ونعيش حياتنا. لايميها يا خالتي، عايزين نخلص الشغلانه على خير. حاضر يا روح خالتك،
على طول كابتني كده يا شريهان. هاي هاني، تيجي نشرب دريت؟ ايه ده ايه ده، انت تعرفيني منين اصلا؟ مين يا بنت اللي مديكي فلوس عشان تيجي تعملي النمره الرخيصه دي؟ انا راجل محترم وبحب خطيبتي. خبطك قطر. ما تفكي بقى يا قمر. مش هفك يا بتاع السياح. طب يلا يا كتاكيت. طب رقصة واحدة يا شريهة. لا يا خلف. يلا يا ماما. انت بتعملي ايه؟ بتعلقي الباونسر؟ بتعملي ايه؟ حرام عليكي. يلا. طب يا جماعة هنعمل ايه في موضوع العربية دي بقى؟ سيبوني انا هفكر في خطة نوصل بيها للعربية. طب ما تخليك انت وانا هروح اشوف الموضوع ده. لا لا خليك انا هتصرف. طب احنا هنعمل ايه بقى لغاية ما سيف يجي؟ نشرب. يوه مالك يا هاني، على طول متفرجة على الخمرة كده. ايوه عايزين نشرب، عايزين نسهر وننبسط ونسكر ونرقص. فيها ايه؟ مالك عاملنا زي قبل النظرة كده. ايوه يا صبوها. محظوظ جاي، اتصرفوا على تبعتكم. ايه يا خالتي، احنا مش جايين من الشقه. الله، مش انتوا قلتوا خليكوا على طبيعتكم؟ ايوه يا خالتي على طبيعتكم، بس ما تبقيش شمال قوي كده هنا. ما تختش يا بنتي. انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ يعني يا اخويا شايفنا جايين نعمل ايه؟ جايين نكشف سنان؟ يا وحدي، ومين الهانم؟ احنا ما تعرفناش. انا صباح. وحضرتك تبقى مين يا عسل؟ دي مرات بابي unfortunately. يو نسيت. هو في عند حضرتك مشكلة ان احنا نسهر هنا عادي؟ لا ابدا، مفيش اي بلع بالمرة، طول ما انتوا قاعدين بأدبكم تشرفوا. لا ما تقلقش، احنا مؤدبين ومتربيين قوي. ممكن بس بعد اذن حضرتك تيجي مين شوية عشان اشوف البست؟ وماله. طيب مدام have a good time. وانت من اهله يا روح. هو ايه اللي بيضحك الراجل ده؟ روح تفتكره اقتنع ان احنا جايين نسهر عادي؟ لا طبعا، بدليل اهو راح يقول للجارد علينا. عينك ما تتشلش من عليهم، مفهوم؟ يمكن يكون بيوصي علينا. اه اكيد بيوصي، ينزل لنا حاجه كومبليزون كده. اسمها كومبليمون يا متخلف. سوري سوري، انا هقولها لك بطريقه احسن من كده. انا قصدي يعني عشان تبقى قاعد مع الناس تقولها صح، اسمها كومبليمون. وات ايفر، وبعدين كومبليزون احلى. اوكي زي ما تحب. اكيد مش بيوصي علينا يا نجلي، هو بس بيقول له راقبهم شوفهم رايحين فين جايين منين كده، يعني ده سوسه. مساء الخير مستر مو، امرني انزل الدرينكس دي هنا. لا لا بعد اذنك، احنا ما بنشربش خمره. لا بنشرب يا ابني. هما مين بيهين؟ مش عايز اسمع ولا كلمه. ايوه يا حبيبي كتر خيرك. تشرب يا ولد؟ طبعا. مور مور. بصحتك يا جميل. مش ممكن هما كلهم بقى الكهوليكس فجأة كده؟ بقول لكم ايه؟ انا لقيت المكان اللي نوصل منه للعربيه. ايه ده؟ عربيه ايه؟ عربيه الكشري يا هاني، عربيه مستر حنتوس يا عم. طب هنعمل ايه في الراجل اللي قاعد بيراقبنا ده؟ سيبهولي انا عارف اتصرف معاه. طب
طب محتاجاني اساعدك في اي حاجه؟ لا صباح ما بتحتاجش حد. ما تقلقيش على خالتي خالص، طالما لبست الجينز المطرز ده يبقى اكيد هتلوحه كده. يلا يا خالتي جو. انا اذنك اروح اشوف شغلي. خالته صباح باعت نفسها. سوري يا بابي، هي بتضحي بنفسها عشان تنقذك، بس انا مش فاهمه هي مبسوطه قوي كده ليه. هي خالتي كده اصيله، بتحب تضحي. دي جامدة بس الست دي. يلا بينا. يلا ماما ميمي هتيجي معانا؟ ماما ميمي هتيجي معانا؟ اوكي خليكي. تعال بسرعة. هو ده السليم اللي بيطلع عند العربية. هطلع انا وهاني، هتاخدي شريان وتستنونا بره، لو حصل اي حاجة كلميني في التليفون. اوكي مش عايزني اساعدك؟ اصل انا فجاه حسيت ان انا نفسي اساعد كل الناس واخدم كل الناس. ايه اللي انت اتغيرتي قوي؟ للاحسن ولا للاوحش؟ للاحسن طبعا، وعارفه كمان لما بقى حبيبي مش وقته. يلا انجز. هاني. نعم. هاني. يلا. يلا ايه؟ يلا نطلع فوق عند العربيه. انت متخلف. يلا هنطلع فوق للعربيه. تعالى يا هاني انا هفهمك. هتفهمني ايه؟ هنطلع نعمل ايه؟ هنطلع ننشر يا هاني عشان الغسيل ما يكمكمش. طيب قول بقى هنطلع ننشر، لكن تقعد تستظرف وتقول لي نطلع فوق عشان العربيه. يلا يا عم. جود لك حبايبي. سيف خلي بالك على نفسك. نيلي. لا اله الا الله. محمد رسول الله. دبدوبي. نعم. روح ما ترجعش. حاضر. شوشو خلي بالك من نيلي. اوكي. نيلي تيجي معايا الحمام بس اظبط ميك اب. حبيبتي انا مبسوطه بيكي قوي وانتي مهتميه بنفسك كده. يلا بينا. نيلي. نعم. لا اله الا الله. محمد رسول الله. يلا حبيبي بقى ما تزهقنيش. ايه الحياه دي يا سيف؟ العربيه. العربيه بجد مش كرتون. الله دي حلوة قوي. ايه ده؟ تعالى يا عم اقعد جنبي وانا الثواب بتاع اللي جابوك ولا ايه؟ هاني اسكت يا هاني. طيب معلش قول لي نطلع على فين؟ اطلع على كنتاكي المقطم. ماشي بس هنزلك بره المحل مش هخش جوه. ده نركب اوبر احسن. خلاص يا عم هدخلك المحل. هات المفتاح. هاني يا متخلف، احنا مش طالعين نسوق العربية، احنا طالعين عشان ندور. ما انا عايز المفتاح عشان ادور. هاني دور انت على المفتاح يا حبيبي، ولو لقيت بالصدفة كنز يبقى قول لي عبال ما انا اشوف الحاجات. ها ايه ده؟ دي هند صبري. هند صبري يا نيلي بحبك حب. سي هاي. ازيك؟ هاي ازيك؟ على فكره انا مش بحب اروح للسيلبرتيز اقول لهم انا بحبكم واتصور معاكم. دي مش سيلبرتي، دي اسمها هند صبري. ايوه عارفه، يعني ما احبش ان انا تو انفيد يور برايفسي وكده. يو جاست ديد باي ذا واي. سوري انا لازم ادخل التواليت على طول. لا استني بس، ده انا بعشقك عشق. طب اقول لك على حاجه، بيقولوا ان انا شبهك. لا انت احلى بكتير طبعا. ربنا يخليك. ربنا يخليك. عارفه ايه التشابه؟ اللي هو السنان اللي بتبقى ايه زي باكس باني دي. دي مش ضب على فكره، ده سكسي طبعا. لا بجد بالظبط بالظبط. شوفي بعد اذنكم كان في فيلم بتطلعي فيه حلو قوي. الجزيره. اكيد الجزيره. لا هو ما كانش في جزيره، كان على الارض عادي. ابراهيم الابيض. لا ولا كان ابيض. طب على ما تفتكري ادخل التواليت ارجع له. طب استني بس، ده احنا نجيب لك التواليت لحد عندك. ده انت هند صبري. ربنا يخليك. شيري هندي فكره حلوه قوي. انا كنت عايزه اقول لك مشكلتي. مشكله؟ طب ممكن انا اقول لك مشكلتي؟ انا ساكنه في الفيلا اللي جنبكم هنا، وجايه عشان المايه قطع عندي ولازم ادخل التواليت حالا. اكيد فاهمه. انا مش هاخد وقتك كتير. انا كنت عايزه اقول لك بس انه انا بابي في السجن، وكنت عايزاكي تساعديني انه بس. ماشي. طب ما تقولي كده من الاول. لا لا انا مش قصدي كده خالص. انا قصدي هاتي. هتجيبي ايه يا قمر؟ طب بتجيبي النكلس ده؟ بت
بطلي تسولي يا شريهان. بصي انت تعرفي انكل محفوظ اللي هو صاحب المكان اللي احنا فيه ده؟ اه اعرفه. ليه؟ احنا دلوقتي محتاجين نجيب حاجه من العربيه المتعلقه فوق دي. مش هقول لك يعني القصه كلها، بس انا كنت عايزاكي تروحي له وتشغليه. اشغله؟ اه يعني روحي اتكلمي معاه، ادلعي عليه، ارقصي له. ارقصي له؟ ايوه. مش انت ممثله؟ بس انا سيبك منها، نيلي دي طلباتها شمال، انت ممثله محترمه ما تعمليش الحاجات السكسي دي. بصي انت تخش عليه بسكه ايه الاكشن. الحقنا محفوظ هيخطفوه. مش هديكي اداء بقى، انت استاذ حاجه. ايوه حلوه قوي دي. يلا اعملي كده. اعملي. انتوا مين؟ انا نيلي. وانا شرهان. احنا احفاد ميكي. ميكي ده جدنا سيلبرتي. والصنف ده اسمه ايه بقى؟ فوازير؟ على فكره يا بنات عيب قوي الشباب يتبسط. بس بمسؤوليه. اشربوا قهوه وفوقوا، انتوا اقوى من المخدرات. قال نيلي وشريهان. قال شفتي عشان طريقتك افتكرت ان احنا سكرانين. انت اللي فضحتينا، دي افتكرتنا مبلبعين. شفتي النكلس؟ خرابي على جنب. الهي يا رب ما توعى تتهنى بيه، تدخل يفرط منها كده. شريهان ضيعتي علينا فرصه بالتسول بتاعك ده. مش لاقي حاجه يا هاني، قلبت الدنيا هنا. النجدة يا عم بطل، انت شارب ايه؟ استايكز يا عم بطول. مش لاقي اي حاجة خالص، ده كان ناقص اشيل الجلد من على الك. سيئة. انت جبت المجلة دي منين؟ لقيتها هنا وانا بدور على المفتاح بالصدفة. طب مش تقول لي يا هاني؟ انت خلف ده. طب ما في كلاكسة. واقول لك ايه الحياة يا سيف؟ في كلاكسة. وايه ده؟ يهدين النبي، في مساحات يا سيف، في مساحات. بطل تخلف وبطل السكر اللي انت فيه ده. شايف العدد اللي في ايدك ده؟ ممكن نلاقي فيه لغز جديد يوصلنا للكنز. قلد لك عادل امام؟ مش هتعرف على فكره. هعرف اقلده. طب وريني. هوريك. ده مش عادل امام، ده محمود شكوكو. ده عادل امام يا عم. مش عادل امام، ما تستعبطش. طب اقلد لك احمد زكي. قلده. وريني احمد زكي. لا ما ده عادل امام على فكره. ما لا عشان الاثنين صحاب. انت فاكر ان ده عادل امام؟ انت دي انتوا جايين تسرقوني قدام الناس دي كلها؟ وبعدين ثانيه واحده، ايه جوز النضرجيه اللي انتوا موقفينهم تحت دول؟ وفين جوز الستات الكبار اللي كانوا موجودين معاكم؟ في سوء تفاهم حضرتك. انا التليفون بتاعي فصل شحن ومش معايا غير شاحن عربيه، فطلعت اشحن كده. وانت واقف معاه بتعمل ايه بقى؟ مسك له السلك؟ لا انا طالع عشان اسليه عشان ما ينامش وهو بيشحن. لا ده انا اوديكم في 60,000 داهيه. ايه ده بس يا انكل؟ الناس دول معايا، اكيد في سوء تفاهم. لا بقول لك ايه، مالكش دعوه انت خالص بالموضوع ده، اخلع نفسك. اخلع نفسي ده ايه؟ بقول لك الناس دول معايا. لا الكلام ده مش عليا انا، ده على العيال السيس بتوعك. الكلام ده على اي حد على فكره بقى كده. طب بقول لك ايه بقى يا ماجد؟ بس هي وصلت لماجد؟ لا لو الموضوع كده بقى يعني حضرتك شايفه غلط اعمله، مفيش اي مشاكل. مع السلامه. اتفضل. اتفضل. الف سلامه. مع السلامه. راح فين؟ راح فين يالا؟ بقول لكم ايه، امسكوهم قبل ما اطلب لهم البوليس. اوعى يا بت، اللي هيقرب مني هعشق الازازه دي في دماغه. وانا اللي هيقرب مني هديب البوكس. خلي سابونا لوكس. لوكس ايه يا نيلي؟ انت بتتخانقي في حوش المدرسه؟ اللي هيقرب مني هديب الشلوت وهديه اسيوط. نيلي اسكتي يا نيلي، هينفخونا يا نيلي. انا خايفه قوي يا شريهين. انتوا لسه بتتفرجوا عليهم؟ بقول لكم اقبضوا عليهم. انا شريهان بنت عبد حليم الباكابورت. وي كله يقف مكانه، محدش يتحرك. كله يقف مكانه. شايف ليه يا ابني العربيات دي كلها؟ وحراس الخمره دي كلها، وحراس المزز دي كلها. في يا محفوظ باشا؟ استرعينا ليه؟ سبحان الله يا باشا، المعجزه اللي احنا فيها دي. هو ازاي حضراتكم وصلتم قبل ما انا اتصل بيكم؟ محفوظ بيه؟ الضابط الشاطر ما يجيش بعد ما البلاغ يحصل، لا قبل ما الجريمه تحصل. اسمح لي يا عزيزي اني اسجل اعجابي بنشاط البوليس المصري ويقظه البوليس المصري ورجاله. انا ممنون ليك يا باشا. ايه اللي حصل؟ لا ابدا، الواد اللي فوق ده كان عايز يسرق العربيه بتاعتي، وبعد كده كمان هو خبط فين العربيه ديت؟ اهي فوق قدام حضرتك اهي يا فندم. لو العربيه هي وكاله من غير بواب؟
العربية دي مش مرخصة؟ مرخصة ايه يا باشا، دي ديكور. الركنة هنا مش ممنوعة؟ يا باشا بقول لحضرتك ديكور، ركنة ايه؟ المكان ده مرخص؟ طبعا مرخص. التورتة دي شوكولاتة؟ لا بالفانيليا. نرجع لموضوعنا يا باشا، نرجع لموضوعنا. فش يا ابني العيال كلها بسرعة بسرعة. ما تقلقش يا سعادة باشا، احنا هنمسك العيال دي ونزج بيها في السجن. تزج بيها في السجن، بس لا مؤاخذة يعني ايه اللي فوق دماغ حضرتك ده؟ يوه. أصلاً أنا مؤاخذة خدت دش سخن، وزي ما أنت شايف الريح شدة فخفت استهوى. ما تقلقش يا باشا، إحنا هنمسك العيال ديت ونزج بيها في السجن إرضاعاً للعدالة. ميرسي يا فندم، ميرسي جداً جداً لحضرتك، فعلاً ميرسي. قدامي يا مجرم، قدامي. أنت اللي زيك لازم يزج بيهم في السجن. طب أوعى ما تزجش، جرايا ضاحي فيها ضاحي. بيتك ضحية وخبت ايه؟ ايه اللي ضحية وخبت ايه؟ شو ما تقولش اسمي هنا الله. ما تقولش اسمك، تعمل فيها ظابط؟ شو ظابط يلبس كده؟ يلبس كوتش بينور؟ الله، ظابط وداخل ديسكو الله. والعسكري ده؟ ماله؟ ايه اللي ماله؟ ما تكتب عليه مبروك العروسين. شو بقى اسبكوها بقى؟ ما شافوهمش هم بقى، ما شافوهم هم ها؟ اسبكوها. حاضر، نسبكها يعني نعمل ايه؟ ايوه شوية صعبانات. يا سعادة البيع، حرام عليك، انا عندي كم عيال وانا عندي بغبغان غلبان وبنص لسان زي التلميذ الشاطر ما يذاكر الامتحان، بيذاكر اللي بتقوله وبيحفظ اللي بقوله. مظبوط، مشينا بقى عشان ناكل البغبغان. وما افتكرتش البغبغان غير دلوقتي، انت بالذات ما تتكلمش، انا جايبك على سرعه جنونيه وسكران كمان. ايوه، ما هو هاي واي، ايه المشكله يعني؟ ايه ده، ايه المشكله؟ شيبوحة. ايه ريحه بقعد دي؟ طالما مش قد الشرب ما تشربوش. انت وانت على الهاي واي وبالسرعه الجنونيه دي، مش ممكن كنت تقتل حد؟ ممكن. مذنب ولا مش مذنب؟ مذنب. خش على البوكس. ضحي ضحي اطلع بقى، ضحي ايه وخبت ايه يا سيف؟ الله، اطلع خلي بالك منك. سيف يا سيف، سيف. والله العظيم يا حضرة الظابط انا مظلوم، هي دي اللي قتلت مي عز الدين. مي عز الدين ايه؟ دي هند صبري يهبل. هند صبري؟ وانت ايه، خالد الصاوي؟ انا ضاحي. انا ضاحي؟ انت طلعت حكومة يا ضاحي؟ يا ابني حكومة ايه؟ ضاحي جاي معانا عشان خلصنا من محفوظ. بس برافو عليك يا ضاحي، انت جيت في وقتك، ده كان هيطلب لنا البوليس بجد. يا جماعة انا خايفة قوي، انا بطحت الفنانة هند صبري في دماغها. لا ما تخافيش يا شيرين، هي ما ماتتش، انا شفتها بس يا حرام بتترعش كده شوية. يبقى اكيد دي رعشة الموت، الف بعد الشر عليها، انا بحبها قوي. مين هيكمل الجزيرة الجزء الثالث؟ قتلة، كلنا بقينا قتلة. يا جماعة ما تكبروش الموضوع، دي خدت ازازة على دماغها، ما خدتش رصاصة يعني. سيبكم من الموضوع ده دلوقت. ها لقيتوا حاجة في العربية؟ بجد لقيتوا ايه؟ لقينا عدد جديد. عدد جديد؟ طب ممكن ابص عليه بصة؟ لا يا جماعة ليه لا؟ ده احنا كلنا في مركب واحد، ده انا لسه مخلصكم من عند الراجل وانا حطير. خلاص فكني الاول، ما هو المفتاح في جيبي اصله والمكان ضيق مش عارف اجيبه. ابص عليه بصة واحدة بس. خلاص بقى خليه يبص. طب اديها له، انجز بصة واحدة. بصة واحدة، يلا فكنا بقى. يلا يا ضحي فكنا بقى يا ضحي. ضحي يلا فكنا، يلا يا ضحي فكنا. الله، هتضربها طلقة تتفك، انا بحب الحاجات دي. يلا اضرب، بص على رجلك يا انت. لا استنى استنى، تعرف برصاصة واحدة تفكنا احنا الاثنين؟ ليه وانتوا فاكرين نفسكم التوأمان؟ هنجل، اقف على جنب. يوقف ليه؟ انت مزنوق؟ لا بس هزنقكم. انزل يلا تهوى، انزل بقولك. مش هنزل. يا سلام، قال يعني كده هتسد الرصاصة؟ انزل انا بقولك. طبعا انتوا فاكرين ان انا هخلص عليكم، بس انا مش هخلص عليكم، مع اني اقدر اخلص عليكم، بس هسيبكم هنا عشان تتعلموا حاجة. يا واطي يا سحلاب. عادي، اتقالت لي قبل كده. نو واي، يا حيوان يا قذر يا حلوف. يا سلام، حلوف. يا خنزير. وساعات بيقولوا لي يا كركدان يا حلوه دي.
ما اتقالتليش قبل كده. معلش معلش، بس انا قبل ما اسيبكم هنا لازم اقول لكم على حاجه. مش عايزين نعرفها، سيبنا وامشي. لا لازم اقول. مش عايزين نعرف. لا هقولها. طب قول. الخير. حبيبي يا هاني معلش. الخير ممكن ينتصر في الافلام، بس في المسلسلات الشر هو اللي بينتصر. يا رب تموت يا شيخ دمك سم. اخبطت في ضهري. لا حبوس ايدك حبوس. لا اخبطك اخبطك مين؟ طب اخبطك بالمسدس. لا بايدك عشان المسدس اجمل. ماشي خلصني. هاني اوعى تضربه بالنار، علميا الطلقه ممكن تخترق وتنزلي انا سيف. يبقى اعمل كده. طيب خد منه المفاتيح. اثبت اثبت. خليهم ينزلوا السلاح. نزلوا السلاح يا حنجل. وينزلوا البنطلونات. ونزلوا البنطلونات. وينزلوا نزلوا طعم شاي. تصرف. بتوجع صح؟ شفت بقى انت عملتها معايا كم مرة؟ انا اسف دبي. انا خليهم يجوا هنا. تعالوا هنا بسرعة بسرعة. اسمعوا كلامي بسرعة. حلو هنا. لف لف. هتعمل ايه يا دبدوب؟ ايه؟ من النهارده انا ما اسميش هاني الدبدوب. امال اسمك ايه؟ اسمي هاني الدندوب. الدندوب ايه؟ انا عبد المأمور. ده ابو الدهب ايه؟ ده الراجل الكبير. لا لا يا دندوب ايه؟ لا اسكت بقى. لازم تعرف ان الخير بينتصر في الافلام وفي المسلسلات وفي السيت كوم كمان. خد السلاح ده ثبته. انا؟ ايوه امسك ما تخافش. هات المجله. ارفع ايدك. يلا اثبت مكانك. ما تتحركش. اوعى تتحرك. اوعى تتحرك من مكانك. انتوا هتسيبونا لوحدنا؟ وضحكنا عليك وضحكنا عليك والكيكي في ايديك وضحكنا عليك. اوعى تتحرك. طب سيبوا لنا فلوس التاكس. معلش فلوس. باي باي يا ضحي. باي باي. انتوا هتظهروا تتفرجوا عليا؟ هرب منكم ازاي؟ هرب منكم ازاي؟ آه يا عسوستي ياني، كأني فايت علي قطر من كل الله. كانت سفرية مايلة على وشكو، كسحتوني. وهو في حد قالك يا خالتي انك تيجي معانا؟ ما احنا قلنا لك ما تجيش، وانت برضو اللي صممتي تيجي. ويا ريتك جيتي لوحدك، جيتي ومعاكي مصيبة. ونعرف منين يا فالحة ان هو ناوي أذيه؟ انا بس عايزه افهم ازاي انتوا الاتنين جيتوا من الغردقه. بصي يا حبيبتي، احنا بعد ما زوغنا من المحل واحنا لابسين العبايات وقفنا عربيه، افتكرونا خلايك. قلنا لهم هلا والله نبغى نروح القاهره. راحوا جايبيننا على القاهره. انا بقى مديت ايدي في صدري واديتهم 50 جنيه بحالها. ما عجبهمش بمباكو معاي. ما سكتش، رحت مسيبه عليهم رجاله القهوه. وخدي عندك بقى فيني وجاعي. صباح I'm a big fan. ايه دي بقى، حاجه وحشه ولا حاجه حلوه؟ لا دي حاجه حلوه، يعني ان انا معجبه بيكي جدا و I'm in love with طريقه كلامك. طب وماله يا حبيبتي، ما انا ليا معجبين كتير. هو انت اول واحده؟ لا يا اختي انا مش قادره، انا جتتي بتوجعني ولازم انام. بقالي ليلتين ما نمتش، والخمره بايته في معدتي وعامله لي انتفاخ هتموتني. قومي يا ابله مين. تعالي يا حبيبتي لما ردعك وانيمك. ولا ما قصرتي. طيب يا اختي قومي اسندي عليا. هو انا يا اختي اللي سانده عليكي ولا انت اللي سانده عليا؟ انت اللي سانده عليا عشان عصعصتك. يا اختي صحيح افتكرت. شريهين احنا هنعمل ايه بقى مع عم دهب ده؟
انا خايفه قوي، حاسه ان هو هيبعت لنا العصابه بتاعته يخطفونا ويضربونا ويعذبونا وياخدوا مننا العدد. لا لا ما تقلقيش، احنا اتفه من كده بكتير. يعني لو الراجل جالنا بطوله هنخاف منه ونديله العدد عادي. بقولك ايه، انا اتفقت مع الواد هاني ظبط مع اصحابه يامنوا لنا البيت ويامنوا لنا المنطقه كلها. اي حد غريب هيدخل الشارع هيسففوه التراب. هو انت ازاي واثقه قوي في هاني واصحابه كده ان هم جامدين وهيعرفوا يقفوا قدام عم دهب؟ انت ما تعرفيش اصحاب هاني، دي عيال خطر ويخربوا اي منطقه يخشوها. ده كفايه احمد فينو، سيد فطيره، علي عجينه. ايه كميه المعجنات اللي قلتيها دي؟ هم دول مجرمين ولا شغالين في فرن؟ يو يعني اللي مش ناقصه استظرافك ده، انا تعبانه وعايزه ادخل انام. طب ام سوري شيرين، ما تزعليش مني. يلا بقى مش هنحل كلمات المتقاطعه. مش قادره، بكره اول ما نصحى هنحلها. شيرين انت ازاي عايزه تنامي؟ مش هتتجنني، تعرفي فين الفلوس؟ يلا الكلمات المتقاطعة بتقول ان الحل في الصفحتين الناقصين. نيلي يا نيلي، انت قدرتيني ونمتي؟ لقيتي فلوس؟ فين الفلوس؟ فلوس ايه؟ بقولك الكلمات المتقاطعة بتقول ان الحل في الصفحتين الناقصين. يعني ايه الحل في الصفحتين الناقصين؟ طب شوفي كده، ممكن يبقى في صفحتين مقطعين جدو مخبيهم في حتة وهم دول المفروض نلاقيهم. مفيش ولا صفحة مقطوعة، والارقام كمان كلها مظبوطة اهي. طب يعني ايه الصفحتين الناقصين؟ انا بحب جدو قوي، بس هو ليه بيعمل فينا كده؟ معرفش بقى، غاوي فرهدنا الراجل ده. أنا بقيتش فاهمة حاجة خلاص. أمال مين اللي هيفهم طيب؟ يا سلام، العدد ده ليه ذكريات جميلة جدا جدا جدا. أصل جدكم بقى الله يرحمه لما كان يقعد يرسم العدد من دول كان يقعد يتسلطن كده، يشرب القهوة المانو بتاعته اللي هي العريحة ولا مظبوطة، والسيجار في إيده، يولع السيجار. السيجار ده لازم يكون كوبي. السيجار الكوبي طبعا معروف ان هو ملفوف على افخاد العذاره، السمر، الحياره، الشقر، لا البدارة. انت كده هتفقع لنا المراره. انجز. حاضر. العدد ده بصراحه دي ذكريات حلوه قوي قوي وجميله، تحب احكيها لكم؟ كفايه ذكريات غريبه بقى يا عم بندق. ممكن تقول لنا ايه موضوع الصفحتين الناقصين؟ ها؟ صفحتين الناقصين، صفحتين. نشوف كده الرقم. صح. العدد ده 38 صفحة. أعداد ميكي كلها كانت بتبقى 42 صفحة فعلا، ده ناقصك. طب كده دول أربع صفحات مش اتنين. ما هي وش وده، يعني الصفحتين بأربع صفحات. طب هنلاقي فين الصفحتين دول؟ محلولة، ننزل سور الأزبكية وندور على نسخة تانية للعدد. ما ينفعش تنزلوا سور الأزبكية. ليه؟ شالوا السور؟ لا. شالوا الأزبكية؟ لا. أصل أقول لكم إيه، ما انا قاعد من الصبح بقول لكم العدد ده اصله ليه ذكريات جميله قوي قوي ومهمه، حبيت احكيها لكم، انتوا قلتوا لا ما تحكيش. ماشي احكيها لنا لو هتفيدنا، انما تقعد تقول لي البداره والعذاره وتقرفنا بصراحه حضرتك. انا مش حاكي. خلاص يا شيرين اتفضل احكي يا عم بندق. العدد ده اتعمل ما بين الخريف وما بين الشتاء سنه 1982، كان رقم 1000، ما اتعملش منه غير نسختين اتنين بس. نسخة كانت مع جدكو الله يرحمه، النسخة التانية بقى كانت في دار النشر اللي بتطلع سلسلة ميكي. اوكي، فين بقى دار النشر دي؟ ايوه يا خالتي، انا عند عم بندق. في ايه؟ نهار اسود، البرنامج؟ اما الان فمعانا معلومة حصرية، ولأول مرة يتم التعرف عن شخصية هؤلاء الذين قاموا بالاعتداء واشروا في قتل الفنانة هند صبري. من المعلومات اللي وصلت لنا كان واضح ان هما بنتين، نيلي مكاوي وشيرهان مكاوي، واضح ان هما يا اما اخوات يا قرايب، الله اعلم. بس هما ما كانوش لوحدهم، كان معاهم شابين. لحد دلوقتي جاري البحث عن هويتهم ولم يتم الحصول على اي معلومه اخرى، لكن الشرطه بتحاول تستفسر اكتر وتعرف اكتر من شهود العيان. كان معاهم ايضا شخص خامس، وهو كان منتحل شخصيه ضابط، وهو أيضاً اللي ساعدهم على الهروب من موقع الحدث أو الجريمة.
خلينا مع بعض دلوقتي نشوف فيديو مصور بالصوت والصورة عن اللي حصل اليوم ده، والشرطة بتناشد كل اللي بيتفرجوا علينا لو تعرفوا على أي حد يلجأوا للشرطة مباشرة. خلينا نشوف مع بعض. اللي هيقرب مني قسماً بالله هشق الإزازة دي في دماغه، وأنا اللي هيقرب مني هديب البوكس أخليه صابونة لوكس. يا سلام يا سلام، فينك المكاوي دلوقتي؟ تيجي تشوف أولادك وأحفادك دول هما كنت تفتكر بيهم بحق وحقيقي. خش بسرعة، في حد قاطركو؟ لا اطمن. كويس ان ايه ده؟ ايه اللي انتوا لابسينه ده؟ اصل احنا قلنا لهاني يجيب لنا لبس، فقررنا انا وشريهان نبدل عشان محدش يعرفنا، فكده انا مش نيلي وهي مش شريهان. لا فكرة صايعة دي، فكرة مين بقى الفكرة الصايعة دي يا ترى؟ دي فكرتي، ماي ايديا. ماي ايديا، على فكرة انتوا معروفين جدا وصوركم مالية التلفزيون. انت متخلف؟ طب ما تقفل التلفزيون يا ابني. بقولك صحيح، محدش في التلفزيون جاب سيرتي؟ انت فرحان؟ لا ما تقلقش، محدش جاب سيرتك ولا حد جاب سيرتي. بقولك ايه يا ضد، هو احنا لو اتقفشنا هنعترف باساميكوا اول حاجه. بقولك يا معلم، احنا لازم نخلص منهم دلوقتي، نتويهم وكده كده محدش عارفنا. لو سمحتوا بقى كفايه هزاروا وشوفوا هنعمل ايه. بصوا انا فكرت انه ما ينفعش نقعد عندكم او نقعد عندي او نقعد حتى في المرسم عشان عم دهب، فقلت اجيبكم من المكان الجميل دوت. ايوه صحيح، هو ده بيت مين بقى؟ يا اهلا يا اهلا بالضيوف الاعزاء. اهلا اهلا. No way. ايه يا سيف، مش تقول لي في مزاز كنت لبست غير تاني غير ده؟ مين العبيط ده؟ العبيط ده يبقى شريف صاحبي، وهو الوحيد اللي نقدر نعتمد عليه. صاحبك ايه ده؟ مذيع يا عم، انا شفته قبل كده. مش انت اعلامي؟ ايوه صح. هو شبهه، مش هو. خدوا راحتكم يا جماعه، البيت بيتكم. ها طب يا جماعه، احنا دلوقتي لازم نروح دار النشر عشان نجيب العدد. لا انتوا مش هينفع تنزلوا عشان وشكم معروف جدا. بقول لك انا هاخد هاني ونروح نجيب العدد في السريع. ايه يا سيف، انت مش شايف ان احنا متنكرين؟ انت مصدقه نفسك يا نيلي؟ ايوه انا شريهان جدا، صدقني. بقول لك ايه، تيجي نتنكر يا هاني؟ نتنكر، يلا بينا. غلسه قوي، تحفه، ما عرفتكوش، يخرب بيتكم. يلا يا عم يلا. سيف ايه ده، هتسيبنا لوحدنا مع الكائن ده هنا؟ على فكره احنا بنتكلم عليك. سوري. اتفضل. ما تقلقيش منه خالص، ده صاحبي وامان، يعني مفيش اي حاجه، كانك في بيتي. اعتبريه سيف. انت بتخافي مني؟ اعتبريه سيف، بس وانت قاعده بيمسكي حاجه حديد في ايدك تقيله عشان لو تهجم عليكي. بهزر معاك. انا هصور معاك لما اجي. ماشي، هصور معاك. عينيا عينيا. ايوه شريف، هتبقى مرات اخوك. عينيا في عينيا. نطلع نقعد فوق بقى، تكييفات فوق تحفه. ها يلا بنات، بس ياض يا هبل انت اطلع فوق. ياه حاضر يا باشا، مؤاخذة. هتزيد محمد. برافو عليك يا شريهان. شريهان، هو البتاع دي انت ما غسلتيهاش بقالك قد ايه؟ انا هموت. لا هي بتاكلك، انا عارفه، هي بس تفضل تاكل في الراس شويه وبعد كده تتعودي عليها عادي. بقك في البرتقان بتاعي ليه يا شريف؟ في ايه؟ بعرف يا شريف، ما تحطش بقك في الكوبايه بتاعتي، ما تطلب برتقان يا عم. ما انت اللي طلبت شاي. ماشي ماشي. اوبا، في حتتين قاعدين لوحدهم، لو علقناهم وخدناهم ورحنا بيهم ديسكو. ديسكو؟ انت قديم. ما ده اسمه ايه يا عم الابديت؟ اسمه باب كلاب. محني محني سو. الولد شكله نيرد قوي. اتعلم بس، اتعلم، شوف انا اعمل ايه. اتعلم عشان خاطر تعمل ايه؟ ايه المتخلف اللي جنبه ده بيعمل كده ليه؟ سو بيئه، لزج قوي. خلاص جم وبيبصوا لنا. بيبصوا لنا؟ اكيد بيبصوا على حد تاني. احنا حد يبص لنا اصلا؟ انت ايه الدوجلاس دي؟ عايز سكسوكه دي بالنسبه لك عادي؟ سكسوكه ودوجلاس؟ قديم. انت دلوقتي جبتيني هنا اني سير دنت تيل مي، انت هتخشي عليه زي الكائن ده؟ هقوله ان انا معاه في الجامعه وعايزاه يساعدني في البروجكت. جامعه ايه يا نيلي اللي هتقولي لي عليها دي؟ احنا متخرجين من زمان جدا. هقوله اي كلام يا سو، اي كلام. اهم حاجه ان انا ادخل بيته وافتح الكمبيوتر بتاعه واجيب صور الزفته. طب والنبي بس ما تتكلمش خالص، لما يجوا يقعدوا معانا اعمل نفسك ابن خالتي، ماشي وخلاص. اوكي، بس مشكلتي ان هو سنتوح قوي، يعني واضح ان انا اللي لازم اروح اتكلم معاه. ترو. يا نهار اسود. ايه اللي علينا؟ ضربونا الصبح في الجراج. قصدك اللي ضربونا انا؟ بغض النظر. مش بغض النظر، انا مش هتضرب تاني يا سيف. وقفين. انا مش هتضرب تاني. مش هتضرب، يلا نمشي عشان ما نضربش. يلا نزوق بسرعه. ماشي شريف، ما حسبناش. مش مهم مش مهم. قومي قومي، ليتس جو.
الحمد لله ان احنا هربنا. الحمد لله ان انا مش قادر اتضرب تاني. خلاص مش قادر اتضرب. بصراحه شكلك الصبح وانت بتتضرب كان يموت من الضحك، خصوصا الواد اللي ماسكك من رقبتك وزنقك في الازاز وانت عامل كده شكلك كان يقتل. في ايه يا سيف؟ في ايه يا سيف؟ ما تزعلش. يا لهوي ايه؟ احنا متراقبين. من مين؟ تقريبا العيال اللي ضربونا الصبح خرجوا وراني بالكافيه وجايين. يا نهار اسود، عايزين ايه تاني بقى؟ عايزين ايه تاني بقى؟ ما انا اتضربت واتشتمت، عايزين ايه؟ عايزين تف عليك ما تفوش. على فكره هتتضرب معايا على فكره. لا اتضرب انا اللي هضربك. عايز اتضرب انا، ما ينفعش اتضرب. انا خايف مش قادر. طب بص انا عندي فكره. ايه؟ احنا اول يمين هنخش ونركب، لو دخلوا ورانا وركنوا يبقى هنتنفخ. لو ما دخلوش؟ لو ما دخلوش ما ايه لو ما دخلوش؟ يبقى مش عايزيننا، هي دي محتاجه فقاقه. ماشي خش خش خش. ركنوا ولا لسه؟ العصابه اللي ماشيه ورانا بتراقبنا. انا نايم جنبك ولا ايش عرفني وانا نايم جنبك اهو. طب اطلع شوفهم ركنوا ولا لسه. مش هينفع مش هينفع، انا ضربت كتير قوي النهارده يا سيف، ضربت كتير قوي يا سيف. ما ينفعش اطلع انا، انت قوي انت قوي يا شريف، انا لو طلعت هتضرب. ركنوا ركنوا. اهدى اهدى. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ركن وهنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ايه ده؟ ما انت اللي غبي، سنينا في الشارع مقفول يا غبي. ما انا كنتش عارف ان هو مقفول. سو هما منيمين الكراسي ولا انا مش شايفه؟ لا منيمينها. اي كانت سي اصلا دماغاتهم. منيمين الكراسي في شارع جانبي ضلمه. انا عملت حسابي وعارف ان غبي. عملت ايه؟ برفان. ودورت برفان. مش برفان مش برفان. امال ايه؟ سيلف ديفنس. والمصحف انت برنس. ايه رايك؟ ابوك لو عارف اني معاك في سيلف ديفنس اقسم بالله ابوك هيبهدلك. هيبهدلني ليه وانا معايا نسوان؟ ازازه تنقذنا في اللي احنا فيه. خلاص اول ما يجوا من الشباك بتاعك انت هشهم على طول. ماشي ماشي. ايه انت غبي قوي غبي قوي. افرق كم الازاز بتاعك انت، هنعمل ايه؟ تبقى مصيبه تبقى مصيبه. انت هتنشهم. طب خلاص خلي في النص خلي في النص. ماشي ماشي ماشي. لا 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 مش قادرة، الكيوريوزيتي هتقتلني، لازم انزل اشوف بيعملوا ايه. ليه؟ are you crazy? No don't go. ليه يا بنتي don't go ليه؟ انا لازم اعرف. لا it's too dangerous don't go. dangerous ليه؟ دول nerds اصلا هيعملوا لي ايه؟ انا نازلة. نالي please take care. okay okay. نزلوا جايين من عندك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا هتصرف ازاي؟ هتصرف ازاي؟ اعمل ايه؟ رش في عين رش في عين. لو بصيت في عينه ده هتترعش قطع مني. مش عارف مش عارف. اضرب اضرب. انسى نيلي انا اسف على اللي حصل امبارح. خلاص مفيش مشكله. اصلا كان في عصابه بتطاردني امبارح فانا فكرتك احد افراد العصابه. بليز لو سمحت كفايه، ما تخلينيش اكرهك اكتر ما انا مش طايقاك بجد. كفايه ان انت السبب ان انا ما نزلتش صورتي على انستغرام النهارده ودي كارثه. طب معلش انا اسف، ممكن بس اطمن على عينيكي؟ خلاص اتس ماتش بيتر النهارده، مش لازم. معلش بس ممكن تقلعي النضاره اشوفها؟ والله صدقني مفيش. خلاص يعني خلاص. عشان ضميري بس بيوجعني معلش انا اسف. بس هو الدكتور قال لي انها تورم شويه، بس قال لي انها هتخف على بالليل. لا اله الا الله لا اله الا الله. هو الدكتور قال لك هتخف على بالليل ولا هتعيش بالليل؟ هي بايظه قوي كده؟ لا خالص خالص خالص. البسيها بس بسرعه البسيها البسيها. طيب بص يا سيف، انا كنت عايزه اطلب منك طلب. عايزه فلوس؟ عايزه كام؟ لا 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 خالص، انا معاك في الجامعه. ايه ده جامعه ايه؟ معايا انا؟ مستحيل ما شفتيش قبل كده. ازاي يا ابني؟ ده انا بقعد وراك في كل كلاسز. ما حصلش، لو بتقعدي ورايا كنت اعرف يعني، انا بحضر على طول. ما طب افكرك، انا مره استلفت منك استيكه. مستحيل تستلفي مني، لان انا مش هسلف استيكه لحد، لان اهم حاجه عندي الاستيكه. طب ثانيه، الاستيكه عليها فراوله ومتعضعضه من الجنب. انا ما عضعضش الاستيكه عشان اعرف اهميتها، ما عضعضهاش انا. وبعدين كان امتى؟ كان يوم ايه؟ كانت محاضرة الدكتور مين لما خدت مني الأستيكة؟ طيب ممكن ننسى حوار الأستيكة؟ دلوقتي أنا عايزاك تساعدني في الجراديويشن بروجكت بتاعي، عشان أنا عارفة إن أنت من الستودنتس اللي شاطرين قوي في الجامعة، مع إنك شكلك أكبر من سنك. لا أنا فعلا سني كبير، أصلا درست جامعتين ودي الجامعة التالتة ليا.
للدرجات دي بتحب التعليم؟ لا مش حد بيحب التعليم، بس انا فاهمك. انا ماما كان نفسها ادخل كليه الحقوق فدخلت كليه الحقوق عشان ما تزعلش. بابا بقى كان نفسه اخش كليه سياسه واقتصاد، دخلت طبعا عشان بابا ما يزعلش. بعد كده بقى درست الحاجه اللي بحبها اللي كان نفسي اخشها من الاول، كليه الهندسه عشان انا ما ازعلش. ايه ده، يور سو سويت. اي حد بيقول لك تدخل اي حاجه كده بتدخلها. طب معلش انا هطلب منك طلب، بس هو مش ده الطلب الاصلي يعني، ده طلب تاني جالي دلوقتي. انا كنت عايزه ادخل باليه، ممكن تدخل معايا؟ والله لو هتستني لاخر السنه دي اخلص المشروع بتاعي ما عنديش مانع ارقص معاك يعني. اوكي هستنى. نرجع بقى للطلب الاولاني الاصلي. اتفضلي. انا كنت عايزك تساعدني في graduation project بتاعي. ايوه، يعني عايزه ايه بالظبط؟ يعني اجيب لك مراجع، اكتب لك مقدمه، ارسم لك ماكيت. بالظبط كده، عايزك تكتب لي مراجع وترسم لي مقدمه وتجيب لي موكيت. اجيب لك موكيت؟ وانت بقى مش تعملي اي حاجه؟ يعني انا هجيب لك كل حاجه وما تاخدي المشروع بتاعي احسن. بص يا سيف، انا امبارح خليت بابي يكلم رئيس المباحث عشان يقبض على العمل كده في عيني، بس ما قلتلوش اسمك، لكن دلوقتي حالا اكلمه واقول له اسمك عادي. لا لا، وتقولي له ليه؟ ما تقوليش اي حاجه، وانت لو احتجتي اي حاجه انا هعملها لك. اقول لك مش عايز الاستيكه، ومعايا ليكي حته برايه بمرايه، انما ايه جميله، ومعاك رقمي كلميني. ما يعني انا مش هتاخر عنك في اي حاجه، بس يا ريت ما تقولي. ايه الصوت ده؟ لا ما فيش، ده طفل صغير خبط الترابيزه ووقعها على الارض. ولد شاوي، اسمك ايه يا حبيبي؟ اسمك ايه؟ حمزه. حمزه شقي. حمزه ما تمشيش حافي عشان الازاز ما يخش في رجلك يا حبيبي. معلش سوري، انا همشي بقى دلوقتي لان الدكتور قال لي لازم اريح عيني. طيب تحبي اوصلك؟ لا لا خلاص شكرا. هي فين بقى؟ هي مين؟ شنطتي. مع حمزة. الشنطة مع حمزة. يا حبيبي شقي شقي شقاوة، خدي الشنطة يا حبيبي. ميرسي. سيب يا حمزة، سيب يا حبيبي، سيب. بيقول لك باي باي، عنده خصلة حلوة قوي حمزة. ثانك يو سيف، باي باي. طب يعني أنا مش هينفع أسيبك في الحالة ديت، لو أوصلك يعني. مالها الحالة؟ فيه أنا كويسة، أنا بعرف أتحرك لوحدي على فكرة. تمام، خليك أقعد أقعد، مفيش مشكلة خالص. وبعدين بقى يا حمزة في إيه؟ أنا بلعب معاك؟ فين مامة حمزة يا جماعة؟ احنا في نيرسي ولا ايه؟ بتسيبوا ولادكوا كده؟ قدك انا؟ قدك؟ خلاص ما تزعلش، مش هزعقلك تاني. دي ولا دي؟ دي ولا دي؟ سيف سيف. ايه يا شريف؟ بقول لك يا سيف، الطماطم احلى ولا الخيار الهالات السوداء اللي تحت العين دي؟ البتنجان المخلل. ايه يا شريف اللي انت عامله ده؟ انت حاطط من الماسك بتاع ماما؟ ما ده اللي لقيته عندكم، وبعدين حبيت اعمل كده عشان بصيت تبقى ناعمه ونضره، عشان لما نيلي تيجي بكره تلاقيني زي القمر. وانت مالك ومال نيلي؟ نيلي دي بنت مؤدبه ومحترمه. انا مش عارف ايه اللي خلاني اوافق انها تيجي هنا. ايه المشكله انها تجينا البيت يعني؟ ايه العيب في كده يعني؟ المشكله انها بنت وجميله. ايه المشكلة في كده؟ ما تبقى تعرفنا على بنات صحابها الموزز ونخرج معاهم ويجوا لنا البيت ونروح لهم البيت ونروح معاهم ديسكو. شريف، أنا جايبك هنا عشان ما اقعدش أنا والبنت لوحدينا، لكن تروح تقول لها بقى عرفيني على الموزز صحابك وجو التحرش بتاعك ده أنا ما بحبوش، وما بحبش كلمة ديسكو. لما تلاقيني داخل بحنان شوقي يبقى أقول ديسكو. طب بعيدا بقى عن كل ده، أحط طماطم ولا أحط خيار؟ حط قتة. فين؟ بقولك ايه، هو انتوا لما بتعوزوا تاكلوا بتاكلوا ايه؟ يعني الشبراوي بيجي دليفري؟ يخرب بيت سأل التدويرة وشك. حد عايز حضرتك يا استاذه. حد مين ده؟ صباح الحنان على احلى شريهان على مر الزمان. هاني انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ في يا شوشو، دي مقابله تقابلي بيها خطيبي. هو انت ليك عين تيجي بعد اللي عملته في الدريم بار؟ والله يا شوشو انا كان قصدي خير، وبعدين انا عمال اكلمك من ساعتها وانت اللي ما بترديش عليا. وبعدين لو انت فاهمه ان انت بكده بتخلعي من هاني الدبدوب، فلازم تفهمي ان هاني الدبدوب لسه حبوب. من فضلك يا هاني، احنا هنا في مكان عمل، يعني ما ينفعش الزيارات الخاصه دي الا لو كنت عايزني في شغل. طب ما انا عايزك في شغل. شغل
شغل ايه ده بقى؟ مش انتوا شركة شحن؟ ايوه. انا جاي اشحن. تشحن؟ تشحن ايه؟ اشحن بعشرة. تشحن بعشرة بس؟ طيب عشان خاطر الشمسية دي هشحن بـ30. لا في بـ25. لا انا خارج من ذمتي 30 والخمسة ليك. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ مين ده؟ مستر منير ده باينك زبون، مش انت زبون؟ زبون؟ انا زبون و كنت جاي اشحن يعني. جاي تشحن؟ تشحن ايه؟ اشحن بـ50. نعم 50 ايه؟ طيب ماشي، انت مستلم يعني عشان شركه وانتوا موظبين ومكلفين. هشحن ب100 مش هيخسر. هات التليفون اشحنك على الهوا، مفيش ب100. انت جاي تهزر؟ خلاص يا مستر منير خلاص، هو اساسا كان ماشي، مش انت كنت ماشي؟ مش ايه؟ لا مش بقى هي بقى كده يعني. طب على فكره بقى انا مش زبون ولا حاجه، ودي تبقى خطيبتي. لا 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 خطيبي ايه؟ هو انت خطيبي؟ هو انت وقعت على دماغك ولا ايه؟ في ايه يا بنت؟ مش عارفه ليه نسيتك فجاه ارتبكت بقى. امشي امشي هنا، ابوس ايدك عشان خاطر امشي. ماشي يا شوشو همشي، بس الاول تقولي لي سامحتك. سامحتك يا هاني؟ لا قولي لي سامحتك يا دبدوب. سامحتك يا دبدوب. لا ما تاكلنيش يا ماما، قوليها زي ما بتقولها لي. سامحتك يا دبدوبي دوبي دوبي. ايوه الغلاسه اللي انتوا فيها دي، اتفضل اطلع بره يا سخيف. هنسها شريهان. ايوه فضل. ما ينفعش ابدا، احنا هنا في مكان شغل، ما ينفعش اي زيارات عائليه فيه. وبعدين انت بقالك كام يوم وبيجيلك زيارات، قدام شويه هيحصل ايه؟ اسفه يا فندم، اوعدك مش هتتكرر تاني. خلاص سامحتك. وبعدين ايه البتاعه اللي على دماغك دي؟ اصل انت كيف عمال ينقط فرق؟ انت هتحكي لي قصه؟ اقلعي البتاعه اللي على دماغك دي يلا فورا. حاضر يا فندم اتفضل. انا هجربك في شغل، اما نشوف. عايزك تعملي لي فايل تحطي لي فيه كل حاجه عن الشحنه بتاعت ايطاليا اللي رايحه الصين، اتفقنا؟ حضرتك دي لعبتي، 5 دقايق وتبقى عندك. دي مواعيد ساعة لستناكي. مش ده بيت سيف؟ سيف موجود؟ ولو مش موجود ما ينفعش شريف خالص؟ انت بتستظرف بقى بصراحة. اهلا يا نيلي، ازيك؟ بطل غتاتة يلا، وبعدين اقلع الرب بتاع ماما عشان لو شفتك لابسه هتبهدلني. الفسكوزة بتاع ماما؟ ايوه اقلعه. انا مالي ادخل ولا ايه ده؟ بطل غلاسة. طبعا اتفضلي يا نيلي اتفضلي. واو استغفر الله العظيم يا رب، الحمد لله على كل شيء يا رب، صبرني. أنسة شريهان. أيوه. في واحدة بتسأل على حضرتك. واحدة؟ في إيه النهاردة بس؟ يا لهوي يا لهوي يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار مبروك يا حبيبتي. المكتب الشيك ده بتاعك يا بنت. يا اختي علي يا حبيبه خالته، باينها بدت لك في القفص يا بنت. ايه اللي جابك يا خالتي؟ اقسى عليك، ايه اللي جابني؟ وهي بنت اللي انت لابسه فوق دماغك ده، انت بيشغلوكي هنا ايه؟ بتاعه شماسي بتفرديها يعني ولا بتشتغلي هنا ايه بالظبط؟ معلش اصلها بتمطر عندي هنا. المهم انت ايه اللي جابك دلوقتي بس يا خالتي؟ اكس عليكي تاني هتقولي لي ايه اللي جابك؟ بصي بقى انا جايبه لك لقمه يا روح خالتك تاكليها كده بالهنا والشفا. يا لهوي جايبه لي اكل هنا في الشركه اكل؟ امال هجيب لك فين يعني؟ وبعدين انا فرحانه بيكي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل هنا ده؟ ايه الغاغه دي؟ احنا هنا فين؟ في شركه ولا في مولد؟ انا اسفه قوي يا مستر منير، وبعدين انا ما اعرفهاش اصلا، انت مين يا ابله؟ اخسى عليك يا بنت، بتتنكري مني؟ انت تاني يا شريهان؟ انا مش لا البتاع اللي على دماغك دي الاول وانا بكلمك. ماشي. انا مش كل شويه حد يجي يزورك في الشركه، ما ينفعش. مشغلين عندنا مين؟ صوفينار؟ ايه يا اخوي؟ مالك عمال تزعق فينا كده ليه؟ فزعت البيت وفزعتنا انا كمان. اشحال يا اخويا اللي ما كانش عمها صاحب الشركه دي كلها. لو سمحت يا مدام انا مش بكلمك، انا بوجه الكلام للموظفه اللي بتشتغل عندي. وبعدين يا شريهان ايه الاشكال البلدي دي؟ بلدي؟ انا بلدي يا ابن السمن البلدي. تقصد مين بالسمن البلدي؟ استنى يا بنت انا اعرف اكلم الاشكال دي كويس. خلاص يا خالتي بلاش ده، بلاش ده بالذات. ليه بلاش ده بالذات؟ مديري يا خالتي ابوس. مديرك؟ الراجل البطريق ده مديرك؟ بطريق الامن؟ منير في ايه؟ الحق يا مستر عبد الله. ست صباح، اهلا وسهلا. ازيك يا سي عبدو؟ انا كويس الحمد لله. خير يا فندم في ايه؟ تعالى يا اخويا شوف موظفينك،
عمال يشخط فيا من ساعة ما جيت وانا قاعدة عيط عيط. اتهنت والله. اتهنتي؟ مستر عبد الله انا اللي اتهنت. منير ارجوك مستر عبد الله بليز ارجوك. منير اتحرك. موف ات. ميرسي. ناس اتفننوا واتحفوا وناس اتكوروا واتحدفوا. الله على الزجل ده. مش ممكن ده صلاح جاهين؟ دي صباح جاهين. طب مش تقول لنا هاني من الجاية كنا على الأقل دهنا الأرض مربة؟ والله يا سعبدو أنا ما كنتش جاية، بس البت الغلبانة دي صعبت علي، قلت أجيب لها حاجة تتوتت بيها. طب تصوري بقى أن أنا زعلان؟ يعني تجيب البنت لقمة وما تجيبليش أنا؟ ودي حاجة تفوتني يا سعبدو. استنى بس ده التقيل جاي ورا. لا يبقى ناكل في مكتبي بقى، وسع وتزروت براحتنا. اتفضلي هاني ما حصلك. طب والمكتب ده يروح له منين يا سعد؟ اه شوفي لو عديت المكتب الاول ولا اقول لك انت هتحسي بنفسك. حاضر من عينيا يا سعد. هروح اكل سعد الاول وبعدين ابقى ارجع لك. مش هتاخر يا خالتي قوي. اه اهلا اهلا شريهان. ايه يا عم؟ حبيبتي عامله ايه في الشغل هنا؟ الحمد لله يا عم. طب شوف انا عايز اقول لك على حاجه، لو عوزتي اي حاجه صغيره او كبيره ترجعي لي فورا او لمنير. ماشي. هي في بس حاجه واحده. طب انا استاذنك لاني مشغول جدا دلوقتي. طب هقول باي باي. بيتك يا شيخ بيتك. ايه ده انت بتقرا مجله ميكي لحد دلوقتي؟ اه انا عارف انها حاجه عيالي، بس انا بقرا ميكي لحد دلوقتي. مش عيالي خالص. انت عارف ان انا جدي صاحب مجله ميكي هو اللي كان بيكتبها زمان؟ مش معقول، ده جدك ده كان راجل عظيم. طبعا عظيم يا ابني، ده جدي. تشربي حاجه؟ سوري تشربي حاجه؟ شاي قهوه؟ نجيب بريل ونخربها؟ الشيء ده مستفز قوي. البريل؟ لا انت. هو مين ده؟ ده شريف كان معانا في الكافيه. انت نسيتيه؟ لا مش فاكراه خالص. شريف صاحبي الوحيد وبيعدي عليا هنا كتير. ده كان بايت معايا امبارح. كان بايت معاك وواخد الروب بتاع مامتك. ويرد قوي. لا مش ويرد، هو شقي. يا شقي. يلا تشربي ايه بقى؟ ممكن تريبل بيري كيوي سموذي. ايه سموذي؟ لا انا ما بشربش الحقيقه. لا هي عايزه تشرب، افهم بقى، هي عايزه تفك، افهم. انا اجيب كحوليات وننبسط؟ لا 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 خالص، انا ما قلتش كده. هات لي ميه. اوكي ماشي ماشي، هاخد وقت في الميه. ها انجز انت بس وفكها كده. يلا يلا انجوي. بصي هو غيتت شريف، غيتت بس قلبه ابيض يعني طيب جدا. فين الفايل بقى بتاع المشروع بتاعك؟ الفايل على اللابتوب، واللابتوب في العربيه، بس انا عندي كوبي على الميل. طب كويس، احنا هنشتغل على اللابتوب بتاعي وهبعت لك كل الشغل بالميل. طيب اوكي ماشي. هات اللابتوب بقى عشان انا لما بكتب بنفسي بستعوب اكتر. بت ايه؟ بستعوب. اه لا انا هكتب انا عشان انا سريعه عشان ننجز. يا ابني انا في الكتابه سريعه بس. هذا وقد قرر العالم الفلكي والرياضي البريطاني بريكتور بعد رصده هذه الظاهرة وتمكنه من تصوير لحظة انشطار واجهة الهرم في عام 1920 ميلادية. معلش هي قد بالقاف ولا بالكاف؟ هو انت لسه في قد؟ ايه بس خليني اتأكد من سبيلينج. بالقاف. قاف اللي هي سيركل وعليها نقطتين؟ ايوه. اوكي قاف قاف. يا لهو سريعة سرعة اسرع واحدة. قاف. طيب هذا انت بتطلعي ولا بترجعي؟ ايوه خليني اكتب صح. هذا بالزه ولا بالزاد؟ بالزال. مفيش حاجه اسمها زه ومفيش حاجه اسمها زاد. ازاي في ره زه وفي زاد ضاد؟ اسمها صاد ضاد وره زين. زين ده مش حرف، ده اسم بني ادم. حتى في بنات اسمها زينه. انت شكلك ما كنتش شاطر في العربي على فكره. انا خلاص خلاص هكتبها بالزاد. طب قابليني بقى لو لقيت الزاد دي عندك. انا مش عارف انت متعصب ليه يا سيد. اهدى شويه يا سيد، اهدى شويه. انت مش شايف يا شريف؟ انا مش شايف. انا مع مين؟ انا مش شايف. شريف ما تستعبطش، ده بريل، انت هتعمل لي سكران. ماشي ماشي معلش. خلاص خلاص كمل يلا. هذا وقد قرر قرر بالقاف ولا بالكاف؟ بالقاف.
اللي هي الشركه وعليها نقطتين. اللي هي الشركه عليها نقطتين. اوكي. كف قرر ر ر ر. يا رب ارحمني. ر ر لقيتها. قرر يعني ر تاني. ر ر. انت بتدوري على ايه؟ ما هي هي، ما انت لسه دايسه عليها، دوسي عليها تاني. مش لاقياها. يعني ايه مش لاقياها؟ يعني فطت سابت الكيبورد وطارت؟ ده انت غريبه قوي يا شيخه. ايه ده بس، ايه ده، ايه ده، اوقات الري بتفط من فعلا من الكيبورد. معلش ايه ده بتاع بطل شرب يا اخي، البريلا هيقتلك. طب بالراحه على البنت، البنت زي القمر عشان خاطري بالراحه. على فكره انت موترني جدا والمشكله مش عندي. امال عند انا يا عم؟ المشكله عند انا، عند انا المشكله. خلاص معلش. المشكله في اللابتوب بتاعه صح؟ هو صح، انا معاكي جدا فعلا. اللابتوب بتاعك غير اللابتوب بتاعي. يعني مختلف ازاي؟ يعني هو هو لا اي لابتوب في نفس الكيبورد. لا الكلام عندك انت مختلف، على الاقل انا عندي زاد انت ما عندكش. مفيش حاجه اسمها زاد. انا مش عارفه اشتغل على اللابتوب ده، انا عايزه اللابتوب بتاعي. هو موجود تحت في العربيه، هتنزل تجيبه لي ولا انزل انا اجيبه بنفسي؟ لا لا ما تنزليش انت، انا هنزل واعمل لك اللي انت عايزاه. يلا انزل بقى متاخر بقى. ايه واديني فرصتي بقى كده عشان اقعد معاها شويه، ها نتكلم انا وهي شويه. يلا اديني وقتنا بقى. ماشي يا انت يا قليل الادب. دي بنت مؤدبه مش زي اللي تعرفها. اه ماشي، ايه المشكله؟ بس انا مش هقعد معاك لوحدي على فكره. في انت قفشت ليه؟ ما كنا لسه بنتكلم وفكرنا ما بدانا نفك اهو. سيف لو سمحت خد الشيء ده معاك. ماشي يلا. مش هتغير الروب ده ولا البس ابيض احسن؟ ابيض يا شريف. شريف سيف تعالى خد المفتاح. خلي بالك عشان انا شاكه ان صاحبك ده ممكن يسرق حاجه من عربيتي. صاحبي ده بتقول ايه؟ بتتكلموا في ايه؟ بنتكلم عليك. اوكي ماشي كملوا. لا صاحبي ده مش حرامي، مش حرامي. هو ممكن يكون غتت غلس لكن مش حرامي. خايفه ياخد مثلا سكارف من عندي من العربيه اذا كان اخد الروب بتاع مامتك. لا دي مش سرقه، دي شقاوه. شقي قوي. شقي. اوكي خلي بالك عامه. لا ما تلاقيش. بليز دوري كويس عشان انا مش فاكره حتى اللابتوب فين. طيب حاضر. يعني مش هنتاخر. خد راحتك، البيت بيتك. شكرا. فين الصور بتاعته معاها؟ photos private. ياسمينة ايه ده؟ دي احلى حاجة حصلت لي في حياتي، دي هتبقى فضيحة جامدة جدا. دي كانت مبزوزة مبزبزة من كل حتة. ايوه يا سيف استنى ما تجيش. لقيت اللابتوب؟ لا ما تطلعش من غيره. دور عليه في كل حته، دور تحت رجلي كده الحته اللي بسوق فيها، دور جنب الكرسي التاني، دور بين الكرسيين، في الكنبه اللي ورا، في شنطه العربيه. من فضلك ما تطلعش من غيره عشان اللابتوب بتاعك وترني قوي. ثانك يو باي. هبعت الصور لنفسي على الميل. طب ما انا اعمل لهم شير من الفيسبوك بتاعه وانا ولا من شاف ولا من جري. بالهنا والشيف، انا عايزاك تخلص العكاوي دي كلها عشان اقرا لك الطاجن. ايه ده؟ انت بتعرفي تقري طاجن العكاوي؟ طب ده انا بعرف اقرا طاجن العكاوي بالبصل وطاجن الباميه بالدون. طيب يا ستي الطاجن قدامك اهو. المستقبل قدام. ملحوظ؟ لا ده ملعلت كده. هتقابل واحده ست هتغير حياتك. دي بصل. ايوه اصلها ست بنت بلد على ابوه. طيب بص يا ستي انا راجل عادل عاوز اجي معاكي سكه. وانا بموت في الراجل العادل. حلو ده. بص يا ستي. لا اتعادل وقول عايز ايه وخلصني. انا قصدي يعني ها يعني عمو عبد الله في حاجه مهمه. ايه في ايه؟ ايه ده انتوا بتعملوا ايه؟ نعمل ايه؟ ما بتعملش حاجه. ايه يا بنت في ايه؟ قاعدة برغنة وسعب فيها حاجة دي؟
انت ايه اللي دخلك من غير اذن؟ المركب اللي جايه من ايطاليا عليها الاستاذ منير. نعم الاستاذ منير ده رئيسك المباشر، تروح تبلغيه وهو يجي يقول لي في ايه. اتفضلي. ماشي. سلام عليكم. وعليكم السلام. اللي احنا كنا بنقول ايه؟ كنت بقول يعني لو تخش في الموضوع يا سي عبدو. هو موضوع يعني كنت عايز اقول يعني قول يا اخويا، انا مرارتي ضيقه ما تستحملش. لا الف سلامه على مرارتك. ايه رايك في ورقتين عرفي وتنوري شقه المهندسين؟ لا بطلته. هو ايه ده اللي بطلتيه؟ العرفي بيجيب مشاكل. حلو قوي، يغوروا الورقتين وبرضه تنوري شقه المهندسين. اصل انا يا اخويا ماليش في الشمال، ولو كان ليا في الشمال كان الحال بقى غير الحال. ما عطلتش. لا استني بس، رايحه فين؟ وحلها ازاي دي؟ تتحل بالمأذون والفرح على سنه الله ورسول، وما تطبقش في الوجه كتير، مش كويسه على الكولون. فوتك بعافيه يا سي عبدو. انا ما كانش ليا توميه ابدا النهارده مع الكرومب. مستر منير، في حاجه مهمه جدا عايزه اقولها لحضرتك. ايه الريحه دي؟ ايه يا انسه؟ ايه مش في باب بتخبطي عليه؟ معلش حضرتك، اصل الموضوع خطير بس الريحه اخطر. ايه ده؟ وبعدين وش حضرتك احمر كده ليه؟ مضغوط يا انسه مضغوط، ضغط الشغل عندي هيعمل انفجار. كان الله في العون يا فندم. خير؟ ايه الموضوع الخطير؟ اصل حضرتك وانا بحضر الملف اللي حضرتك طلبته مني، لاحظت ان وزن الحموله اللي هننقلها على المركب اللي جايه من ايطاليا اكبر من طاقه المركب نفسها. ده غير بقى ان الارصاد محذره ان الجو منقلب في الميه، يعني لا قدر الله ممكن المركب تغرق بالبضاعه اللي فيها. لاحظتي؟ انت هنا ما تلاحظيش يا نسا، انت هنا تعملي اللي اقول لك عليه وبس. ودلوقتي يلا اتفضلي على مكتبك، جهزي الفايل اللي قلت لك عليه بسرعه، الناس جايه كمان نص ساعه. طيب حاضر. ارجوكي أرجوكي. مستر منير، مستر منير. ايه ده؟ حاجة مهمة، حضرتك بس تكلم الناس بتوع الصيانة عشان التكييف عندي بينقط مية، وبعدين واضح إن المجاري ضربت هنا عند حضرتك في المكتب، ده ريحة طالعة لغاية برا. لا إيه ده؟ إيه ده؟ دي بتزيد. يا ساتر يا رب. طب ركب شفاط يشفط. هركب هركب. يا عيني. أرجوكي اتفضلي أرجوكي. إيه ده؟ واحد ما يعرفش يفرفش في مكتبه ابدا. استاذ منير، بقول لحضرتك العملاء وصل وعايز الملف ضروري. حاضر حاضر، قول له حاضر، قول له حاضر. يا رب انا مش عارف اشتغل، انا مش عارف اشتغل من البتاع ده، انا زهقت خلاص مش عارف اشتغل. يا رب اعمل ايه؟ هو ده. ماشي، وحياة امي اجيب اخرك. ويلكم تو ايجيبت، وي ويل ستارت 5 مينيتس اونلي. يو هاف كوفي؟ كوفي يس. اوكي مستر عبد الله. نعم. كويس ان هم قاموا. عايز اقول لسيادتك على حاجه قبل ما نبدا. دلوقتي الحموله مالها؟ وزنها اكبر من طاقه استيعاب الباخره، ودلوقتي الجو كمان مش مضمون، يعني لو حصل اي تقلبات في البحر لا قدر الله ممكن الباخره تغرق. اسمع منير، ايوه احنا مالنا؟ مش اول مره تعمل الشغلانه ديت، وبعدين يا اخي فرق الوزن ماله مش كبير قوي للدرجه دي. ثم ما تنساش ان العملاء بتوعنا مالهم متعودين على ان مواعيدنا مظبوطه، مش عاوزين نخسر الميزه دي. ها؟ تمام. بلاش تتكلم عربي كتير لانه شكلهم ولاد قرود بيفهموا عربي كويس، اوكي؟ شوف لي بس موضوع الملف اخلص. حالا. ايوه. بلاش ايوه، بقول لك بيفهموا عربي. طبعا ويلكم.
شوفوا لي شريهان فين. ايه ده؟ ايه ده؟ مين دول؟ ده الولا اشرف والبنت نهى بيعملوا لنا مخبياتهم. ولا شيل ايدك يلا. الشركة دي اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت. اجيب كوفي في غامق فاتح. ما تشوف لنا يا ابني الملف، انا اردت خلص الانجليزي اللي اتعلمته كله. بص انت خلتي. ايوه يا خالتي، عايزه ايه خالتي دلوقتي؟ كنت عايزه اقول لك على حاجه كده حصلت بيني وبين سعبدال. خير يا خالتي؟ خير خير، زي ما تقولي كده في بيني وبين سعبدال وان شاء الله عن قريب هتسمعي اخبار حلوه قوي. انا قلت يا خالتي دخلتك على الراجل بالطواجن دي فيها انه عشان عمرنا ما شفنا منك طواجن ولا شمينا حتى ريحتها، صح؟ ايه يا بنت، ايه المشكله يعني حتى لو اتجوزت؟ لا لا يا خالتي مشكله طبعا، الناس دول هيفتكروا ان احنا داخلين على طمع. انا مش قلقانه من الراجل الطيب، انا قلقانه من بيته السماويه اللي عملنا فيها كل سابة دي هتقرفنا. انا ما لقحتش جدتي على حد، هو اللي عايز وهو اللي شاري. ايوه تفضلي تقولي لي بصي بقى وهو اللي شاري وهو اللي مش عارف ايه. لا يا خالتي الموضوع ده مش هينفع، لازم لما اجي لك نقعد قعده ونعرف هنعمل ايه. فاكره عم محمد اللبان قعدتي تقولي لي بصي بقى وبيموت فيا ومش عارفه ايه، وكان عنده بنت سماويه وكانت مقرفه وهي اللي شلوحتني في الاخر. مساء الخير يا عمو. مساء الخير يا حبيبي. شريهان ثواني، والملف يكون جاهز عند حضرتك. حالا الملف جاي يا فندم. ويلكم. مساء الخير. بس معلش، هو الجيم اللي هنا فين؟ عشان بس عايز اضبط الباي والتراي. اوف يا لهوي، انت بتعاكس هنا، انا عضو هنا، انت بتحرجني يا عم. معلش الجاكيت عامل شغل يا سيف، مش ممكن شغل ايه شكل انت جاي تخطف طفل؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ طب طالما مش عايز نعاكس بنات، عايز نعمل ايه؟ جايين نادي نعمل ايه يعني؟ انا عايز افهم. جايين عشان نلي، ما بتردش عليا في التليفون من امبارح وحاسس انها زعلانه. اكيد زعلانه عشان ما لقيناش اللابتوب بتاعها. طب ما احنا يا كيوت يا امور يا عسوله، قعدنا قلبنا العربيه ما لقيناش حاجه. يا كيوت يا امرايه الامرايه، لو كنا دورنا تحت الاستبن كنا هنلاقيه. وازاي كنا هندور تحت الاستبن؟ مش عارفين نشيل الاستبن اساسا. اهو كنا اتصرفنا احسن ما تزعل. ومين انت بيفرق معاك زعل البنات اساسا؟ وانت مشوار البنات ده مالكش فيه اساسا. مين اللي قال لك؟ لا ليا فيه طبعا. ايه اللي ماليش فيه؟ لا فيه طبعا. انا كويس جدا، بس هي عشان زميلتنا في الجامعه. زميلتنا في الجامعه؟ لا ده انت رخم قوي، انت رخم يا شريف. في ايه؟ لو عايز تهزر قول لي عشان ما اجيش انا هنا يا شريف، ما تهزرش معايا. انت وقعت من ايه؟ انت حبيت هالة؟ انت قديم يا شريف. اوعى يا شريف، انا بعرف يا شريف، ما تلمسنيش يا اخي. قلت لك يا نهار اسود. ايه امن النادي؟ امن النادي؟ ياسمينة جاية. امن النادي ايه؟ واحنا نطيب من على السور. دي ياسمينة. مين ياسمينة دي؟ واحدة كنت ماشي معاها زمان. دي جامدة قوي، جامدة قوي قوي قوي. ايه ده؟ لا ولسه بقى لما تيجي تشوف بقى انا عامل ايه. هاي ياسمينة ازيك؟ هاي يا سي زفت. ايه؟ انت بتضحك على ايه؟ انت ليك عين تيجي نادي برجليك؟ انا؟ ده اللي انت عملته معايا امبارح ده. عملت ايه معاها امبارح؟ انت عامل معايا ايه دي؟ افهم صوتك. غلط والله. انا عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه. استنى، عمل ايه؟ في ايه؟ انت عملت شير للصور القديمه بتاعتي على الفيسبوك؟ ايه انا؟ هو لو في مشكله في الصور القديمه حضرتك وعايز احط لك صور جديده اديها لنا وهنحط لك الصور الجديده على طول يعني. لا انت ممكن تخلص خلاص عشان ما حدش كلمك اصلا. انت بتضحك على ايه؟ بتهزقك انت. ايوه صح. انا ما شيرتش حاجه. امال مين اللي شير الصور دي؟ مين؟ مش ده الاكونت بتاعك؟ اه. يبقى مين اللي عمل شير؟ مين؟ تصدق انك حيوان؟ اه يا حيوان. ايه اللي حصل؟ الشنطه بتوجع قوي. ايوه طبعا. السوسته جت في ضرستي. معلش سلامتك يا حيوان. ما تمسنيش يا شريف، ما تمسكنيش. قلت لك يا اخي وعبا يا اخي. الله بجد انا ما صدقتش نفسي لما شفت الصور. فضيحه يا بنتي، دي اسمها فضيحه. انتي مش فاهمة كمية الكومنتس عاملة ازاي. كل الناس بجد، كل الناس I'm not exaggerating، كلهم عاملين شير للصورة.
يا بنتي انتي مش فاهمة، دي جت النادي 10 دقايق بس امبارح، ومن اللي اتعمل فيها راحت عيطت ومشيت على طول. احسن تستاهل. قلتلك يا سوء انا مش سهلة، انا مش سهلة خالص. ادخل ادخل. امرت الحلوة بقت تحمة، بقت تحمة وانها سهلة. هي بتقول تحمة كده، تحس انها واكلة تحمة. سو نكمل كلامنا بعدين عشان غالبا في مصيبة. باي حبيبة بابا نيلي، أمورة بابا نيلي، كتكوتة بابا نيلي. خلصت فكرة المنوعات بتاعتك؟ الحقيقة هو لسه، بس انت لو عايزاني اخلصها اخلصها، كان لسه في شوية حاجات كده. اللي عندي فراشة صغننة وعندي بغبغان مش عارفة ايه. لا فراشة صغننة دي يوم الجمعة قبل الصلاة ما تنسيش، انما دلوقتي في البحر سمكة سمكة. عارفة السمكة وعارفة كل ده، خشي في الموضوع على طول. ابدا. انا جاي اقول صباح الخير على احلى واجمل والطف واقدم بنت في الدنيا، اللي يا سبحان الله حتى لو قلتلك حاجة تضايقك أو تنرفزك عمر صوتك ما يعلى على بابي أبدا. ولا أنا غلطان في العنوان؟ إنجز يا بابي وقول عملت إيه غلط. بالعكس عملتش حاجة غلط، ده اللي عملته ده عشان ما عملش حاجة غلط. ممكن تبقى دايركت وتقولي إيه الموضوع على طول؟ طيب اللي عملته ده عملته عشان خاطرك أنت، عشان أكون عيلة ونتلم كلنا، كلنا نتلم في حميمية ونبقى أسرة جميلة مترابطة. تقصد بكلنا ده اللي هو مين؟ طيب انت ما نفسكيش من زمان يكون ليكي أخت؟ عمري عمري ما كان نفسي في كده. ما تقول بقى في ايه؟ أبدا الغاية في الموضوع، يعني أنا جوا صباح. علي صوتك. لا عشت ولا كنت لما علي صوتي على بنتي. انا جوز صباح. علي صوتك بالغنى. انا هتجوز صباح. صباح مين؟ خالد شريهان. اخت شادية مرات عبد الحليم. الست دي تدخل البيت هي والبتاع اللي معاها دي. على جثتي. تس 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 تس. اي اي باشمهندس والنبي زود لي بقى الافكت بقى، عيب يعني، ده انا حبيبه. ايوه تس ايوه الله ايوه تمام تمام. عمنا عمنا باشا، انت مصور مصور كوكو مصور حضرتك؟ ما تقفليش انا بقى، تقفلي عند الباب بقى تصور الناس وهي داخله. ماشي فين اللي معاه كاميرا الفيديو؟ اه عمي معاك، تقعد لي هنا تخرج وتدخل والكلام الحلو ده ماشي، والقلوب والحاجات اللي انا قلت لك عليها حبيبه. يا كريكا مفارش قهوه فيصل دي بقى تشيلها لي وتحط لي بقى المفارش المورد، ممكن؟ مش ده اتفقنا؟ يلا يابا يلا الله يكرمك. الشيشه تمام والولعه تمام ولا ايه؟ يلا العروسه وكتاب الله لو جت ما لقيتش كل حاجه جاهزه هتسمعوا الفاظ ما سمعتهاش في حياتكم. مش مصدقه نفسي يا سو، such a nightmare. بقى ده فرح بيزنس مان كبير، لو حد عدى من بره هيفتكره مولد. على فكره انا بجد اللي مش مصدقاكي انت، كل اللي فارق معاكي الفرح and how it looks in front of people، مش فارق معاكي خالص ان ابوكي متجوز البيئه اللي اسمها صباح دي. ازاي يعني مش فارق معايا؟ اذا كنت انا من ساعه ما عرفت انه هيتجوزها برجع كل يوم. خلاص ليه ما بوصيش الجوازه يا نالي؟ سو بابي قليل الادب وبتاع ستات، وبتاع ستات بلدي كمان اللي هما بقى بتوع يا حبيبتي والحاجات دي، فكده ولا كده كان هيتجوزها حتى لو كنت عملت له اللالو. اللالي whatever. انا قلت سيبه يومين ثلاثه يتجوزها وبعدين اشوف طريقه اخليه يطلقها. ايوه بس هتخلي ست البيئه دي هي وشريهان يقعدوا معاكي في الفيلا هنا؟ امال اخليه يجيب لها بيت ويكتبه باسمها ولما يطلقها تاخد البيت؟ لا طبعا، دي لازم تفضل تحت عينيا. اسيبها يعني تاكل بعقله كنافه؟ حلاوه يا نالي حلاوه. تس 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 تشيك 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 مايك تشيك مايك.
ايوه الله الله الله. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ده مين اللي طالب زبادو فراوله ده؟ مساء الفل يا فندم، محسوبك هاني، مبروك للحاج. انت مين يا حيوان انت؟ انا ليه يعني الغلط ده حضرتك؟ يعني انا هاني، هاني الدبدوب. دبدوب يعني حيوان اهو. عسل عسل والله يا فندم. انت بتعمل ايه هنا؟ انا حضرتك انا اللي مسؤول عن التجهيزات بتاعه الفرح، يعني تقدر تقول عليا كده انا الويدنج بلينرز. سمعتي قال ايه؟ بلينرز. اه لا مؤاخذه احنا اسفين لو كنا ازعجناكم، بس لازم نعمل ساوند تشيكس عشان تبقى كل حاجه جاهزه. ليه بتحطوا اس في كل حاجه؟ بلينرز وشيكس ليه؟ هو انت كتير؟ مش انت واحد؟ لا انت فهمتي غلط يا ابله، الاس دي مش بتاعه البلور، لا دي اس بتاعه الابوستروف اس، يعني الاس عايده على الذكر اللي هو انا. انت مش ذكر، انت حيوان. وانت عسلز عسلز. ممكن اجرب؟ اه طبعا اتفضلي اعملي. لا عايز اجرب شيكس. اقولي شيكس 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 شيكس. في 60,000 داهية. والله كان قلبي حاسس ان هما مش هيعدوها على خير. يلا طلبوها ونالوها. خلاص يا خالتي سيبك منهم. بس يا بيت بتكسروا ورانا قلل يا حرام عفنا يا ولاد. بس يا خالتي دليلة فرحك. فرحي؟ لا ده نقلع لكم الابيض والبس عليكم الاسود يا ولاد اتفو. خلاص بقى يا خالتي خلاص. ما تسمعونا زخرة وطعي وليل. على عينك يا أهرانة، على عينك يا أهرانة، حبات الليلة يا عيانة، على عينك يا أهرانة، على عينك يا درتي، على عينك يا درتي، الأبيض والأحمر فضلتي، على عينك يا درتي. يلا يا حارة ضلمة، يلا يا حارة ضلمة، احنا اللي نورنا، ارفع ايدك فوق لو متضايق هتروح، الكب ما جات هتسيح وعك في العكس تسوق. ارفع ايدك فوق لو متضايق هتروح، الكب ما جات هتسيح وعك في العكس تسوق. فرتكة فرتكة عالطبلة وعالسك ساكة، فرتكة فرتكة ضغطت ومحكك تاكة، فرتكة فرتكة راجعيني عامل جرباكة، راجعيني عامل جرباكة، غرقني في شبر المية صحني بتشغل عليا، هدك هدك مساء الخير يا جماعه. مستر سليم. هاي ازيك؟ هاي انكل سليم. يا نيل يا بنتي مبروك. مبروك على ايه؟ مبروك على المصيبه اللي احنا فيها. خير في ايه؟ في ايه يا انكل؟ حضرتك مش شايف الديكوريشن؟ مش شايف بهدله الجنينه ازاي؟ بص البالونه اللي هناك، بص حضرتك الناس اللي وراك بترقص ازاي؟ كارثه. لا الاطفال اللي معاهم والله العظيم يا انكل دول مش اطفال، استحاله يكونوا دول اطفال بريئين. من شويه واحد صغير كده جه يقول لي ايه؟ بص لي كده كانه بصت راجل كبير، كانه راجل مضغوط، قال لي يا انسه يا كويسه تتاكلي حته حته حتى لو ما حلوش. يعني ايه؟ يعني ايه يقول لي انا كده؟ هو ده اللي قال لي كده يا عمك؟ يعني اللي ده قصده ملح وسه. Whatever. ما شفتش بقى حضرتك the new Mrs. عبد الله مكياوي؟ كارثه كارثه. عملها بلدي جدا، بلدي، دول اهلها دول قريبها. يعني اللي يعني تقصد الجلاليب والعبايات والحاجات دي حاجه بالظبط. ممكن لو سمحت من فضلك، لو حضرتك بتحبني ولو بتحب بابي من فضلك تعال نلحقه في الساعه اللي فاضله له من حياته. بليز بليز يلا ننقذه، حضرتك اقنعه لانه مش مقتنع بكلامي. يعني اللي ده انا نفسي وهموت ان انا اعمل زيه. يلا حضرتك بتتكلم بجد؟ لا طبعا. واضح بقى ان انتوا في السن ده بتلسعوا او حاجه. طب بتفضل حضرتك اقعد وانا هخلي الناس الجميله دي تجيب لك بقى حلابسه وبلارسه والحاجات بتاعتهم. اتفضل اتفضل اتفضل. خلي بالك على ابوكي بيضربوا واحد ورا التاني. حسن سنة طيبة. ولا يهمك خالص ولا يهمك. اهلا ازيكم اخباركم ايه؟ تمام؟
الحمد لله. اوكي طبعا. سي جبت. طب هنعمل ايه؟ بص انا عندي فكره وربنا يسامحني عليها. انت هتاخدي شرهان وتروحي الحفله ورا احمد فهمي، وانا هطلع انا وهاني فوق الاوضه بتاعته هنجيب العدد. طب انت هتعرف رقم اوضته منين؟ دي بقى سيبوها عليا انا. ايوه هتعمل ايه؟ مالكيش فيه بقى، انت بس اعملي اللي قالك عليه، خليكوا ورا احمد فهمي، واول لما تلاقوه طالع على الاوضه بتاعته كلمونا على طول. اوكي يلا. احنا هنعمل ايه؟ مالكش فيه بقى. ايوه ايه اللي ماليش فيه؟ قول لي هتعمل ايه عشان هنرتجل. طب يلا نرتجل. ماشي بس خليك معايا. ايوه انا هروح فين؟ ما انا تجاريني في اللي انا هعمله. ماشي اخلص. انت هتسرق ورد؟ على فكره هاني ده ورد مش بطاطا، على ورقه الجنان دي. الله بالخير. اهلا وسهلا يا فندم. حياك الله. اهلا وسهلا. ابي اعرف غرفه الفنان احمد فهمي. وانا ابي فوق الشجره. لا تؤاخذه، يعشق الكوميديا، نسميه عندنا الخليج كوميدي. هو في الدور ال 23 غرفه رقم خير يا فندم؟ لا كنت هكون رقم كام؟ رقم ايوه بس انا كنت عايز اتشرف بحضرتك. تتشرف بينا. اني الا اني اسمها اني ما انا انا الامير محمود سليمان امير نزله السمان، وهذا شيخ العرب همام. ايوه طب ما تقول له ايه بص دي ايوتش ايوتش ايوتش. معنا هدية من أمنا الشيخة نعسانة، نبي نعطي هذه الورود النادرة الوجود للفنان أحمد فهمي. وهي فين يا فندم؟ هي معاكوا هنا؟ يقول لك الأميرة نعسانة. نعسانة نعسانة كيف تسوي نعسان؟ طيب ما فيش مشكلة، هيكسبها لنا وإحنا هنوصلها. نسيب الورود هنا يصير هذا؟ والله ما يصير هالكلام. ما يصير. ما يصير هالحكي. ما يصير، تبوظوها، هذه ورود رقيقة تحتاج معاملة. طيب هستأذنكم بس أسأل المدير وأجي أرد عليكم. أخويا تشيك مع المدير. تشيك هيا. ايه رايك؟ ايه رايي ايه خيو؟ انت بتقول ايه؟ ده مش خليجي. ده خليجي 100%. احنا ما بنقولش خليجي، ما تكذبش على ده. خليجي والله يا ابني، انا 7 سنين في جامعه الدول بلقط الخلايجه واقعد اتكلم معاهم ودي ودي ودي. انت بتلقط ناس كتير فبتقول كله مع بعضه فخفخينا. طيب ما احنا كنا بنقعد عند فرغالي بشوفهم هناك. انا اسف جدا يا سمو الامير، مش هقدر اديك رقم غرفه الاستاذ احمد فهمي. كافي ما تسوي رقم احمد، عايز ابقى الحقيقه. نعم المدير قال لك مو يصير. الحقيقه قال مو يصير. هو المدير خليجي حبيبي؟ اكيد ما قال لك مو يصير. كيف؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتنا هي السلام كما ترى. كان يا مكان يا سعد يا اكرام، معك الامير فلان ابن علان. لا ده امير في الف ليله وليله. لا في مملكه كليله ودمنه. ابن الاميره ندمانه بنت علانه. ندمانة بعد ما جابتك طبعا. ندمانة من ساعة ما اتزوجت أبي. وخليك في حالك، معي ورود من أجود وأنظر أنواع الورود والزهور، أبي أن أعطيها للفنان أحمد فهمي. خويي المدير قال مو يصير. ليش ما يصير؟ مو يصير. وبعدين إحنا جايين الأول. شنو جيت الأول؟ أنا جاي بعدك وأخدش قبلك. كيفتش؟ كيفتش؟ يا اخي ارحمكم الله. كيفتش؟ اعدي يا اخي خد علاج. مو ينفع يومه يصير واحنا جايين الاول وبعد عننا يا قاطع الطريق يا وجه الكنجرو. انا وجه الكنجرو؟ اي نعم. وتضرب الكرش؟ نعم. هذه اهانه ما يمحوها الا الدم. الا الدم؟ نعم الدم. خذ سلاحك. وينه؟ خذ سلاحك. العزة لنا ولا عزة لك. والسبب يا يا جماعة يا جماعة من فضلكم اتخانقوا على جنب شوية. احنا مو نتخانق، احنا نتعارك. وايش دخلك انت؟ طب معلش اتعاركوا على جنب شوية. احنا مو نتخانق، احنا نتعاتب. نعم. طيب معلش اتعاتبوا على جنب شوية من فضلكم. نتعاتب على جنب، نتعاتب. تعالوا نتعاتب خلف الجبل. هيا بنا خلف الجبل. هيا بنا. أين الجوال؟ منك لله يا شيخ، بوظت لنا المصلحة. مبسوط دلوقتي عم ضحي؟ ضحي؟ انت ايش عرفك ان انا ضاحي؟ يا سلام يا اخويا. انت حويط انت قوي يعني؟ يا ابني ما انت زي ما انت، شنبك هو هو وشعرك هو هو وادائك هو هو، البورسعيدي زي الخليجي. لا ما شفتنيش في الصعيدي والحجاله، اجنن. ما شفناش يا سيدي. بصوا بقى من الاخر، انا عارف ان انتوا جايين عشان خاطر العدد، وانا كمان جاي برضه عشان خاطر العدد، فناخد العدد وبعد كده نتصافى.
طيب وانت هتعرف رقم الاوضه منين؟ دي شغلانه انا ولا مؤاخذه؟ طب ولا مؤاخذه احنا ايش ضمننا اللي الكلام اللي انت بتقوله؟ يعني لما نجيب العدد مش تاخده مننا زي كل مره؟ حاضر خلاص، خشوا انتوا الاوضه وجيبوا العدد وخلوه معاكم، وبعد كده هيبقى يحلها ربنا. طيب ماشي، ممكن نتكلم خليجي شويه عشان ما نتفقس، عشان انا حاسس ان احنا من سينا مش من الخليج. خلاص نغني اغنيه خليجي لحسين الجسمي. اما براوة براوة اما براوة دور حبيبي طراوة اخر طراوة. قلت حبيبي ملانة عطشانة يا انا سبونج بوب انا سبونج بوب انا سبونج بوب سفنجة ودلوني انا سبونج بوب انا سبونج بوب انا سبونج بوب اصفر كموني انا سبونج بوب. الفراشة البيئة دي، ده لو كان الواد هاني هنا كان زين العيد ميلاد ده حلاوة. والنبي يا شيرين اسكتي انتي وهاني بتاعك ده. الواد وانا بكتفه اديت حشرت في زوري. وانت اللي كنت عمال تعضني؟ يخرب بيتك هو انت. معلش معلش، بس الحمد لله لبس الواد قضانا احنا الثلاثه. عملنا كوي بيست. شيرين عم دهب قاعد هناك. فين؟ اهو هناك اهو. هاي سويت. طب اديها بقى لحسن يعرفنا ايه اللي جابه ده. بصوا بقى، ادي كشف بارقام الغرف واسامي الناس اللي نازله فيها. ثانيه واحده معلش. المدام ده وقته، ده وقته. الو يا شوش. اياض يا هاني، بقول لك ايه، خلي بالك عشان عم دهب هنا. ما انا عارف، ما هو ضاحي معانا. ضاحي؟ ضاحي بيعمل معاكوا ايه؟ الله يخرب بيتك. ما تقلقيش، على فكره الواد ده طلع محترم وغلبان وعمال يساعدنا من الصبح. ياض ما هو كل مره بيقولوا كده. ياض ما تقلقيش، المره دي امان. يا هاني اسمعني يا هاني، ما ينفعش تعمل كده. شفتي بقى هاني اللي انت فرحانه بيه؟ استني بقى دلوقتي يا نيلي، بقولك ايه؟ هو البوفيه هنا اوبن ولا علب؟ علب يعني ايه؟ بوكسس بوكسس. انا اتغيرت انا اتغيرت. بصوا بقى، ادي كشف بارقام الغرف واسامي الناس. لا مؤاخذه تليفون، عايزين نخلص بقى. الو، بقولك ايه، خلي بالك نيلي وشريانه هنا. ما انا عارف، ما هو هاني وسيف معايا. حاج بيعملوا ايه يا متخلف انت؟ ما تقلقش ابو الدهب بيه، كله تحت السيطره. سيطرت ايه وباب ايه بس؟ الله يخرب بيت مخك. وخلاص بقى يا ابو الدهب بيه. الله، هو كل شويه تيبه تيبه، مفيش حد ولا سكريه. مع السلامه ابو الدهب بيه، عشان هخش الحمام. لا مؤاخذه يعني مزنوق. مع السلامه مع السلامه. يا ساتر، قال لك خلي بالك من هاني وسيف. بصوا بقى، ادي كشف. شتمك قال لك ايه؟ قال يا متخلف. طب عادي يا عم. بصوا بقى، ادي كشف بارقام الغرف. ما خلاص يا سيدي عرفنا. طب ادي الماستر كي اهو. ماشي ماشي. الأوضة رقمها 2305. طيب ده بقى أنا أخربش الكارت، يطلع لي رقم أدخله على الباب يفتح؟ دخله على الباب إيه ويفتح إيه؟ يا ابني أنت بتقول ده المفتاح. افتح يا جماعة، أنتوا هتروشوا. يا ابني ده المفتاح الممغنط. الإيه؟ ممغنط. طب خليه معاك أنت. في إيه ده ممغنط؟ ما أنت عيل ممغمط، فخليه معاك أنت أحسن. يا جماعة ما تمغنطوناش بقى. خشوا أنتوا الأوضة، سلكوا العدد، وأنا هقف لكم بره نادوبي. لو حد جه هخبط وأجري. إيه المعيلة دي؟ إيه ده؟ انت وانت صغير كنت تطلع عماره وتقوم مخبط على الباب ده، وتجري تجري تخبط على الباب التاني، وتجري والجيران يطلعوا يفكروا انهم هم اللي خبطوا على بعض. انت كنت بتعمل كده؟ ايوه صح. وكنت برمي بومب على راس الناس بعيد. انا كنت اتف عليهم. والله العظيم انت كنت بتعمل كده برضه، تخبط وتجري. لا انا كنت بروح مع اصحابي، اروح ارن الجرس صحابي يجروا وانا ما بلحقش اجري بقى. كنت انت اللي بتلبسها. ايوه كنت بروح موجوع
بس مبسوط. موجوع بس مبسوط؟ مش بقول لك علم مغمض؟ صدقتني. ما هو صاحبك انت وصاحب انا. يلا بقى خش وسلكوا العدد بسرعه. ماشي. بقول لك ايه؟ وانت صغير كنت بتجيب سلك المواعين تولع فيه وتعمل كده اهو. واجيب بوسمان صلب كده واجرح بيه عربيات الناس كده. كنت مؤذي. مجرم مجرم. خلاص بقى. خشوا بقى يلا سلكوا العدد بسرعه قبل ما نتكشف. يلا يلا يلا. عارف انا يعني وانا صغير كان ليا واد صاحبي بيجيب بيرسول ويجيب ولاعة كده يطلع نار جامدة جدا اقسم بالله بجد وحياة ربنا ده واد رهيب قوي. لا اله الا الله. ايه ده فتح فعلا الباب؟ ايوه فتح الباب. بقول لك انا الكارت ده يلزمني. هتعمل بيه ايه يعني؟ اصلا لما بتاخر ابويا بيقفل الباب وانا بسوح. فهتاخد ده عشان يفتح باب بيكو الحديد ابو جنزير يعني ده هيفتحه بالظبط. خده يعني. ليه خالص؟ اه خده ليك خالص. على فكره انا في عيد ميلادك هجيب لك هديه. لا مش معنى انا جبت لك هديه تقوم انت جايب لي هديه. ده شغل بقى بتاع عيال صغيره. عشان ما تفتكرش ان انا عيل تنح ولا حاجه. انت اخويا يالا. تعالى بس. اوبا شفت يا عم احمد فهمي قاعد فين؟ اه اوضه علاقه. اه الواحد بقى ايه يدور وهو رايق. بالظبط. يلا ندور. يلا بينا. انت يا عم بتعمل ايه؟ في ايه؟ بتعمل ايه؟ ما هو لازم لما ندور نقلب الاوضه كده. اه صح ايوه ايوه عشان احنا نلاقي الحاجه. صح امال هنلاقيها ازاي؟ بالظبط. استنى اشوف الشنطه دي فيها ايه. عشان نحس ان احنا بندور لازم نعكش الحاجات كده. ماشي ماشي عندك حق. انت بتعمل ايه؟ قيسه يا رب يطلع على قد يا رب. على قدي. ايه ده تصدق حلو عليك؟ بكتاب الله. خده. الله والله انت واد جدع. خد ده بقى اديه لخالك محسن. ايه ده؟ هيبقى عسل فيه. لا خلي محسن برضه هيلبس اخضر. طب خد خد ده اديه لمحسن. اه الاصفر حلو. انا عارف دماغكو. بس انت تعرف خلي محسن منين؟ إيه؟ مش انت حكيت لي عنه كتير؟ اه انا بنسى اصل معلش. شيل دول هنا ودول هنا فكرني بيهم. ماشي. ايه ده؟ ايه ايه ده؟ هو مش احمد فهمي ده بتاع سمير وشهير وبهير؟ اه هو. امال ايه ده؟ هو ده تلاقيه بتاعهم هما التلاته. ايوه هما التلاته عشان كوميديين. ايوه صح. ممكن تلاقيهم بيعملوا بيه فقره او حاجه. اوه يلبسوها وتعالى. او ده بتاع شيكو بس على فكره. ايوه العسل ده. ايوه هاتوا نساومه عليه ده. ولا هاني ايه؟ بص ده بقى يكمرك في الشتاء. قيسه كده. حلو. مفيش تيشيرتات بقى كده عليها؟ هو احمد فهمي بيشتغل في بورسعيد. ليه؟ معاه ايه ده؟ معاه باله في قلب الشنطه. بس حاجات حلوه. أنا شاكر لمستر شاكر على دعوتنا النهاردة وبشكره أكتر لأنه وثق فيا ومضاني برنامج في قناته الجديدة. والله العظيم والله العظيم ده أكتر راجل خير شفته في حياتي. استغفر الله العظيم يا رب. مفيش محتاج خبط على بابه ورجع مكسور الخاطر. مفيش زميلة أو فنانة نزلت من شقته مش واخدة حقها وزيادة. وده اللي شجعني عشان امضي معاه برنامجي الجديد. وعلى فكره اللي هيقدم معايا البرنامج ده مستر شادي شاكر. احنا يمكن استقرينا على اسم مبدئي للبرنامج وهو انا وشادي اتربينا سوا لعبنا على الحبل وركبنا الهوا. البرنامج ده ممكن الناس تقول مستر شادي بيقدمه معايا كمحسوبيه او واسطه عشان ابن صاحب القناه. انا بقول لكم لا خالص. والله العظيم والله العظيم كمان مرة لا واسطة ولا محسوبية. استغفر الله العظيم يا رب على الحفنات الكد دي. كان في أسامي كبيرة جدا مرشحة إنها تقدم معايا البرنامج زي أستاذ وائل الإبراشي أستاذ معتز الدمرداش
أستاذ جابر القرموطي، أستاذ توفيق عكاشة. أظن بعد الأسامي دي كلها عرفنا ليه اخترنا مستر شادي. خلاص اقفل ايدي. حاضر يا باشا، حاضر، خدامك، هجيبها من الاوضه بسرعه بس واجي. الحقيقه شريهان ده هيطلع الاوضه. طب تفتكر جوز الخير اللي معانا دول خلصوا اللي بيعملوه ولا لسه؟ اكيد لو كانوا خلصوا كان سيف هيكلمني. يا مصيبتي يا خرابي، الهم مكبب على بابي. وبابي انا كمان. هنعمل ايه؟ مش عارفه، بس ده ما ينفعش يطلع، لازم نثبته هنا. انا هتصرف، تعالي. احمد فهمي، ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ممكن ناخد من وقتك بس 5 مينتس؟ معلش انا لازم اطلع الاوضه بسرعه عشان اجيب حاجه وهنزل على طول. لا ده هم 5 دقايق، مش ناخد من وقتك كتير. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ في حد مضايقك يا فنان؟ في ايه؟ انتوا معاكم دعوات؟ ها انت ازاي بتكلمنا كده؟ انت مش عارف احنا مين؟ انتوا مين اصلا؟ احنا الفهماويين. الفهمة ايه؟ الفهموية. يعني رابطة محبي احمد فهمي. بجد؟ هو انا في حد اصلا بيحبني؟ ايوه طبعا، انت عندك فانز كتير جدا. احنا عاملين لك بيج على فيسبوك فيها انا وبنت خالتي ولايك 3 كمان اصحابنا. لا لا، ونسيتي شهاب وعلي ولاد طنط اعتزال بيحبوك. شهاب وعلي؟ طب امسك انت، اخلع خلاص. مش مشكله، انا جيت فاتي مش مناسب. اتفضل اتفضل. امروني خير حضرتك؟ انا اختي صوتها حلو قوي ونفسي تسمعها. اه طب انا هطلع بس بسرعه اجيب حاجه وهنزل. اعملي فكره تسول تسول. سعاده البي، على فكره انا عايزه اقول لك على حاجه. انا بغسل الكلى وكان عندي جلسه النهارده وما رحتهاش عشان اسمعك صوت اختي اللي فيها شبه من غدا عبد الرازق دي. لو سمعتها وهي بتغني اغنيه بونسواري مش هتندم صدقني. طب 5 دقايق وهنزل اسمعها والله العظيم. انا مش ضامنه اعيش الخمس دقايق دول يا بيه. ما تعيطيش يا غيضه. لا حول ولا قوه الا بالله. حسب ان الموضوع انساني، انا هخليكي تغني. هتطلعي دلوقتي حالا تركبي مسرح وتغني، بس على شرط واحد بس، تقولي ان انا جايبك هديه لابني صاحب القناه. انا مصدومه فيك، انت ازاي مش طيب؟ مش زي ما بتطلع في التمثيل والانترفيوز. امال ايه، بكره لما تخش الشغلانه هتعرفي انها ماشيه كده. الجهاز حلو على ما قدمك. لا حول ولا قوه الا بالله. شفتي بيعمل ازاي يا نيل؟ خلاص مش مهم، المهم مش هيطلع الاوضه. احنا بقى هنعمل ايه دلوقتي؟ تعالي. مش لاقي اي حاجة، وانت هتفضل نايم كده سيبني ادور لوحدي؟ مالك يا سيف متعصب ليه؟ متعصب عشان احنا في الدور ال 23 وانا عندي فوبيا اماكن مرتفعة. الله يقطعك ويقطع فوبيتك. فوبيا اماكن مرتفعة واماكن منخفضة واماكن سياحية، كل حاجة فوبيا. ممكن تبطل كسل وتقوم تدور معايا؟ مش كسل يا ابني، مش كسل، هو السرير بيسحب كده وبيخليك مش عايز تعمل اي حاجه. يا سلام، يعني السرير بيسحب، يعني انا لو جيت جنبك دلوقتي. يا نعيم بجد مش قادر، ده مريح قوي يا هاني. جامد صح؟ جامد جدا. لسه بقى هظبطك دلوقتي. هتظبطني ازاي؟ هنطلب 2 مساج يمغنطوك. انت متخلف يعني، واحنا معانا فلوس للمساج يا ابني؟ ما هو الحساب على صاحب الاوضه. ايوه صح. طيب افترض طلع عندي فوبيا من المساج. ممكن ما يبقاش عندك. وممكن يبقى عندي. وممكن ما يبقاش عندك. جمد قلبك، النور هيعمى عينيك، مفتاح باب الاوضه قصادك مد ايديك. يا عم اخلص بقى، انا عندي فكره. ايه؟ طالما احنا مش هندفع فلوس واي حاجه لينا، احنا نجيب اكل. انا بقالي كتير قوي ما اكلتش وجعان قوي، وكل الاكل اللي بناكله معفن قوي. ماشي، بس ممكن يكون عندك فوبيا من الاكل، يعني ممكن يكون عندك فوبيا من الخضار مثلا. لا لا، انا ما عنديش فوبيا من الخضار. انا عندي فوبيا من حاجه واحده في الخضار. ايه هي؟ القته يا هاني. ومين يا ابني ما عندوش فوبيا من القته؟ اطمن يا سيف. تعال قدم له حاجه يتكلم عليك. ابنه هيتنيل على عينك. انا هتصرف. روح روح. قتلت احمد فهمي. ليه؟ ليه عايز تمثل؟
همثل ايه؟ انا قتلت ناس كتير قوي في الشغلانه دي. هاني انت الدم بقى عندك رخيص يا سيف. والعمل هنعمل ايه في الكوسه؟ لازم نخفيها طبعا. بقول لك ايه، روح هات لي الترولي. عايز الترولي يا حلولي. بسرعه بسرعه يا سيف بسرعه. لا الحق خد لي غطس عقبال لما يجي. مش عليا الزفت. هاني سيف رد عليكي؟ لا برضو موبايله مقفول. طب جربي تاني كده. ما بيردش برضو من البرده. مش هينفع نفضل واقفين كده. تاكسي يلا اركبي. عملت ايه؟ كله تمام ابو الدهب. ايه جاد عاده ضاح. لا كمان وسوحت لك العيال ودخلتهم لك اوضه تانية. خلاص ما انا قلت لك جدع ضاح. ايه يعني انزلها بشجر بجر ايد؟ لا يعني ما اقصدش ابو الدهب ايه، بس الحكايه دي يعني عايز لها حسابات تانية. اه طبعا انا عناية ليك يا ضاح. غريبه انت وافقت كده على طول ابو الدهب. ايه يا ابني انت حبيبي. بقول لك انت حبيبي. وبعدين يعني هو الكلام بفلوس؟ دور يلا اطلع. لا انا والله اطلع. حاضر حاضر ابو الدهب. بيه ما تنساش بقى وانت ماشي تمول العربيه بنزين وهحاسبك بكره. ها حاسبني بكره والنبي ابو الدهب. بيه الله يخليك. انا عمري كلت عليك حاجه قد؟ لا ابدا. طيب اطلع. ابدا حاضر بكمله المصاريف. هما دول يا فندم اللي خطفوه، ولما رجعنا الشرايط لقيناهم واقفين في ريسبشن مع البنتين دول. هما دول نيل وشرهان اللي انا بدور عليهم، واكيد الولدين اللي معاهم دول هاني وسيف اللي صباح قالت لي عليهم. ومين دول يا فندم؟ ده عصابه كبيره تستهدف النجوم، بس نهايتهم هتبقى على ايدي ان شاء الله. انا محتاج اروح الاوضه عشان اشوفها بنفسي. تقدر تتفضل يا فندم. ايه الاخبار؟ تمام يا فندم شغالين. هو المجني عليه اختفى من امتى؟ ما نعرفش حضرتك. الهاوس كيمنج طلع بنص ساعه. لا الاوضه زي ما حضرتك شايفها كده بالظبط. ايه ده؟ ايه ده؟ مين اللي سايب تليفونه مفتوح واحنا بنشتغل يا اساتذه؟ مفيش يا فندم، كل تليفوناتنا مقفوله. امال ايه اللي انا سامعه ده؟ الو؟ لا انا مش هاني. هاني مين؟ انا لقيت التليفون ده في الشارع. ايوه انا اسمي سميده. لا احنا ما ناخدش حاجه حرام. قولوا لنا انتوا فين واحنا نجيبهم لكم لحد عندكم. ايوه امال قول العنوان. عارف. ايوه على اليمين. ايوه عارفه. مع السلامة. ده يا جماعة مش قادر استحمل. ايه ده يا اسود؟ ايه اللي انتوا شايلينه ده؟ بقول لكم ايه؟ احنا قلبنا الأوضة على العدد ما لقيناهوش، قلنا نجيبه بنفسه يقول لنا بقى فين العدد. هو مين ده؟ احنا لسه سايبينه في الأوتيل. سايبينه في الأوتيل؟ يا نهار اسود، امال مين ده؟ يعني هو طالع بدورين ولا ايه؟ هاي حرام عليكم حرام عليكم. سيبوا نعيش عيش فينه. بطلوا ضرب فيا.
جدول الضرب ولا جدول الحصص؟ تن ترارارا تن تن. ده الخليل كوميدي. اه طبعا انا الفانز بتوعك. شكرا ميرسي. هيسيبوه على عيني. خليل كوميدي واكل الجو. الجو بيضحك اكتر من الجو. عسل 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 يا جماعه معلش هو ايه البتاع ده؟ ده الخليل كوميدي مشهور جدا مش عارف ليه. وايه اللي خلاكوا تختفوا الخليل ده؟ ما هو ده اللي كان موجود في الاوضه. يا جماعه دي قطي انا قطي ولا قطتي تن ترارا تن تن. الحمد لله. يا جماعه في مصيبه كبيره. الراجل ده عارف شكلنا، لو سيبناه هيبلغ عننا، لو قعدناه هيشلنا ويطلع عين اهلنا. لا لا ده احنا هنسهر للصبح، ده هيضحكنا هيضحك. انا ممكن احكوا اقول لكم فوازير. يلا. او ممكن اقول لك فزوره حلوه يا صغيره. ها عارف ان حلتها خدت وزتها. حبيبي قول لي ليه الدكتور بيدي للمريض بينج؟ تخيل معايا ليه؟ ليه خلو؟ عشان الدكتور ما عندوش بينج بونج، بينج بونج وبلياردو تان 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 تان. مش قادر عسل عسل. ولا اقول لك نكته حلوه كمان. بصي مره واحد اشترى قلمين، واحد يكتب بي وتاني يكتب سي. تان تان تان. اي خليل اي قلبي قلبي اي. ليه قتلنا الخليل؟ علشان دمه تقيل. تترارارا تتت كده قتلتوا البسمة، قتلتوا الضحك، أنا بحبه جدا. بس بقى تلاقوش ما تلاقوش، أنا هكلم حد دلوقتي خلصني من جثته. إيه ده؟ موبايلي فين؟ تليفونك وقع منك في الشارع يا هلهطة، وفي راجل قال إنه هيجيبهولي ما تقلقش. شارع إيه؟ أنا نسيت التليفون في الأوتيل. إيه؟ أمال مين الراجل ده وقال لي كده ليه؟ يخرب بيتك دول أكيد البوليس. حارس سود بوليس؟ أنت قلت له هيقابلك فين؟ قلت لهم العنوان وزمانهم جايين على هنا. طب يلا نهرب بسرعة. لا لا نهرب ايه يا جماعه؟ مش هسيب الخليل كوميدي. حبيتيه صح؟ حبيته قوي. ايوه شفته بيضحك والله. يلا خليني معاه. خلوني يلا بسرعه. انت على وشي. اجري. لو حد سألك ها قولي له ان خالتي ماشي. من عينيا يا روحي. لا بالراحه عليا. ايه دي والنبي هو هاني ما وصلكيش عليا ولا ايه؟ ها بالراحه عليا، ده انا متلصق. اتفضلي اتفضلي كده. اه اتفضلي. يخرب بيتك يا هاني. خش خش. طلعي لنا البريلو وحمري لنا الناجتس ماشي. انت واضح عليك ان انت شقي قوي. لا ده فيها همبرجر لسه، انا هبهدلك. يا لهوي مين ده؟ والمصحف ما عارف مين ده؟ بقول لك ايه؟ انت كم واحد بقى يا اخويا على كده؟ عرفني اهو الاول. يا ست انا لوحدي بس، انا ده جثه وانا اللي قدامك، انا ما عرفتش مين ده. لا لا يا عيني هاني ما اتفقش معايا على كده خالص. ولا اتفق معايا على كده انا كمان. اه افتح لي بقى الجروب يا اخويا. مين؟ بوليس. يا نهار اسود. يا نهار اسود. يا نهار اسود. يا نهار اسود. بوليس. حاضر حاضر. بقول لك بوليس. ايوه افتح. انت مش مصدقني. ماشي يا باشا مصدق. بوليس. ماشي يا فندم اهلا وسهلا. افتح. معلش يا فندم بس بغير، بس انا اسف مش هينفع. انا بوليس اشوف كل الغيارات يا فندم. معلش بس مش هينفع بغير. فين نيلي وشريهان؟ مين نيلي وشريهان دول؟ بتوع الفوازير؟ ما تفرجش على فوازير. لا يا فندم معرفش. طب فين هاني وسيف؟ ايه الاسامي دي؟ انا شريف يا فندم معرفش مين دول. افتح بقى ما تتعبناش. مع سعادتك اذن نيابه بس بعد اذنك. اه انت باين عليك متعلم وهترغي كتير. آه. هتتعبنا. ايوه اتفضل. ده منيو مطعم يا فندم. حبيبي اطلب سندوتشات وجبات اللي انت عايزه. حبيبي اتفضل ربنا يخليك. سلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا. ايه ده؟ مين ده ومين دي؟ حضرتك ده والله العظيم ما اعرفه. دي انا لسه هموت واتعرف عليها، بس حضرتك ما ادتناش فرصه. اه دي اللي انت سايبني بقى واقف على الباب وقاعد تغير علشانها. انا ما لحقتش يا فندم، احنا واقفين بقدومنا اهو. ايه ده؟ ده الخليل كوميدي. طب اتفضلوا معايا. طب بعد اذنك هتفضل معاك، بس ممكن اطلع انا بس ربع ساعه وانزل لك على طول. ربع ساعه؟ يا فندم حضرتك فهمت غلط، ده بس هو السلم اللي طويل، انا هطلع ابوسها وانزل على طول بس بعد اذنك، انا تعبان. اخس عليك، ده انا كنت هاخدك مثل اعلى ليا. طب عشان السلم ده انا هسيب لك ده واخد دي. لا يا فندم ماليش في الكوميدي والله العظيم، تسيب لي ده ليه؟ اي اي انا خله خله في الملافله تن ترارارن تن تن. ممكن كفايه شرب بقى وطلبات عشان معناش فلوس، لو طلبنا سكر مش هندفع.
اطلبوا يا جماعه اللي انتوا عايزينه. في عم سيف نبقى نجري، ما فيهاش حاجه. ملك يا نيلي، ما خلاص خلصنا. انا عمري ما هسامحك يا شريهان، حتى لو لقينا الفلوس وكل ده اتمسح من حياتنا. I will never forgive you. ليه تخليني شكلي كده زي المقشطين من الشارع؟ مقشطين ايه بس؟ قسما بالله شكلك بالعبايه السمر سكسي بكتير عن شكلك العادي. والله شكلك يلوح المول كده، ده انا خايفه الواد هاني يبص لك. حلو تيدي، شكلها بتبيع دره. اسم الله عليك يا عم هاري بوتر. اقسم بالله يا ست الكل، انت لو فتحتي البلوتوث دلوقتي هتلاقي الشغل كده. اخرس انت يا هاني خالص، انت السبب في كل اللي احنا فيه ده. رايح تجيب لنفسك بدله وسيجار ب 800 جنيه واحنا الثلاثه جايب لنا لبس ب 100 جنيه. على فكره البدله دي ب 50 جنيه، الراجل قال لي السيجار عليه عرض ب 750 فما قدرتش اقاوم العرض. انت تعرف تشربه اصلا؟ اشربه ايه، هو مش استحلاب؟ بس بقى يا هاني، بس عشان مستقبلنا ضاع. وشريف زمانه اتحبس. والمجله مع عم دهب. بقول لكم ايه؟ ما تيجي نسلم نفسنا. نسلم نفسنا ازاي يعني؟ هو هنتحبس وكمان مش هناخد الفلوس؟ بقولك ايه؟ احنا نطلع على عم دهب في المكتب وناخد المجلة. يا سلام، وعم دهب ده هيدينا المجلة بالسهل. يا بنت عم دهب ده لو شافنا هيودينا للبوليس على طول. اصلا كل المصايب اللي بتحصل لنا دي بسبب عم دهب. عصابة النجوم كما اطلق عليها في الشارع المصري، نيلي وشريهان واتباعهم. اتبعهم؟ هما ما قالوش اسامينا ليه؟ واحنا مش قد المقام؟ هو ايه الصوره اللي حاطينهالي دي؟ انا عندي صور احلى من كده بكتير. صوره تقرف الكلب، صدقي بقى لو كانوا حطوا صورتك بالعبايه كانت تبهرك كده تبهرك. شريهان انت بتتكلمي كده ليه؟ مش عارفه، هو انا لما البس العبايه غصب عني بتكلم كده وتلاقيني بعمل كده. اوكي. من اخطر واعتى المجرمون وتبحث عنهم الشرطه بضراوه. وضعت مكافاه لكل من يعثر عليهم أو يدلي بمعلومة عنهم وقدرها 50,000 جنيها مصريا. ايه ده بدوبي؟ الخمسين حلوة؟ لا لا يا جماعة، في ايه؟ انتوا اتجننتوا ولا ايه؟ أنا لا يمكن أبلغ عنكم أبدا. تبلغ عنك؟ يبقى أنت حاطط في دماغك اللي أنت تبلغ. لا لا، انتوا اللي دماغكم قذرة على فكرة. هو 50,000 علينا كلنا ولا على الراس الواحدة 50,000؟ شفتوا؟ مجرد سؤال على فكرة. خلونا دلوقتي نشوف بعض اللقاءات الحصرية مع ضحايا المجرمين. لا أنا نجيت من الموت بأعجوبة بأعجوبة بجد، والبنات دول أول ما اتكلمت معاهم عرفت إن فيهم حاجة مش طبيعية بجد. وأنا أحب أولا أشكر جمهوري العزيز طبعا اللي بيطمن عليا، وأحب أوصل رسالة للبنات دول. أنتوا عايزين إيه من الفنانين؟ عايزين مننا إيه؟ عشان إحنا الحيطة المايلة يعني؟ عايزين نبطل نغني؟ عايزين نبطل نمثل؟ مش هنبطل نغني، مش هنبطل نمثل. لا، مهما خوفتونا ومهما ارهبتونا مش هتكتموا صوتنا. ها ايه الاوفر ده؟ طب عليا الطلاق لخطفها. انا هقول لكم على اللي حصل بالظبط. انا شفت الموت بعينيا، كنت داخل الاوضه فجاه اغمى عليا، فجاه رحت لقيت العصابه. العصابه الخطيره، خطيره ولا فطيره؟ تن 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 تن. ومعانا دلوقتي لقاء مع والد احد افراد العصابه من داخل المحبس. وكمان بابي؟ أنا من خلال برنامجكم بناشد بنتي، بنتي نيلي. والله وحشتيني قوي يا نيلي. لا بجد ريلي وحشتيني قوي يا نيلي. عايز أقول لك حاجة يا نيلي، سامحيني يا بنتي، بس واضح إن الميول العدوانية تجاه الفنانين عندك من زمان قوي ومتأصلة. أفكرك؟ لا لا اسمحي لي أفكرك، نيلي من فضلك ما تقاطعنيش. فاكرة في حفلة عيد ميلادك لما جبت لك الأستاذ سمير الإسكندراني وولعتي له في الدوجلاس؟ ينفع؟ وبيغني اغنيته الجميله يا نخلتين في العلالي يا بلحهم دوا. يا جماعه بابي فاهم غلط، انا ما عملتش كده، هو الراجل كان بيطفي معايا الشمع فلما وطى كده النار مسكت فيه. ايوه اكيد كان بيغني يا نخلتين في العلالي يا بلحهم، قام اتحرق وابونا بلحهم. معرفش، مش فاكره انهي اغنيه بالظبط. نيلي يا بنتي، الهرب لا يفيد، وانا احسن مثال قدامك. حاولت الهرب كتير وفي الاخر ما تقفش. نيلي الجريمة لا تفيد، وحشتيني. يا جماعة يلا نمشي من هنا بسرعة، الناس ابتدت تشوفنا وتشك فينا. هنروح فين؟ ما كل حتة هنروح هتبقى مترقبة. بالظبط، وما تنسوش إن الناس دلوقتي بقت عارفة شكلنا، يعني أي حد هيشوفنا هيسلمنا على طول. دول 50,000 جنيه. أنت مثبت ليه في الخمسين ألف جنيه يعني؟ النفس ضعيفة أوي. طب بقول لكم ايه؟ نروح عند عم بندق؟ ما اكيد عم بندق ده كمان متراقب. هنشوف، يلا بينا.
يلا يلا يلا. اعملي اداء يا نيلي. إيه بتشي يا صح، شفتي البدله الجينز اللي فيها جليتر دي؟ هموت واجيبها. لا يا حبيبتي، انا عجباني العبايه السمراء بالاسترس دي. اخواتك دول يا حماده كده، اوعى تصدق اللي بيتقال عليهم. وده بيضه حلوه، وده بيضه حلوه. هي فين الكيدز اريا؟ حالا هوديك الكيدز اريا دلوقتي. ودي يا خناجه، كلمينا الديلر عشان نسكور. ماشي، هجيب لكم بودو بقى. هو في ايه؟ من امبارح مش عارفين تعلقوه، امال انا هحقق معاه امتى؟ بعد اذنك يا فندم، طالما حضرتك مش عارف تعلقني، ما نقضي تحقيق كده احنا على الارض كده، مفيش حاجه. ما انا بقول لك، فين اللي عيال اصحابك؟ انت اللي مش عايز تقول. انا ما اعرفش حاجه يا فندم، ما اعرفش عنهم اي حاجه. عايزني اصدقك؟ طب علقوه. لا استنى 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 يا فندم، انا ما اعرفش غير سيف يا فندم، سيف هو اللي جاب لي الناس دي، وهاني اللي جاب لي البنت. حضرتك فاكر البنت؟ ها؟ بغض النظر. حضرتك شكلك مش مصدقني يا فندم ولا ايه؟ لا مش مصدقك. طب يا فندم عرفت علقني بقى؟ ابقى علقني وريني بقى. اه علقك، علقوه يا باشا. ده تقيل قوي يا باشا، ده من امبارح عايزين نعلقه مش عارفين نعلقه يا باشا. طب عاجبك المحمضه دي يا فندم؟ عاجبك المحمضه دي؟ الناس تعبت قوي معانا والله. ارجوك يا فندم ريحني. طيب خلاص اضربوه هو على الارض. بسم الله ما شاء الله، نزل بقى. بسم الله ما شاء الله، فكره حلوه جدا. الله ينور يا فندم، انا بس هديك ظهري، انا اسف. ها حبيبي براحتك، انت مش غريب. اتفضل اتفضل. بالراحه يا رجاله. ها لطيف قوي الولد ده. سيف بص كده كويس، في حد شايفنا ولا حاجة؟ مفيش أي حد. طب يلا بينا يا جماعة، ننزل نسترسب في الاستخبص كده من غير ما حد يحس بينا. يلا يا شوشو. يلا بينا. ماشي جاي معاكم. اه طب دي مش هتقوم، يلا بينا احنا يا جماعة. طيب خلاص يا شيرين، خليكي هنا، ولو شفتي أي حد ولا بوليس ولا كده كلمينا على طول. مش اوكي شيرين، ما تناميش، هنروح في داهية كده. مش عيب عليكي وأنا حمادة. يلا بينا. يلا يلا بسرعة قبل العربية دي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج، اتفضل. سيف بص كده كويس، في حد شايفنا ولا حاجة؟ مفيش أي حد. طب يلا بينا يا جماعة، ننزل نسترسب في الاستخبص كده من غير ما حد يحس بينا. يلا شوشو. يلا بينا. ماشي جاي معاكم. اه طب دي مش هتقوم، يلا بينا احنا يا جماعه. طيب خلاص يا شيرين، خليكي هنا، ولو شفتي اي حد ولا بوليس ولا كده كلمينا على طول. مش اوكي شيرين، ما تناميش، هنروح في داهيه كده. مش عيب عليكي وانا حماده. يلا بينا. يلا يلا بسرعه قبل العربيه دي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج، اتفضل. نزل نغمات للجرس. استنى اضرب انا. تضرب بس يا ماما، هو هنلعب يا جماعه؟ اكيد البوليس قفش دلوقتي وعمال يعذبه عشان يقر علينا. يا حبيبي يا عم بندق. يعذبه يا متخلف انت، البوليس هيجي له البيت يعذبه في البيت؟ ده البوليس لو عايز يعذبه هياخده الاسم، يطلع عين اللي جابوه هناك. ممكن يكون الاسم زحمه ومفيش مكان. طب تفتكروا مين اللي هيكون بيعذبه؟ بقول لكم ايه، تعالوا نشوف من الشباك. طب صدقوني انا ما اعرفش حاجه. الراجل ده شكله هيتعبنا قوي ابو الدهب بيه. لا 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 لا، ده بقاله اكتر من 3 ساعات مش عايز يتكلم. بقول لك ايه، شغل السلك. بلاش السلك بقى. ايه ده؟
ده عم دهب وضحي جوه. بلاش السيل عليا. اه الحقوا ده بيكهربوه بيضحك، روحه حلوه قوي الراجل ده. يا حرام. يا حرام ايه يا جماعه؟ دول بيزغزغوه. الراجل حاطط السلك في بقه والسلك التاني في رجله. اكيد هو بيغلس عليهم مش عايز يقول لهم معلومات. هو احنا يعني كنا طلعنا منهم معلومات؟ اكيد مش فاكر حاجه. هعترف مكمل اول وتريح نفسك. قول. طب انتوا عاوزيني اعترف بايه وانا اعترف دلوقتي؟ الكلمات المتقاطعه بتقول ان حل اللغز في قصه ميكي والاوضه السحريه، والقصه قدامنا اهي قريناها يجي 400 مره مش فاهمين منها حاجه. ايوه ما معروفه دي. ما هو ده فيلا ابو الخير جد ميكي. انت عرفت ازاي؟ اهو مكتوب يافطه اهو على السور بتاع الفيلا، فيلا ابو الخير. طب فين بقى حكايه الاوضه المسحوره؟ لا ما دي حكايتها حكايه كبيره قوي قوي، يعني متعه بصراحه متعه. احكي. احكي لكم؟ قول. صحيح بس هي طويله شويه. قول. يا سلام، في يوم شمسه يعني كانت ساطعه، في يوم قمري جميل كده الشمس كانت متعامده على وش رمسيس الثاني في معبد ابو سمبل. ايوه والله العظيم كده. هوب فجأة رعد زلازيل براكين مطر. اليوم ده هو اليوم اللي كان إذانا بقدوم الواد ميكي أبو الخير. وفين بقى حكاية الأوضة السحرية؟ ما هي جولفران هانم في نص الليل. هوب هوب شالوها من هنا لهنا ومن هنا لهنا، هوب القرن طش واتولد ميكي. ما انت لسه قايل الحكايه دي، فين بقى الاوضه المسحوره؟ هسيبه سيبه يا ابو الدهب، ايه خليه يكمل، دي الحكايه لسه هتحلو. كمل يا عم بنداري، اوعى تداري. حصل ايه؟ جولفودان هانم بقى بعد القرن ما طش هوب راحوا شايلينها، قالوا ايه نوديها المستشفى بقى ودكاتره وحاجات كده، هم دي لحقوها. هوب هم بيشيلوها كده، الواد ميكي راح عامل مجرس فيها ابن لذينه، طلعت نص راسه. الحقوني الواد نص راسه طلع بره. راحوا شايلين له فاتحين اوضه حطوها في الاوضه على السرير، بوم الواد اتظلم. ياه سبحانه ما اعظم شأنه. انت بتستغرب على ايه؟ وبقول لك اتولد واد براسين. اه صح. ايه علاقه اللي انت بتقوله بالاوضه المسحوره؟ ما هي سموها الاوضه المسحوره عشان الواد اتولد فيها من غير لا دكتور ولا داية ولا مستشفى ولا حاجة أبدا. يعني فين أم الأوضة السحرية؟ ما هو قالك قبل كده يا أبو الدهب دي، وحضرتك ما فهمتش، عندي بيت مكاوي. يلا فوق وخلي. يلا معانا. يلا معانا فين؟ معانا فين؟ هنروح على البيت ده. الله طب ما انت عرفت الاوضه المسحوره فين؟ ما تروح انت. فين حته الاوضه المسحوره؟ الله ما انت عارف هي فيلا ابو الخير. يلا رجلك على رجلينا لغايه ما اخد الفلوس. لا انا مش رايح. مش رايح؟ ايوه. شغل السلك. طب يلا نمشي من هنا لاحسن يشوفونا. نمشي ازاي يا ابني؟ احنا لازم ناخد المجله. ايوه ناخد المجله ازاي يعني؟ نخش عن نضربهم وناخد المجله؟ خلاص يا جماعه سيبوا الموضوع ده عليا انا، تعالوا ورايا بسرعه. يلا تعالوا تعالوا. اسمعوا ركزوا كويس، كل واحد هياخد عصايه، اي حد هيطلع هنديله على دماغه ونسحبه على طول. مش معنى بقى انت مديني بقى انت العصايه الطويله وخدت انت القصيره عشان تلخمني؟ لا عشان لو كنت اديتك الصغيره كنت هتقول ايش معنى انا اللي واخد الصغيره، انا عارف النوعيه دي كويس. طب معلش يا هاني ممكن نبدل مع بعض عشان العصايه بتاعتي فيها شوك. ما بتحبيش الشوك؟ لا ماشي خدي دي من غير شوك. ثانك يو. ماشي يا مستر. يا جماعه احنا خبطناهم هنقتلهم. لا لا هنضربهم. انا مش كل ما في حد هاني. ما تخافش ما تخافش. سيف بطل جبني. يلا يلا. يلا قدامي. حاضر بس واحدة واحدة عليا، رجليها بتوجعني. تعالي قدامي. أنا مش فاهم بس أنتوا واخديني معاكوا ليه؟ ها؟ أنا هعمل معاكوا إيه ولا إيه؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ مش قلت أي حد يطلع نضربه؟ بس مش عم بنداري. عم بنداري؟ فين عم بنداري؟ خير الله.
خير الله خير الله. انا همشي، انا مش بتاعت الحاجات دي. خير الله، ما فيش حد اسمه خير الله عموما. حاول العيش في الدنيا، العيش في الدنيا. ايه ده صاحي انت؟ لسه صاحي يا ضاحي؟ لسه صاحي. مين اللي علمك مسكه النبوت يا ابن النادي؟ اتفرجت على فيلم التوتو النبوت. مش بالمسدس. يا اخينا. ايوه من عند ربنا دي. انتقمت انتقمت. عامل لي فيها رامبو ده؟ لو جبت كلب كان حرسني. تفوق عليك. ها يا سيف، فهمت حاجه ولا اي حاجه؟ طب هي القصه بتقول ايه؟ القصه بتقول ان دونجول كان عايز يسرق قصر ميكي. ام ميكي قفشه وحبسه في الاوضه السحريه وقال له هتفق معاك اتفاق، لو كسبتني في الشطرنج هسيبك تخرج من الاوضه السحريه، ولو خسرت هسيبك محبوس فيها. يعني ايه اللي حصل يا سيف؟ مش فاهمه. ميكي كسب دونجل وحبس دونجل؟ لا سابه. ليه؟ هما مش اتفقوا لو كسبوا هيحبسوا؟ العفو عند المقدره. يا سلام، ميكي ده طلع ابن بلد بقى. بس ياض انت وهو عم بندق. نعم. فهمت حاجه من القصه دي؟ والله العظيم ثلاثه ما انا فاهم اي حاجه. يعني انا كل اللي انا فاهمه ان انا عارف البيت وعارف الاوضه المسحوره وعارف كمان حكايه لعبه الشطرنج دي. جدك الله يرحمه كان يحب يلعب بالشطرنج يعني، وكان يختار الجيش الابيض، يقول لك العسكري الابيض ينفع في لون الاسود. والله انا عندي حكايه قوي. طب بس سيبك بقى من ذكرياتك وقصصك المقرفه دي، وودينا عند بيت جده القديم. وانا قلت لا، تعالوا يلا اتفضلوا. يلا يلا. ايه ده؟ انت جايبنا الاسم ليه يا عم بندو؟ انت هتسلمنا ولا ايه؟ يا ابني اسلمكوا ايه بس؟ اسلمكوا ايه؟ ده كان هنا. هو ايه اللي كان هنا؟ بيت جدكوا كان هنا. تقعد تقول لي بقى كان هنا، كان بيشرب الشاي هنا وبيحط السكر هنا وبيزروت هنا. والله العظيم ثلاثة بيت جدكوا كان هنا. ازاي بس يا عم بندو؟ ده اسم. اسم؟ ايوه، قبل ما يكون اسم كان بيت جدكو. هو بصراحة مش بيت جدكو، ده كان بيت جد جدكو. وبعد كده كان في وقف، الحكومة بقى رفعت قضية، كسبت الوقف ده قلبته اسم. يعني يا رب يوم ما نلاقي مكان بسهولة يطلع لمؤاخذة اسم. لا، واحنا كمان مطلوب القبض علينا. شوفي سخرية القدر. طب معلش يا عم بندق، الأوضة السحرية اللي موجودة في المجلة أنهي أوضة؟ ايوه، اول ما تخش الاسم كده هتلاقي الاوضه دي على ايدك اليمين تحت بير السلم على طول. سيبوا الموضوع ده عليا يا جماعه. هتعمل ايه؟ هعسر لكم بقى الموضوع ده. يقعد هتتحبس يا. سلام عليكم يا دفعه. نعم يا سيدي. والنبي انا كنت بدور على شغلانه وعايز اعرف مش عايزين امناء شرطه؟ انا امين جدا وما اقربش الحاجه مش بتاعتي ولو على رقبتي. انت شارب حاجه ولا ايه؟ لا يا عم شارب ايه، خد انت عايز، انت تشرب سيجاره مثلا، خد اتفضل. ايه خير؟ ليك حد في الحجز؟ لا بس كنت عايز اعرف حاجة. حاجة ايه؟ دلوقتي الاسم ده في سلم صح؟ صح. تحت السلم بقى في اوضة، الاوضة دي بتاعت ايه؟ وبتسأل ليه؟ لا اصلا انا كنت بدور على حاجة جار جديد، وهنا الاسم جنب الشغل فيبقى مصلحة. انت هتستظرف يا خفيف؟ يا عمي بنهزر معاك، خد سيجارة تانية ايه؟ لا الصراحة انا كان ليا مصلحة في مكتب التجنيد وعايز اعرف مكتب التجنيد فين. انا بقول كده برضه انك متهرب. عموما مكتب التجنيد في المبنى الملحق اللي هناك ده. المبنى الملحق؟ اكيد كان بيلعب طول السنة وما فتحش شباك ده. باين عليه خفيف. لا يا عم بنهزر معاك، خد سيجارة تالتة ايه؟ طب الأوضة بقى اللي تحت السلم دي بتاعت ايه؟ دي الحجز. الحجز الحجز؟ تحب تخش؟ لا اخش ايه، لما اروح اعمل مصيبة وابقى اجي لك ان شاء الله. اتفضل يا بيه. ماشي شكرا. أحب أبشركم يا جماعة إن الموضوع طلع أسهل مما نتخيل. الأوضة اللي إحنا بندور عليها دي بقى طلعت أوضة إيه؟ إيه؟ أوضة الحجز بتاع الاسم. لا
حرام عليك يا جدو، بجد حرام عليك، ربنا يسامحك. ربنا طبعا هيسامحه يا بنتي، ده كان بيحبكوا قوي قوي. بعدين هو ايش عرفه ان الاوضه دي هتبقى اوضه الحجز؟ لا انا متاكده انه كان عارف، امال هيلففنا ازاي ويدوخنا ويبيتنا في الشارع. طب يا جماعه احنا مش هينفع نقف هنا اكتر من كده. عم بندق معلش هنتقل عليك بقى ونبات عندك النهارده. تباتوا عندنا؟ لا 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 لا، انتوا كده مجرمين، والتستر على مجرم كده اروح انا في كلابوش؟ في ايه في البيت عندك يا عم بندق؟ مش قلت لك اول ما راجلك الكبير شعره يبقى رزي اعرفي انه ها؟ عيب يا واد الكلام ده. اكتشفوا انا بيات عندي؟ لا انا قلت لا، اذا عوزتوا اي حاجه بقى ايه بكلموني. ما احنا عايزين وعايزين نبات عندك. وانا مش موافق، خلاص مش موافق. اتصلوا بيا في اي حاجه تانية، انما بيات اروح انا في كلابوش ليه؟ مين انتوا؟ خلاص يا جماعه مش هينفع نقف نتصور هنا، يلا نروح في ده. خلاص يا جماعه سيبوا موضوع البيات ده عليا انا، عندي مكان محنده كده هيبقى حلو قوي. مكان انت لاقي تاكل؟ تعال بس ورايا. الله اللي بتتكلم بيها دي، شوف شوف شبك يا برودش. ليه الغبي ده؟ ده فين يا ضاحي الزفت؟ كنت بتكلمني يا ابو الدهب بيه؟ انت فين يا ضاحي؟ معلش كنت بجيب اكل بقى. ده وقته جوه، تعمل ايه؟ عملت ايه جوه؟ عملت زفت. عارف الاوضه المسحوره اللي في القصه طلعت ايه؟ طلعت ايه؟ طلعت اوضه الحجز اللي جوه. يا نهار اسود الحجز. اه حظ ذكر. معلش بقى يا ابو الدهب بيه، عوض عليك ربنا، هي عمليه معقربه من الاساس. معقربه على مين؟ يالا على ابو الدهب؟ ده انا ابو الدهب مفيش مشكله تقف قصادي، لازم احلها ان شاء الله محلوله. محلوله ازاي بس يا ابو الدهب بيه؟ اقول لحضرتك على حاجه؟ احنا نخش نسلم نفسنا في الاسم بقى. شد قال الله انها فكره. فكره ايه؟ بس احنا مش هنسلم نفسينا. امال هنسلم مين؟ هنسلمك انت. حرامي حرام. جريني جريني حرامي. ما امشي معاك حرامي. الراجل ده كان جاي يسرقني وانا واقف قدام الاسم. حرامي. تسرق قدام الاسم يا فاجر؟ لا لا لا، ده بيهرج بيهرج بيهرج. تسرق واحد قد ابوك يا جبان؟ جريني جريني، خد اسحبه ابو دهب. انا هخش. استنى لا استنى، فين السندوتشات؟ اهي اسحبه يا شويه. اسحبه ايه؟ لا بلاش الحجز يا ابو دهب. ابو دهب ما تسيبنيش يا ابو دهب. مش هسيبك الا في النيابه. لا الحجز لا. حرامي المحامي يا جبان. اكلم ماما. طيب انقذوني انقذوني يا اهلي، مش عارف انط عاليه قوي. ايه يا سيف الجبن ده؟ يلا مش قادر، كلنا نطينا، جسمي كله متخشب. هاتلي سلم. طيب بتعمل ايه؟ على فكره سهله جدا. يعني انت يا هاني عايزنا نبات هنا في الحديقه الدوليه؟ هو احنا شحاتين يا هاني؟ انا نفسي ابات في سريري بقى. مش بس يا ابني، بس في امن ممكن يسمعونا. انا مش فاهمه انتوا بتتنططوا على ايه ده، بدل ما تشكروه. هو احنا كنا لقينا مكان تاني؟ بعدين ده مكان جميل، ده كنت باجي انا وخالتي خميس وجمعه هنا وخميس وجمعه في الفستان. ما تفكرنيش بليز، انا كمان كنت بروح ويكند السخنه وويكند الساحل. هو الفستان دي جنب الساحل؟ لا جنب الجياره. يا جماعه قولوا لي بقى، تحبوا تناموا فين؟ في الركن الفرنساوي ولا الركن الطلياني ولا الماليزي ولا البنجلاديشي؟ اي حتة قريبة بليز، عشان رجلي وجعتني قوي من المشي. مين اللي قال ان احنا هنمشي؟ تعالوا ورايا يلا. ايه ده؟ يلا. مش قادرة اجري. انا مهلك انا مهلك. اهلا اهلا بالعيد، مرحب مرحب بالعيد. هي هي هي. على فكرة المكان ده ينفع للمديتيشن قوي. هاني ايه المكان القذر اللي انت جايبنا فيه ده؟ وايه صوت الضفادع اللي انا سامعها دي هتقوم تاكلنا؟ قذر المكان ده يا سيف، انا قضيت فيه احلى ايام حياتي. ده ايوه، كنت انزل ميدان روكسي واستنضف لي نتفة حلوة كده. النتفة ده طبعا حيوان موجود في المحمية اللي احنا فيها دي. حيوان النتفة ده، بس من فصيلة السديات. فهمت. ايوه، اجيب بقى حيوان النتفة ده هنا ونبات بالتلات ايام، نقعد في البيت الياباني اللي هناك دهوت ونقضيها بقى. وبتعملوا ايه؟
هي كانت بتقعد تعمل الحركة ديت وانت بتعمل لها كده. اه بس انا ببقى شوشو. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. ايه رأيك في المكان؟ تحب ايه، نبات هنا ولا نخش البيت الياباني نريح شوية؟ ليه ان شاء الله؟ فكاني زي المعفنين اللي تعرفهم؟ لا حبيبي، انا مستحيل ابات في الياباني ده، هطلع على الهولندي. ممكن نبطل هاري ونشوف حل لموضوعنا. ايوه بجد احنا لازم نلاقي الفلوس ونرشي الناس كلها بقى ونرجع لحياتنا العادية. ايوه هنرشي ازاي بالفلوس والفلوس جوه الاسم؟ انا عندي حل يا جماعة هيقدر يدخلنا جوه الاسم. ها دلوقتي مش احنا مطلوب القبض علينا؟ خلاص احنا نروح نسلم نفسنا يدخلونا الحجز ندور براحتنا. شيرين حبيبتي ممكن تهزقي هاني عشان انت عارفه اني اتغيرت خلاص مش هينفع اهزقه. انت حمار يد، عشان نجيب الفلوس نتحبس؟ طب انا عندي فكره، احنا نخش القسم نطلع بطايق. شيرين حبيبتي معلش هتعبك معايا، ممكن تهزقي سيف كمان عشان احنا المفروض هنتصاحب مش هينفع اهزقه. انت حلوف يد. طبعا ما ينفعش، مفيش غير حل واحد، نتنكر في الضباط وندخل القسم. شريهان ممكن تهزقي نفسك بقى انت كمان عشان انت طلعتي حماره زيهم. انت حماره يا شريهان ستوبد. هم هيلبسوا ضباط، انا وانت هنلبس ايه؟ مضيفات يا ريت او طم ممرضات. ما تلم نفسك ياض، انت مالك موبيع كده ليه؟ ممرضات؟ طب في كل الافلام اللي شفناها دي اللي عايز يتنكر بيعمل ايه؟ يا اما بيخش القسم على اساس ان هو ضابط، يا اما من لجنه حقوق الانسان. ده متخلف يا ابني، هنعمل لجنه جوه القسم. لا ام سوري، هو مش متخلف. حلوه الفكره دي يا سيف. عجبتك يا نيلي؟ حلوه قوي. حلوه يا سيف، حلو. ايه ده صح؟ طب ما احنا هنجيب فلوس منين عشان نجيب لبس التنكر؟ احنا بصراحه معناش اي حاجه نبيعها الا حاجه واحده بس، الموبايل بتاع نيلي. عيني فيه. لا موبايلي انسي، انا ابعني انا شخصيا بس موبايلي لا. يا ست الكل، امال فين هبطل سجاير واكون انسان جديد والتغير والحاجات الحلوه دي؟ ايه بس حرام عليكم يعني، ده موبايلي. طب اكونكت مع العالم ازاي؟ معلش يا نيلي، خدي موبايلي انا وكونكت بيه مع العالم، بس ما هو ما عليهوش واتس. هاتي بقى. يعني انا همشي بده؟ لا عادي خلاص، ما انا ماشيه بالعبايه السمراء بتشرتر وكده. طب يا جماعه احنا ازاي هنبات في وسط الضفدعات دي؟ نبات في وسط الضفدعات ده واحنا نايمين؟ الضفدعات دي هتخش علينا هتشيلنا وتمشي. لا دي سلاحف النينجا اللي انت بتتكلم عليها دي. هو ازاي النينجا؟ ما اسمها ايه؟ بلدي. ما اسمها ايه؟ نينجا. ايه؟ ادخل. صباح الخير يا باشا. مالك يا ابني ديك بتراش ليه؟ هتوقع الشاي بلبن. ما هو في ناس حواجات بره بيقولوا ان هي لجنه الامم المتحده. الامم المتحده عندي في الاسم؟ ايوه. ليه؟ بيقول ان هم بتاع حقوق الانسان. حقوق الانسان؟ ايوه. وازاي ما اخدش انا خبر بموضوع زي ده؟ ما هي بيقول ان هي مفاجئه. يعني ايه مفاجئه يا ابني، احنا في مدرسه؟ بقول لك ايه؟ روح خرجوا المساجين وحموهم ولبسوهم لبس العاب وما تنسيش ترشوهم، سامعني؟ وكلموا قلبي كلم الوزاره. ماشي. شوف موضوع حقوق الانسان ده. ماشي يا فندم. تعالى لف. روح عند اهلهم، ماشي؟ حلو. بس اخرهم 10 دقايق لما ناكل لقمه. تعالى يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا بالامم المتحده، دي الدنيا كلها نورت. يا اهلا وسهلا، اتفضلوا يا فندم اتفضلوا. يا مرحب يا مرحب. اهلا 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 بحضراتكم افنزيم. انتوا بتتكلموا عربي؟ حضرتك ده الصحفي التركي المعروف مستر شيش كباب، هو الوحيد اللي بيتكلم عربي. انا اهب مصر كتير، انا عشت مع انا في اسكندريه، كانت تبيع بقلافه على الامه وكانت عايشه مع جده الخواجه كرياكوس. ده اسكندراني ولا تركي ولا يوناني ولا ايه حكايتك؟ انا ما حدش يتوقعني. دي بقى انسه بيف ستراجانوف من روسيا وبتتكلم روسي بس. بريفيت. اهلا اهلا. ده بقى مسيو اليخاندرو كوليسلو المصور الاسباني وبيتكلم اسباني مكسر. فيفا اسبانيا alzad los brazos hijos del español que vuelve a resurgir gloria a la patria que supo surgir sobre el azul del mar el caminar del sol. وجيتك من اخر لبنان مسلوب الفكر وتمع. انا ما هاجش توكان. هو حضرتك مين بقى يا فندم؟ حضرتك انا المترجمه.
يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا، نورت والله. بس انا واخد على خاطر من حضراتكم شويه يعني. كنت اقول ان انتوا جايين ولا حاجه؟ كنا دبحنا، كنا صحينا المساجين يستقبلوكوا يقعدوا معاكوا كده يعني. ايش طريق سبورت بارتي يا بودو غفرتنا ربوتي؟ ازاي خاف فيكيشن؟ بتقول لحضرتك ان احنا بلغنا الامم المتحده لكن هم ما بلغوكوش عشان هم تقريبا عندهم اجازه بمناسبه عيد القمح. طب يا ست كل سنه وانتم طيبين والامم المتحده كلها طيبه. هو مين بقى اللي ماسك مأمور الامم المتحده دلوقتي؟ معلش ممكن استاذنك بس الاخ اللي بيصور بس خليه بعيد عن الكرش شويه. شكاسكس بوري كرشا ميامانتي نويبو. تحبوا تشربوا ايه بقى؟ شكاسكس بوري يا خاتشو بس ما تريت ميستا. We go first check the place after you prepare food. Maybe after we can drink vodka, whiskey. بتقول لحضرتك ان احنا عايزين ناخد جولة في القسم على ما تحضروا لنا الغداء والفودكا ويسكي. هنايا حاضر فندم هنايا. يا خاتشو دفاي كيلوغرام ياسا. بتقول لحضرتك يا ريت لو الغداء يكون 2 كيلو لحمة واربعة حواوشي من عند شعراوي. هنايا هنايا. أجورتسيلي بامدوري. وزود الطحينة والبتنجان. ممكن كمان نجيب لكم مية سلطة معاها. يا ريت لو أمكن يا عسل. تحبوا تبتدوا الجولة بإيه؟ إيه رأيكم في السجل المدني؟ هناك الفيو تحفة. مأمور أنت تقول إيه؟ إحنا حقوقيين حقوقيات، صحفيين صحفيات، إحنا عايزين نخش زنزانات نشوف مسجونات وهم يقعدوا على أرافيسات. أرافيسات؟ عيب، هو أنا تلميذات؟ عينيا عينيا حاضر عينيا حاضر. يا مغربي. ايوه يا فندم. جاهزين يا ابني؟ جاهزين يا فندم. اتفضلوا يا فندم اتفضلوا اتفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضلوا. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا بالامم المتحده، دي الدنيا كلها نورت. يا اهلا وسهلا اتفضلوا يا فندم اتفضلوا. يا مرحب يا مرحب. اهلا 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 بحضراتكم افنزيم. انتوا بتتكلموا عربي؟ حضرتك ده الصحفي التركي المعروف مستر شيش كباب، هو الوحيد اللي بيتكلم عربي. انا اهب مصر كتير، انا عشت مع انا في اسكندريه، كانت تبيع بقلافه على الامه وكانت عايشه مع جده الخواجه كرياكوس. انت اسكندراني ولا تركي ولا يوناني ولا ايه حكايتك؟ انا ما حدش يتوقعني. دي بقى انسه بيف ستراجانوف من روسيا وبتتكلم روسي بس. بريفيت. اهلا اهلا. ده بقى مسيو اليخاندرو كوليسلو المصور الاسباني وبيتكلم اسباني مكسر. Viva España, alzad los brazos, hijos del Ebro español, que vuelve a resurgir. Gloria a la patria que supo surgir sobre el azul del mar, el caminar del sol. وجيتك من آخر لبنان مسلوب الفكر وتمع. أنا ما حدش يتوقعني. وحضرتك مين بقى يا فندم؟ حضرتك أنا المترجمة. يا أهلا وسهلا أهلا وسهلا، نورت والله. بس أنا واخد على خاطر من حضراتكم شوية يعني. كنت أقول إن أنتوا جايين ولا حاجة؟ كنا دبحنا، كنا صحينا المساجين يستقبلوكوا يقعدوا معاكوا كده يعني. إيش طريق سبورت بارتي؟ يا بودو غفرتنا ربوتي. زي خاف فيكيشن. بتقول لحضرتك ان احنا بلغنا الامم المتحده لكن هم ما بلغوكوش عشان هم تقريبا عندهم اجازه بمناسبه عيد القمح. طب يا ست كل سنه وانتم طيبين والامم المتحده كلها طيبه. هو مين بقى اللي ماسك مأمور الامم المتحده دلوقتي؟ معلش ممكن استاذنك بس الاخ اللي بيصور بس خليه بعيد عن الكرش شويه. شكاسكس بوري كرشا ميامانتي نويبو. تحبوا تشربوا ايه بقى؟ شكاسكس بوري يا خاتشو بس ما تريت ميستا. We go first check the place after you prepare food. Maybe after we can drink vodka, whiskey. بتقول لحضرتك ان احنا عايزين ناخد جولة في القسم على ما تحضروا لنا الغداء والفودكا ويسكي. هنايا حاضر فندم هنايا. يا خاتشو دفاي كيلوغرام ياسا. بتقول لحضرتك يا ريت لو الغداء يكون 2 كيلو لحمه واربعه حواوشي من عند شعراوي. هنيا هنيا. اجورتسيلي بامدوري.
وزود الطحينه والبتنجان. ممكن كمان نجيب لكم ميه سلطه معاها. يا ريت لو امكن يا عسل. تحبوا تبتدوا الجوله بايه؟ ايه رايكم في السجل المدني؟ هناك الفيو تحفه. مأمور انت تقول ايه؟ احنا حقوقيين حقوقيات، صحفيين صحفيات، احنا عايزين نخش زنزانات نشوف مسجونات وهم يقعدوا على قرافيسات. قرافيسات؟ عيب، هو انا تلميذات. عينيا عينيا، حاضر عينيا حاضر. يا مغربي. ايوه يا فندم. جاهزين يا ابني؟ جاهزين يا فندم. اتفضلوا يا فندم، اتفضلوا اتفضلوا. بسم الله. اتفضلوا. ايه اوكي. اتفضلوا يا سيدي. خليك مامور انت. اتفضل اتفضل يا فندم اتفضل. يا اهلا وسهلا بالامم المتحده. اتفضلوا يا فندم اتفضلوا. الدنيا كلها نورت يا فندم. اهلا وسهلا اهلا. اتفضل يا فندم اتفضل. دول يا فندم الاوضتين، اوضه لحجز الرجال واوضه لحجز السيدات. بس احنا المعلومات اللي عندنا انها اوضه واحده بس في الاسم تحت السلم. لا يا فندم، طول عمرهم اوضتين تحت السلم يا فندم. اوضتين. طب ثانيه بس، عندنا اجتماع. شكوزي شوزي بس فوز كيرز بيروز. لا بوليسية هنا. أمورس بيروز. هنعمل ايه في المصيبة دي؟ بيقول لك اوضتين، فين الأوضة اللي فيها الفلوس فيهم؟ ده كله سبب الزفت عم بندق، ما بيقولش الحاجة على طول على بعض. ما هو ما يبقاش عم بندق لو ريحنا، لازم يحط لنا العقدة في المزمار. منشار. حلو المزمار، مش مشكلة. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ المأمور قدامنا والأوضتين أهم، هنخش ازاي؟ مش عارف. هو في حاجة يا فندم؟ لا لا، هم بس مستغربين يعني ان انتوا فاصلين الرجاله عن الستات ليه؟ لا يا فندم ما تستغربوش ولا حاجه، اصل احنا محافظين جدا. مفهوم مفهوم. تحبوا حضراتكم بقى نتغدى الاول ولا نخش الحجز ولا تحت امركم عايزين تعملوا ايه بالظبط؟ شكازكس بيس كورس باري. They go finish mission first. هنخش المشن فيرست، يعني نخش الحجز يا فندم. الحجز من تحت امرك يا فندم. يا عمران. ايه يا فندم. افتح حجز الرجاله يا ابني. تحت امرك يا فندم. اتفضلوا يا فندم اتفضلوا اتفضلوا يا فندم اتفضلوا يا فندم. ايه ده؟ احنا في الزنزانه ولا في العيد؟ ايه راي حضراتكم يا فندم؟ شفت المساجين عندنا عايشين ازاي؟ عشان تبلغوا الامم المتحده ان المساجين بتوعنا عايشين عيشه زي الفل. مأمورات دي اشتغالات، فين المسجونات اللي في السجونات يقعدوا على قرافيسات؟ الشهاده لله يا فندم، الكذب خيبه. اللي انت شايفه ده يا فندم ده موجود على طول. اللي زاد بس يا فندم النهارده هم شويه البالونات عشان عيد ميلاد عم حسين. كل سنه وانت طيب يا عم حسين. شفت يا فندم؟ كانه منتجع بالظبط. احنا يا فندم مسمين الحجز بتاعنا حسين ده يا فندم. وكل حجز يا فندم ملحق معاه جنينه. ان شاء الله في التطورات والتوسعات اللي جايه هنبني 3 حجوزات وكل حجز قدامه جنينه عشان اللي يحب يشوي وكده يعني. فوتين قزن باخسن بس ما تريتس كتير. بتقول لحضرتك يا ريت لو نفضي الزنزانه خالص من كل المساجين عشان نرفع المقاسات ونتاكد ان العدد مناسب للزنزانه. تحت امرك تحت امرك يا فندم. في ميزه بقى كمان في السجن عندنا يا فندم، احنا بندي كورسات انجليزي للمساجين. Listen to me. Listen to me. Stand up. بعد اذنك يا رجاله هنطلع بره شويه عشان المقاسات بس. استنى استنى استنى، يطلع بره ايه؟ دول مجرمين وهربانين من العداله. دحو احنا لازم نمشي من هنا حالا فعلا. وي هاف تو ليف. يا سعاده البيت، دول عصابه النجوم. عصابه نجوم ايه يا مجنون يا اهبل انت؟ دي الامم المتحده. خرب بيت البرشام اللي بتاخده. انا اللي باخده برضه؟ امم المتحده تبني لي ايه يا سعاده البيت؟ دول عصابه النجوم وانا حاسبه ساعتك اهو. اتفضل يا سعادتك بيه. واهو بتعمل ايه متخلف دي؟ دقني بجد. الواد ده اسمه هاني يا سعادتك بيه. احنا عملنا مقلب في حضرتك ودي كانت الكاميرا الخفيه، وده فعلا اسمه هاني، حتى ده برنامج هاني في الزنزانه. هاني في الزنزانه، هاني في الزنزانه، ده في ايده جراب جواه قباب جواه. اوعى تزعل مننا واحد ابوك. سقفه بقى لحضره المأمور يا جماعه. بس يلا بس يلا، نقول باي باي للكاميرا اللي فوق. يلا يلا. أمم متحدة؟ حد قال لحضراتكم إن أنا خديج شرطة تعليم مفتوح؟ ولا مأمور الملاهي؟ ها؟ جيتك من آخر لبنان ها؟ عشان ليك نصيب تتنفخ في مصر. وده اللي بيتكلم أسباني مكسر؟
هلحمهولك. تصور فوق وتحت، ها؟ فوق وتحت. أنا هعمل معاك واجب بقى، هصورك وش وجنب. ملك وكتابة. أيوة لطيف، ملك وكتابة. قول لزمايلك إصابة النجوم إن شاء الله يتحكم عليهم بمئة سنة سينما. ايوه ازاي يا اختي؟ حمام يا فندم، هات العيال دي. حاضر يا فندم. اتفضل انت مالك؟ اهو يا اخويا اتفضلوا. خش يا حبيبي. اتفضل. خش يا فين؟ ليه يا عمران؟ ارجع انت يا عمران. ليه؟ ادخل انت يا عمران. خدها جوه. قال لك هاتهم كل فلوس. عمران ليه؟ ليه يا عمران؟ هاتولي المعمور. ليه والنبي؟ ليه؟ الله يخرب بيتك يا ابو الدهبي. يا فجركم، يا جبروتكم، يا قدرتكم، خلاص خلصتوا الفنانين وهتلفوا على ضباط الشرطة؟ كنتوا فاكرين ان انتوا هتعرفوا تهربوا مني؟ بعينكم يا باشا، ده احنا قعدنا نص يوم في القسم لمؤاخذة محدش حس بينا. اخرسي اخرسي. حضرة الضابط حضرتك انت تخرس خالص خالص. انتوا عارفين متقدم فيكم كام بلاغ؟ عليكم كام قضية؟ اولا شروع في قتل الفنانة هند صبري، ثانيا شروع في قتل الخليل كوميدي، هو يستاهل بس في الاخر ده بني ادم، ثالثا سرقه الفنان احمد فهمي، رابعا بيومي فؤاد مقدم فيكم 30 بلاغ منهم بلاغ انه ما خدش اخر دفعه، وفي الاخر عاملين لي فيها بتوع حقوق انسان. حقوق انسان يا باشا؟ والله ده احنا بنهزر. والله بص، ده انا لابس بتاع شاورما. شاورما؟ ده انا هحطك على السيخ. وانا كل ما حد يشوفني يحطني على السيخ. ايوه، انتوا عارفين مجموع الاحكام عليكم كام سنه؟ 120 سنه سجن. هتتسجنوا سنه سنه وتتنفخوا سنه سنه. يا فندم، هو في حد بيعيش 120 سنه؟ ما تقطعش، قول ان شاء الله. يا حضره الضابط، انا عايزه اعترف على نفسي، انا السبب في كل ده، انا اللي رجرجتهم ورايا. رجرجتهم whatever، ودبستهم في كل الجرائم والمشاكل دي. نيلي انت بتقولي ايه؟ انت كده هتودي نفسك في داهيه. بس يا سيف، انا المسؤوله حضرتك عن كل الحاجات دي، هم مالهمش ذنب ما تسمع لهمش. ايوه يا حضره الضابط، هي المسؤوله عن كل حاجه، هي دي العقل المدبر، هي دي ونوس يا فندم اللي قاعد يغوينا واحنا فقراء وغلابه واستغلت جهلنا. سوري يا ضابط، هاني واتشي. اه، المفروض بقى اصدق انا المسلسل التركي الاوفر ده واسيبكم تمشوا. يا فندم مش تركي، سوري سوري. او وات ايفر، هتتنفخوا يعني هتتنفخوا، وهتتحبسوا يعني هتتحبسوا 120 سنه. يا امين مغربي، تعال خدها. استنى استنى، طلب بسيط. ممكن ناخد مع بعض سيلفي برياكشن الجريمه لا تفيد؟ ممكن. يلا يلا، بس هتعمل لنا تاج بقى كلنا، تاج وكل اللي انت عايزه. عيني. يلا خش خش خش. حلو قوي، الولاد هيفرحوا بيكوا جدا، انا مبسوط والله العظيم. خدهم يا امين على الحجز. طب ما نصور شويه صور كمان كده، يعني اوضاع مختلفه. امشي امشي. جميلة جميلة، حلوة، الولاد يفرحوا بيها جدا. ادخل قدام مني يا مسجون انت اهو. ادخل. ايه ده؟ امال احنا وشيل البسين اللي كان هنا؟ انا كنت هموت واستحمى. اكيد البلدية هي اللي شالته يا سيف، ما هو ممنوع برضه بسين جوه الزنزانة. تخيل بقى لو كنا نزلنا فيه دلوقتي بعد التعب اللي احنا فيه دوت، كنا ايه؟ الحمد لله. تعالى قاعد انت اهو، اطلع هنا. حلو اللي انت عملته ده. عملت ما عملتش حاجه، انت سمعت؟ ايوه انت لسه عم. يلا حلو ده عشان الناس تخاف منك يعني؟ لا انا ما عملتش كده يا ابني، انا سامعك بودني اهو. بس 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 مش بقول لك تعالى اطلع احيانا انت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مين ده هاني؟ ده تقريبا الرجل الاخضر بتاع ماونتن فيو، بس تلاقي جيرانه عملوا له ازعاج او ما لقاش ركنه يعني، لعلمك ده اصلا طالب في ثانيه هندسه. يلا يا خفيف انت اهو، كل واحد يقلد نفسه. يلا يقلد نفسه ازاي يعني؟ كل واحد يجيب معلقه ويعمل كده لنفسه؟ ظريف ظريف وخفيف. يا تسادة انت كبرت في نظري قوي. خلص نفسك، طلع اللي في جيبك. يلا امني، طلع اللي في جيبك. حاضر من عينيا. اتفضل، محفظتي ايه؟ بس انا معيش حاجة. لا يعني ايه معيش حاجة؟ اديله اي حاجة. معيش حاجة اديله مراتك، اديله كليتك. طب استنى بص بقى، شفت معايا ده؟ يا اختي جميلة، عسل.
اه كده بقيت معلم بصحيح. ماشي مع المعلمه؟ لا ماشي مع الجربيه البستاج. طب يلا انت اقعد خلاح هنا. شوف بقيت معلم. اه السند ده هيخلي الناس تخاف منك قوي على فكره. طيب ماشي. بص يا معلم واحنا بنعدي ما تزعقش لحسن تطير راسنا ولا حاجه. يلا يا مسهوكه يا اختي يلا. يلا. انت مسهوكه؟ قال لك انت مسهوكه. يا اهلا. يا الف اهلا وسهلا. شرفتوا. يلا يا خاين. وايه الجديد؟ بتبلغ عننا يا ضحي؟ اه يا حبيبي ابلغ عنكم. خش السجن لوحدي؟ اه تونسوني. ايش مسيرها تروق وتحلى. لا وسايبينك هنا بشعرك ده كده؟ لا يا حبيبي لا تقول كلام في محله يا تقول حله يا حله. سيبك من ضحي اللي كان بيهرج معاكوا بره، انا هنا تقيل وتقيل قوي. اه ده ضحي. ايوه يا معلم. حسين ونفس الجزمه عاد. والله ما لحقت يا معلم، الفرده الواحده قد كده وبتاخد يوم تلميع وعلبتين ورنيش. اديني بس حضرتك يوم تاني المع لك الفرده التانيه. خلص نفسك عاد. حاضر يا معلم حسين. انا اسمع عن جزمه 40 جزمه 45 لكن 145 والله ما شفت. واجي امسك الفرده الاولانيه الاقي فيها واحده ست وعيالها ومش لاقيين ياكلوا، والتانية مأجرها للطلبة المغتربين. انت طلعت مسخة بقى وبتمسح الجزم. اخرس انت والطاري اللي معاك. طاري؟ انا مبقتش طاري. لعلمك انا دخلت اسام اكتر منك. سيف الطيب مات وانتوا اللي قتلتوه. من النهاردة انا ما اسميش سيف. من اسمك ايه؟ ناصر الدسوقي. بس يا بابا، بس يا بابا حبيبي، روح اقعد في اي كورنر يا حبيبي، ما توجعليش دماغي. يلا اخويا رب عيالك، رب عيالك. تتحداني يا ضحي؟ ايه تتحداني؟ اه اتحداك وقصاد الرجاله دي كلها. معايا هاني؟ سيبني انا احكم. طول عمرك نادل يالا. الرهان يا جماعه مش اقل من السيجارتين. شيرين هقول ايه في الظروف دي؟ معرفش. قولي اي حاجه بس ما تفضليش ساكته كده، انا خايفه. لا بقولك ايه، انا مش عايزاكي تخافي. فكي كده، لسه قدامنا 120 سنه سجن. لا يا شيرين لو سمحتي ما تقوليش كده في وشي، انا ما اقدرش استحمل 120 دقيقه في السجن ده. انا عايزه بس اقعد. احرس ما تلمي رجلك يا بنت، احنا شغلنا مكانكم البلاطين دول. ما شوفش صبعك يعديهم. معلش بس حضرتك بتزعقي ليه؟ وبعدين بصي انت واخده سبيس قد ايه بالحاجات بتاعتك، وانا وهي مزنوقين ازاي؟ طب ادينا بلانكت حتى نقعد عليها. هو ده نظام الحجز عندي، لو مش عاجبك بلغي يا اختي البوليس. لا بقول لكم ايه؟ اتمسوا وقولوا يا ماسة، مش عشان انا لابسه لكم التاييه ده ابقى خلاص بنت ناس. ده انا معفنه ما تعرفونيش. ما تعرفينا يا اخي؟ انت مين؟ مساء الخير يا فندم، حضرتك انا شريهان عبد الحليم، خريجه بكالوريوس اعلام دفعه 2007. وبيدلعوكي يقولوا لك يا شوشو؟ احيانا يا فندم. طب يلا يا اختي انت وهي، هزي انت والبنت الصفرا اللي معاكي دي. نعم. بقول لك هزينا انت والبنت دي. ايوه يا فندم اوكي، نهز ونعمل كل اللي حضرتك عايزاه، ما عنديش اعتراض، بس نهز من غير مزيكا. صدقي عندك حق. يلا يا بنت انت وهي وسعي لها وشغلوا المزيكا، خلينا ننبسط. يلا يا الحفلة دي معمولة عليكو؟ يا نهار أبوكو أسود؟ أسود! دلوقتي هنبدأ التحدي يا رجالة. ابدأ يا معلم ضاحي. لا يبدأ هو الأول. لا يبدأ أنت الأول. لا يبدأ أنت الأول. خلاص طالما أنا اللي هبدأ يبقى اللعب على الأب وعلى الأم وعلى المشرحة. موافقين؟ موافقين. حيث كده يا رجالة يبقى الرهان على سجارتين واللي يرجع يبقى عيوطة. موافقين؟ موافقين.
ابدا يا معلم سيف. ابدا ابدا. الرشاقة دي يا معلم. يلا ضاحي. حصل تعادل يا رجالة، كده بقى هننتقل للمستوى الأصعب، للمستوى الأخطر، للمستوى الأشرس. هنلعب عامية. عامية؟ أيوة. ابدأ. أبدأ. ابدأ يا مسيف. حاج سعيد أنت اتنين بوسطن؟ أيوة. ماشي. أنت واحدة بالليمونت أنت. سيف. ماشي. أبدأ. ابدأ. أبيكا عامية. 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 أبيكا عندك وقف من وش مبسوطة مني يا معلمة؟ امشي بقى. حاضر. وانت ايه اللي جابك بقى يا خالتي؟ محبوسة على ذمتكم يا اختي. قال ايه بتستر على مجرمين، مع ان انا قلت لهم على كل حاجة اعرفها بس ما صدقونيش. طب وفين ماما ميمي؟ ماما ميمي عملت فيها عبيطة يا اختي. قال ايه ما بتسمعش وما بتفهمش وما بتتكلمش، وخدوها على الخنكة. يا حبيبتي يا ماما ميمي. يا حبيبتي يا ماما ميمي. صباح انا عايزه اقولك حاجه للمره 9 مليون. انتي بجد جامده، بس انا مش عارفه احنا من غيرك كان ممكن يحصل لنا ايه. لا بقولك ايه، انا عايزاكي تجمدي كده وتمسكي نفسك. انا مش باقيالك هنا يا حبيبتي، انا ممكن اخرج في اي وقت من هنا، انما انتوا قاعدين. قاعدين؟ لا بليز ما تقوليش قاعدين، احنا ممكن ناخد براءة. براءة من انهي قضية يا نيلي؟ ده احنا حتى معناش فلوس نقوم محامي. اه صحيح، انتوا عملتوا ايه في موضوع الفلوس بتاع جدكم؟ الله يرحمه ويسامحه بقى. بصي الفلوس تقريبا موجودة هنا. هنا في؟ مكتوب في القصة اللي في المجلة ان الفلوس موجودة في الأوضة السحرية اللي تحت السلم، يعني يا اما الأوضة دي يا اما الحجز بتاع الرجالة. هنا فين؟ انتوا مجانين؟ ايوة يا خالتي، ما هو الاسم ده كان بيت عيلة جده زمان. شوفي ازاي. ما تطلعي كده يشري هنا المجلة يمكن نفهم حاجة. يعني اللي يطلع المجلة ليه؟ ما هي معروف اللي فيها. ميكي كان بيلعب شطرنج مع دونجل في الأوضة السحرية. بس ايه علاقة دونجل بالأوضة السحرية بالشطرنج؟ معرفش، ما انا قاعدة معاكي زي الهبلة اهو. شيرين ايه؟ بصي على الارض كده،
مالها بقى الارض يعني اللي هتقعدي تقولي لي معفنه ومطربه مش وقت تناكة خالص. لا الابيض والاسود ده مش بيفكرك بحاجه؟ عادي بيفكرني بالحمار الوحشي مثلا. يا غبيه البلاط الابيض والاسود الشطرنج.